الكلام النهارده في موضوع او الانتقاد دكتور علاء الاصل معلق صوتي محترف ويعلم ان الحكايه وانا بصوتي اسلام عادل. تستمعون الى روايه اعلان عن جريمه لأجاثا كريستي بصوت اسلام عادل. الفصل الاول. تتميز الحياة في بلدة شينغ كاليغورن بالرتابة الشديدة والملل، فلا شيء غير عادي يحدث بها، كلها أحداث عادية لا تثير الاهتمام. ولكن في هذا اليوم طالع عدد كبير من أهل البلدة هذا الإعلان العجيب الذي أثار اهتمامهم ودهشتهم أيضا. إن صفحات الإعلان حافلة بأنواع شتى من الأشياء المعلن عنها، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن جريمة. إنها جريمة سوف تقع في موعد محدد سلفاً بالإعلان. في صباح يوم الجمعة مر موزع الصحف جوني بات على عدد كبير من منازل بلدة شينغ كاليغورن، ووضع في صناديق البريد تلك الصحف المطلوبة والتي يعرفها جيداً. كان يبدأ جولته في 7:30 وينتهي منها في 8:30، ويقوم بتوزيع مختلف الصحف مثل التايمز والديلي تلغراف والديلي جرافيك والديلي ميل وغيرها. وكانت هناك جريدة محلية خاصة بأهل البلدة يتم توزيعها على معظم المنازل، وهي الجريدة التي تعرف اختصارا باسم الجازيتيا. كان الجميع يهتمون بهذه الجريدة التي تتناول معظم اهتماماتهم وتتحدث عن مشاكلهم، كما كانت تضم بابا للإعلانات هو أكثر ما يهتم به أهل البلدة. ففي هذا الباب توجد طائفة متنوعة من الإعلانات عن العمل والأراضي والعقارات، وعن بيع الأشياء المستعملة من أدوات وأثاث وسيارات وآلات زراعية وغيرها. وكان أهل البلدة يجدون في هذا الباب تسلية كبيرة ومتعة، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الكثير من المكاسب المادية أو العثور على الكثير مما يبحثون عنه من خلاله. ولكن هذا الباب كان يحتوي على إعلان عجيب في يوم الجمعة 29 من شهر أكتوبر. كان أول ما فعلته ميسيس سوتنهام هو أن طالعت بسرعة صحيفة التايمز، ثم وضعتها جانباً لتطالع الجازيتيا، وبصورة تلقائية اتجهت عيناها إلى باب الإعلانات في نفس اللحظة التي دخل فيها ابنها الصحفي أدموند إلى الغرفة. أخذت مستر سوتنهام تعلق على كل إعلان تقرأه، بينما اكتفى الابن بهز رأسه، ثم تناول جريدة الديلي واركر جريدة العمال. فقالت الأم: إنك تغيظني كثيرا بقراءة هذه الجريدة، فإنك لست عاملا، بل إنك لا تمارس أي عمل. فقال الشاب: كيف تقولين ذلك يا أماه؟ ألست أقوم بتأليف مسرحية ساخرة؟ وهل يعتبر التأليف عملا؟ بل إنه عمل راق. فأخذت تقرأ الإعلانات بصوت مسموع، ثم توقفت فجأة وهتفت: أدموند، ما هذا؟ إعلان عن جريمة؟ انتبه الشاب وقال: ماذا تقولين؟ إعلان عن جريمة؟ اسمع نص الإعلان: إعلان عن جريمة، سوف تقع هذه الجريمة في منزل ليتل بادوك، حيث تقيم الآنسة لتيتا بلاك لوك، وذلك في تمام 6:30 مساءً يوم الجمعة 29 من أكتوبر، والدعوة مقصورة على الأصدقاء المقربين. ترك أدموند صحيفة الديلي واركر ورفع حاجبيه دهشة وهو يقول: ما هذا الذي تقولين؟ إنه إعلان عجيب حقا. نعم، ولكن اليوم هو 29 من أكتوبر. وأخذ أدموند يطالع الإعلان، بينما قالت الأم: ترى ما هو المقصود من هذا الإعلان؟ أعتقد أنه مجرد دعوة إلى لعبة الجريمة، وهي لعبة معروفة وطريفة يقوم بها البعض في الحفلات بصفة خاصة. وهل يتم الإعلان عن هذه اللعبة في الصحف؟ إنها المرة الأولى التي أطالع فيها إعلانا مثل هذا، كما إن مثل تيتا بلاكلوك سيدة رزينة، ربما نجح البعض في إغرائها. إننا من الأصدقاء المقربين لمس بلاكلوك، فأرجو أن تذهب معي. وفي منزل الكولونيل إستربروك دار حوار مشابه بين الكهل وزوجته التي طالعت بدورها هذا الإعلان،
وقرأته على مسامع زوجها الذي قال: من المؤكد أنها لعبة الجريمة التي تجري عادة في الحفلات، وهي من الألعاب الطريفة والمثيرة، بشرط أن يتم تنظيمها بطريقة جيدة حتى يتم إجراء قرعة بين اللاعبين لتحديد من يقوم بدور القاتل ومن يقوم بدور القتيل ومفتش المباحث، ولا يعرف المفتش شخصية القاتل، وعندما يلمس كتف القاتل يلقي بنفسه على الأرض، ثم تضاء الأنوار وتبدأ عملية البحث عن القاتل من خلال الأسئلة. أهم دور في هذه اللعبة هو دور المفتش. فقالت الزوجة وهي تبتسم: أعتقد أنك من يقوم بدور المفتش، فلديك خبرة طويلة في العمل مع البوليس، وكان من الضروري أن تقوم مس بلاكلوك باستدعائك لتساعدها في هذه اللعبة. إن لديها أقاربها ويمكنها أن تستعين بهم، مثل هذا الشاب الذي يدعى باتريك وأخته جوليا. أنا أعتقد أن هذا الإعلان من ابتكار باتريك. أرى أننا لابد أن نذهب، فنحن أصدقاء لمس بلاكلوك. إننا أصدقاء، ولكن لا داعي لذهابنا. كلا، يجب أن نذهب، فالحياة في هذه البلدة مملة للغاية، وهذه اللعبة ستكون مسلية دون شك، ولا تنسى أنهم قد يحتاجون إلى خبرتك. معك حق، لا بأس من الذهاب. كانت الآنستان مارغات رويد وصديقتها هينشليف أو هينش تقيمان معا في المنزل المعروف باسم بولدرز. وفي صباح الجمعة 29 من أكتوبر صاحت مارغا قائلة: أين أنت يا هانش؟ انظري، انظري هذا الإعلان العجيب. كانت مارغا قصيرة القامة بدينة تتمتع بوجه بشوش، أما صديقتها هانش فكانت طويلة القامة نحيلة يخلو وجهها من الجمال. أخذت مارغا تطالع الإعلان، وبعد أن انتهت قالت: هل سمعت؟ لا داعي للاندهاش يا مارغا، إن الأمر لا يعدو أن يكون حفلة سمر طريفة يمارس فيها الحاضرون لعبة الجريمة. لابد أن نذهب، ما رأيك؟ لا مانع لدي. في منزل قسيس البلدة الأب جوليان هارمون، قالت زوجته ميسيس هارمون وهما يتناولان طعام الإفطار: هل تصدق؟ سوف تقع بالبلدة جريمة قتل. وكيف علمت؟ من الجازيتيا. ثم تقدمت إليه بالجريدة وأشارت إلى الإعلان وهي تقول: اقرأ هذا الإعلان العجيب، إنه أعجب إعلان طالعته في حياتي. معك حق، إنها دعوة غريبة. ترى هل هذا من تدبير مس بلاكلوك؟ إنني لا أعتقد ذلك، ولابد أن كل هذه هي أفكار قريبها الشاب باتريك. للأسف أنك لن تكون هنا، ولكنني سأذهب لأشهد هذه اللعبة المثيرة وأخبرك بكل شيء عندما تعود. ولكنني أرجو ألا يقع الاختيار علي للقيام بدور القتيلة، فمن المؤكد أنني سوف أصرخ صرخة مدوية عندما يضع أحدهم يده على كتفي في الظلام وهو يهمس في أذني: عليك أن تموتي. بل إنني قد أموت بالفعل في هذه اللحظة. من الواضح أنك قررت الذهاب إلى هذه الحفلة. فابتسمت الزوجة وهي تقول: نعم، فهي على الأقل وسيلة للترفيه في هذه البلدة التي تخلو من الإثارة. حسنا، ولكن أرجو أن تكتفي بالمشاهدة فقط حتى تستمتعي بلعبة الجريمة، فإن المشاهدة عادة ما تكون أكثر إمتاعا. أما في منزل لتيتا بلاكلوك فقد كان الموقف عجيبا للغاية. كانت مس بلاكلوك التي تبلغ نحو 60 من عمرها تجلس إلى مائدة الإفطار وهي ترتدي ملابس تدل على الذوق الرفيع، وفي هذا الوقت كانت تطالع إحدى المقالات في صحيفة الديلي ميل، وبجوارها جلست قريبتها الشابة الحسناء جوليا وهي تطالع صحيفة التايمز، وأمامهما جلست صديقة مس بلاكلوك دورا باتر تطالع الجازيتا، وعلى حين فجأة هتفت: ما هذا الإعلان العجيب يا ليتي؟ هل قرأته؟ أي إعلان؟ إنه إعلان عجيب عن جريمة سوف تقع هنا بالمنزل. فتناولت ليتي الجريدة من صديقتها دورا وقرأت الإعلان، وعندما انتهت نظرت إلى باتريك وقالت: هل أنت الذي فعلت هذا يا باتريك؟ كلا يا عمتي،
إنني لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة. لقد ظننت أنها دعابة فكرت فيها يا عزيزي. وأنت يا جوليا؟ كلا بالطبع يا عمتي. فقالت دورا: ترى هل يمكن أن تكون هي ميسيس هايمس؟ لا أعتقد ذلك، فإنها لا تميل إلى هذا النوع من الدعابات السخيفة. قالت جوليا: ترى ما هو الغرض من هذا الإعلان الغريب يا عمتي؟ ما أعتقد أنها دعابة سخيفة، قام بتدبيرها إنسان سمج، ليتني أعرفه. فقالت دورا: ولكن الغريب في هذا الإعلان أنه حدد الساعة 6:30 موعدا للجريمة، ترى ماذا سيحدث في هذا الموعد؟ ضحك باتريك وهو يقول: إنه الموت، الموت اللذيذ. فنظرت إليه ميس بلاكلوك محذرة فقال: هل نسيت هذه الفطيرة اللذيذة التي تصنعها ميتسي والتي أسميها الموت اللذيذ؟ إننا نأكل منها بشراهة رغم دساماتها الشديدة مما يعرضنا للموت اللذيذ. غرقت ليتي في التفكير، فقالت لها دورا: ماذا سنفعل يا ليتي؟ لست أدري يا عزيزتي، ولكن من المؤكد أن عددا كبيرا من سكان البلدة سيحضرون إلى هنا قبل هذا الموعد بدافع الفضول، لابد أن نعد العدة لاستقبالهم. وغرقت ليتي في التفكير مرة أخرى وهي ترسم بعض الأشكال في ورقة أمامها. حاولت أن تتماسك أمام صديقتها دورا. كانت دورا صديقتها منذ أيام الطفولة، حيث كانت تتمتع بالجمال، فقد وهبها الله شعرا ذهبيا وعينين زرقاوين، ولكنها حرمت من الذكاء، فكانت دائما غبية بليدة الذهن، ولكن جمالها ومرحها كانا يعوضان غباءها. وبرغم هذا الجمال إلا أنها كانت لم تحقق نجاحا يذكر في الحياة، فلم تتزوج والتحقت بالكثير من الأعمال، ولكنها لم تحقق ما تتمناه. ثم تدهورت صحتها كثيرا ولم تعد قادرة على العمل، كما كان معاش الشيخوخة ضئيلا لا يفي بحاجتها. فتذكرت صديقة الطفولة لتيتا بلاكلوك وأرسلت إليها تطلب المعونة في هذه المحنة، فبادرت لتيتا بالسفر إليها وعادت وهي تصحبها، حيث عرضت عليها العمل والإقامة في منزلها ليتل بادوك. زعمت مثل تيتا أنها في حاجة إلى مدبرة للبيت، ولكنها ندمت بعد ذلك ندما شديدا، حيث كانت دورا شديدة الغباء أثارت الارتباك في شؤون البيت، وكان الوضع أفضل كثيرا قبل مجيئها. كانت تضع الأشياء في غير مواضعها ولا تعرف على وجه التحديد عدد الملابس المرسلة للغسيل أو التنظيف، أي أن مجيئها جعل أعباء ميس بلاكلوك تزداد كثيرا، ورغم ذلك فقد تمسكت بها ولم تفكر في الاستغناء عنها، فهي طيبة القلب، شديدة الإخلاص والوفاء، حافظة للجميل. قالت دورا: من الواضح أنك مضطربة بسبب هذا الإعلان. كلا، لا يوجد ما يدعو لذلك يا عزيزتي. فقالت دورا: نعم، فمن الواضح أن الأمر مجرد دعابة، دعابة سخيفة. إنها دعابة حقيرة، ولكنني أشعر بالخوف والقلق، ترى هل تشاركينني هذا الشعور يا ليتي؟ كلا، فلا أجد داعيا للخوف أو القلق، وكما قلت لك إنها مجرد دعابة حمقاء. ترى ماذا يحدث إذا لم تكن دعابة؟ وهنا شعرت ليتيتا بالقلق، ولكن دخول الطاهية ميتسي أنقذها من هذه الورطة. كانت الطاهية شديدة الاضطراب، وقالت على الفور: ميس بلاكلوك، سوف أرحل عن هذا المنزل، فلا أريد أن أموت كما مات كل أفراد أسرتي. لقد جئت إلى إنجلترا هربا من طغيان النازي، ولكنني أشعر أن عملاء الجستابو ما زالوا يبحثون عني. نعم، إن هذا الإعلان الغريب الذي نشر في الجازيتي اليوم ليس إلا خطة أعدت لقتلي، ولذلك سوف أذهب وأترك هذا البيت قبل الساعة 6:30. وكيف علمت أنهم يبحثون عنك؟ ولما لا تعتبرين الأمر مجرد دعابة كما اعتبرناها نحن؟ لا يمكن أن أعتبر أن ارتكاب جريمة قتل هي مجرد دعابة. هل يعقل يا ميتسي أن يعلن القاتل عن جريمته في الصحف؟ شعرت ميتسي بحماقتها فقالت: معك حق يا ميس بلاكلوك، ولكن ربما كانوا يريدون قتلك أنت. لا أعتقد أن هناك من يفكر في قتلي أو في قتلك، وإذا كنت تريدين الانصراف فأرجو أن تعدي لنا كمية من الطعام والشراب قبل أن يحضر الضيوف.
الفصل الثاني. واجهت ليتي الأمر الواقع بهدوء، فأصدرت أوامرها إلى ميتسي بإعداد كل شيء وتهيئة المنزل لاستقبال الضيوف المتوقع حضورهم قبيل هذا الموعد. كان منزلها متوسط الحجم، أنيق البناء، حسن التنسيق، وقد بني على الطراز الفيكتوري. أعدت قاعة الاستقبال للحفل الذي فرض عليهم، حيث وضعت أواني الزهور الجميلة فوق المناضد وفي الأركان، وكما تم وضع كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات على مائدة كبيرة تتوسط القاعة. وكان لمنزل ليتل بادوك مدخلان، أحدهما مدخل رئيسي يؤدي إلى الحديقة الصغيرة ثم إلى مدخل البيت، والثاني جانبي يؤدي إلى حديقة خلفية وإلى حظيرة الدواجن، ثم إلى ممر ضيق يؤدي إلى داخل البيت. ورغم البرودة التي بدأت تنتشر في الخارج، إلا أن النار لم تكن موقدة في قاعة الاستقبال. فقال باتريك لعمته: هل بدأت في استعمال جهاز التدفئة المركزي؟ إن الجو بارد جدا. نعم، لقد طلبت من إيفانز أن يقوم بتشغيل الجهاز قبل أن ينصرف، حيث كان الجو شديد البرودة. فقالت دورا بأسى: لقد فعلت بنا الحروب الأفاعيل، فقبلها كنا نحصل على ما نريد من الفحم للتدفئة دون بطاقات ولا كميات محدودة. فقالت جوليا سيمونز: أعتقد أنها كانت أياما رائعة، وكان كل شيء رخيصا وسهلا. قالت ميس بلاكلوك: كانت أفضل من هذه الأيام على كل حال. كنت أتمنى أن أعيش هذه الأيام يا عمتي، حتى لا أضطر للعمل الشاق من أجل الحصول على لقمة العيش، بل كنت سأبقى في البيت أعتني بالأزهار وأستمتع بالهدوء. فقالت لي تيتا بلاكلوك: لم يكن الأمر سهلا كما تعتقدين، فبالرغم من رخص الأسعار إلا أن النقود كانت قليلة للغاية، ولذلك كنا نضطر للعمل المضني، وقد عملنا أنا ودورا. ثم غادرت القاعة. فقال باتريك لدورا: لا فائدة من محاولة إقناع عمتي، إنها تتمتع بنشاط كبير وتحب القيام بكل أعمالها بنفسها مهما كانت مرهقة. فقالت جوليا: نعم، إن القيام بأعمال البيت هو أحد هوايات عمتي، ولكنك لم تحاولي مساعدتها يا جوليا، لأنها لا تحب أن يساعدها أحد أو أن يقوم بأعمالها. كما أنني أرتدي جوارب من النايلون قد تتمزق في حظيرة الدواجن، فتكون خسارتي فادحة. كانت ميتزي قد أخذت الجريدة التي بها الإعلان معها، وعندما فشلوا في العثور عليها أخذ كل منهم يحدث فيليبا عن هذا الإعلان، حتى عادت ميس بلاكلوك أخيرا وقالت: لقد أديت المهمة على خير وجه، إن الساعة الآن 6:30 ولابد أن الضيوف في طريقهم إلينا، إنني أعلم مدى الفضول الذي طبع عليه الناس هنا. قالت فيليبا: ولكن كيف يحضرون إلى هنا بناء على دعوة سخيفة كهذا؟ إن الأمر يبدو غامضا. إنها غريزة حب الاستطلاع يا عزيزتي، والتطلع إلى المجهول. فقالت جوليا: إن فيليبا لا تهتم بالناس مطلقا، ولا تحاول النفاذ إلى دخائل نفوسهم. ولم تعقب فيليبا على ذلك. نظرت ميس بلاكلوك إلى الطعام والشراب الذي تم وضعه على مائدة تتوسط القاعة، وقالت لباتريك: باتريك، أرجو أن تحمل هذا الطعام والشراب وتضعه في الجزء الخلفي من القاعة، حتى لا يظن أحد من الذين سيحضرون أنني كنت أتوقع حضورهم، فإنني لم أدعو أحدا إلى هنا. هل تريدين أن يشعر الجميع بأنك لم تتوقعي حضورهم؟ نعم، هذا ما أريده تماما. قالت جوليا: إنني أؤيد هذا الاقتراح يا عمتي، فلنتظاهر جميعا أننا نقضي سهرة عائلية هادئة، وإذا ما حضر أحد أظهرنا دهشتنا البالغة لحضوره. فتناولت ميس بلاكلوك زجاجة الشراب ونظرت إليها بقلق، فقال لها باتريك: لا داعي للقلق، إن بها كمية كبيرة تكفي الذين سيحضرون دون شك. قالت ميس بلاكلوك وهي مضطربة: نعم، ولكن أرجو أن تحضر زجاجة أخرى من الخزانة، ومعها فتاحة الزجاجات أيضا. وبعد أن عاد الشاب وهو يحمل الزجاجة والفتاحة، قال لعمته: هل تشعرين بالقلق من هذه الزجاجة التي سبق فتحها؟ ولكن جرس الباب أخذ يرن، فقالت: صحن، إن جيراننا قد بدأوا يتوافدون كما توقعت تماما.
وعندما فتحت الخادمة ميتسي الباب وجدت الكولينيل إستر بروك وزوجته، فقالت: مس بلاكروك، لقد حضر الكولينيل إستر بروك وزوجته لزيارتك. وحاولت أن تجعل الأمر في صورة زيارة عادية. قال الكولينيل: لقد كنا نمر بالبيت وقررنا أن نزورك، إننا نأسف لهذا الإزعاج، يبدو أنك بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي مبكرا يا مس بلاكلوك، إننا لم نفكر في تشغيل جهازنا حتى الآن. وقالت مس إستر بروك وهي تنحني على زهور الكريزني توم: ما أجمل هذه الزهور يا مس بلاكلوك. وانحنت أمام فيليبا هايمز رغم أنها تعمل كعاملة زراعية في حدائق قصر آلي لوكاس، ثم قالت لها: ترى ما هي الأحوال في حدائق قصر ميسيس لوكاس؟ لقد تم إهمالها فترة طويلة خلال الحرب وبعدها، ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، أليس كذلك؟ كلا، إنها تتحسن كثيرا. وبعد قليل أعلنت ميتسي حضور ميس هانش وصديقتها ميس مارغا ترويد، فقالت الأولى: لقد اقترحت على مارغا أن نزورك حتى نسألك بعض الأسئلة عن البط. وقالت مارغا لباتريك: ألم تلاحظ أن النهار قد بدأ يزداد قصرا؟ آه، ما أجمل زهور الكريزني توم. ثم قالت هانش: هل بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي يا مس بلاكلوك؟ إننا لم نستخدم جهازنا حتى الآن. إن منزلنا يتميز ببرودته دائما. غمز باتريك بعينيه متسائلا، فأشارت إليه مس بلاكلوك: كلا، ليس الآن. ثم دخلت مس سوتنهام ومعها ابنها آدموند وأخذت تدير عينيها في القاعة، ثم قالت: إن لديك الكثير من الضيوف، معذرة على حضورنا المفاجئ. ترى هل تريدين قطة؟ لقد وضعت قطتنا بالأمس. آه، ما أجمل زهور الكريزني توم هذا. ثم قال آدموند: من الواضح أنك تستعملين جهاز التدفئة المركزي، أليس كذلك مس بلاكلوك؟ فهمست جوليا في أذن أخيها قائلة: إنهم يتحدثون جميعا كالبغبغاوات. وأخيرا حضرت ميسيز هارمون وهي ترتدي ثوبا أنيقا، ثم قالت بصراحة مؤلمة: أنا قد حضرت، متى سوف تقع الجريمة؟ علت الدهشة وجوه الجميع وسارت بينهم بعض الهمسات الخافتة، فقد كانت ميسيز هارمون هي الوحيدة التي جرؤت على التحدث بصراحة وذكرت سبب مجيئها إلى ليتل بادوك بدون لف أو دوران كما فعل الآخرون. قالت ميسيز هارمون: لم يتمكن زوجي من الحضور فلديه موعد هام، ولكن أريد أن أعرف متى تقع الجريمة. ابتسمت ميس بلاكلوك وهي تنظر إليها ثم إلى ساعة الحائط وتقول بمرح مصطنع: إن كانت هناك جريمة ستقع فعلا فلابد أن يحدث ذلك بعد دقيقة واحدة، فالساعة الآن 6:30 إلا دقيقة، فهيا بنا نتناول الشراب خلال هذه الدقيقة. اتجه باتريك إلى الجزء الخلفي من قاعة الاستقبال ليجلب زجاجة الشراب، بينما ذهبت ميس بلاكلوك إلى المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة لإحضار السجائر التي كانت موضوعة في صندوق خاص بجوار الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسجي والأباجورة. قالت ميسيز هارمون لمس بلاكلوك: إنني الآن في حاجة إلى كأس من الشراب، ولكن هل تعتقدين أن هناك احتمال؟ إنني مثلكم جميعا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، حيث أن ولكن دقات الساعة التي تشير إلى الساعة 6:30 جعلتها تتوقف عن الحديث، وبحركة تلقائية اتجهت كل الأنظار نحو الساعة، وما هي إلا لحظات حتى انطفأت الأنوار فجأة وعم الظلام القاعة. ساد الجميع جو من الترقب والحذر والسرور والإثارة، كان الجميع يتساءلون: ترى ماذا سيحدث في اللحظة القادمة؟ لا شك أنها لعبة مثيرة وطريفة. ولكن دورا بانر قالت بصوت مرتعش: ما هذا؟ إني خائفة. وعلى الفور عبر بعضهم عن خوفه، وقالت ميسيس إستر بروك تخاطب زوجها: أين أنت؟ أريدك بجانبي الآن. آسفة،
يبدو أنني دست على قدم أحدكم. وفجأة فتح باب الغرفة بعنف، ورأى الجميع أضواء كشاف قوي يتحرك في جميع الاتجاهات وتتوقف لحظات على وجه كل منهم. ثم انطلق صوت رجل أجش وهو يقول: ارفعوا أيديكم إلى أعلى. فرفع الجميع أيديهم وهم يشعرون بالإثارة والسرور. وفجأة انطلقت رصاصتان سريعتان، وشعر الجميع أن الأمر قد تعدى حدود اللعبة وأصبح حقيقة. وارتفع صوت صراخ مروع، ثم استدار الشبح الأسود بسرعة واتجه نحو الباب، ولكن صوت طلقة ثالثة دوت، ثم وقع الشبح الأسود على الأرض وسقطت البطارية من يده، ثم غيم الصمت الرهيب لحظات على القاعة. عادت الحياة إلى القاعة بعد لحظات، فاختلط الحابل بالنابل، وكان الجميع يتحركون في الظلام ويصرخون ويطلبون إضاءة الأنوار. وقالت إحداهن: إنني واثقة أن هذه الطلقات النارية كانت حقيقية. وصرخت أخرى: إنني خائفة، أريد أن أخرج من هنا. وصاح صوت: أليس مع أحدكم عود من الثقاب؟ وبعد لحظات اشتعل عودان من الثقاب، وعلى ضوئهما رأى الجميع مس بلاكلوك تضع يدها على وجهها، بينما كان سائل قاتم يسيل على أصابعها. فقال الكولونيل مخاطبا آدموند: حاول أن تحرك مفتاح النور. لكن الشاب فشل في المحاولات، فأدرك الجميع أن هناك عطلا ما. ثم سمعوا صوت صرخات مروعة تأتي من إحدى الغرف يصاحبها ضربات هستيرية على هذا الباب. فقالت دورا وهي تبكي: يا إلهي، إنها ميتزي، ترى أيحاول أحد أن يقتلها الآن؟ وعلى الفور ورع كل من آدموند والكولونيل إستر بروك إلى هذا الباب، ولكنهما تعثرا في جثة ملقاة على الأرض. فقال الكولونيل: يبدو أنه شخص فاقد الوعي، ولكن ترى أين هذه المرأة التي تصرخ؟ في غرفة المائدة. وكانت غرفة المائدة تقع في الجهة المقابلة لقاعة الاستقبال. وقام آدموند بفتح الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح وهو يقول: من الواضح أن هناك شخصا ما أغلق الباب بالمفتاح من الخارج. كانت ميتسي في حالة يرثى لها من الاضطراب والرعب، وراحت تصرخ بقوة. فقالت لها مس بلاكلوك بحدة: كفي يا ميتسي، هل جننتي؟ ولكن ميتسي لم تكف عن الصراخ، فتقدم منها آدموند وصفعها على وجهها، فلزمت الصمت فورا. فقالت مس بلاكلوك: أحضر الشموع من دولاب المطبخ، وأنت يا باتريك عليك أن تصلح مفاتيح الكهرباء خلف المنزل. وعندما رأت ميتسي الدماء تغطي يد مس بلاكلوك صرخت قائلة: الدماء يا مس بلاكلوك، إن الدماء تغطي يديك، ولابد أن الرصاصة أصابتك. كلا، لقد جرحت الجزء الأسفل من أذني فقط. فقالت جوليا: لكن الدماء تتساقط منها بغزارة. نعم، إن هذا الجزء إذا ما جرح فإنه ينزف بغزارة. لقد أصبت بجرح مثل هذا وأنا صغيرة بوساطة مصفف الشعر، ودهشت لمقدار الدماء التي نزفت منه يومها. وبعد قليل تم إضاءة عدد من الشموع. فقال الكولونيل: هيا بنا حتى نرى الرجل المجهول الذي أحدث كل هذا. وعلى ضوء الشموع رأى الكولونيل هذا الشبح الذي كان يرتدي عباءة سوداء ذات غطاء للرأس مخروطي الشكل ولها قناع أسود، كما كان يرتدي قفازين سوداوين في يده، وبرزت من تحت غطاء الرأس قصلات من شعره الأصفر. حبس الكولونيل نبضه ثم قال: من الواضح أنه قتل نفسه، هل مات؟ نعم، ويبدو أنه انتحر، ربما تعثر في طرف عباءته الطويلة وانطلق المسدس رغما عنه فقتلته الطلقة. وفي هذه اللحظة أضيئت الأنوار مرة أخرى، وراح الجميع يحدقون النظر في هذه الجثة. رفع الكولونيل القناع عن وجه الشبح، وكان الجميع يترقبون في قلق شديد. وأخيرا صاحت دورا: ليتي، ألا تذكرين هذا الشاب؟ إنه يعمل كاتبا في فندق رويال سابا بمدينة ميندهام ويلز. إنه هو الذي زارك منذ أيام وطلب بعض المال ليعود إلى وطنه سويسرا، ولكنك رفضت معاونته.
يبدو أنه كان هنا من أجل... أرجو أن تذهبي مع فيليبا إلى غرفة المائدة حتى تتناولي قدحا من الشراب ليهدئ أعصابك، وأنت يا جوليا أرجو أن تساعديني في تضميد هذا الجرح. أما أنت يا باتريك فأرجو أن تسرع بإبلاغ البوليس. جلس مفتش المباحث ديرموند كرادوك أمام رئيسه جورج ريزدال الذي كلفه بالتحقيق في هذا الحادث. كان كرادوك يتميز بالبراعة والذكاء والدقة كما كان يتحلى بالصبر. قال كرادوك: تم إبلاغ الشرطي لييغ عن هذا الحادث وذهب إلى المنزل حيث وجده مزدحما. كان هناك 12 شخصا وبينهم امرأة ألمانية كادت تقع مخشيا عليها عندما رأتها. ومن هو القتيل؟ شاب سويسري يدعى رودي كيرز، وهو يعمل كاتب حسابات في فندق رويال سابا بمدينة ميدنهام ويلز. وأقترح بعد إذنك أن أذهب إلى هناك لأجمع عنه بعض التحريات ثم أعود بعد ذلك إلى بلدة شانغ كيلغورن. فوافق مستر جورج، وفي هذه اللحظة دخل عليه السيد هنري كالثينغ المدير السابق في سكوتلاند يارد. فقال جورج ريدزدال: مرحبا بك، لدينا جريمة من هذا النوع الذي يستهويك، إنها جريمة تم الإعلان عنها في الصحف. وبعد أن اطلع الرجل على الجريدة قال: يا لها من طريقة مبتكرة تماما، ولكن هل عرفتم من الذي نشر هذا الإعلان؟ كان رودي كيرز، هو الذي سلم الصيغة إلى إدارة الإعلانات بالجريدة. ومن الواضح أن الموظفة المتخصصة لم تنتبه إلى غرابة الإعلان. وهل توصلتم إلى الغرض من نشر الإعلان؟ ربما كان الغرض هو جمع عدد كبير من سكان هذه البلدة في منزل ليتل بادك حتى يمكن سرقة كل ما معهم من أموال وحلي وغيرها. وماذا لديك من معلومات عن بلدة شينغ كاليغورن؟ إنها بلدة صغيرة يوجد بها بعض الشوارع والمتاجر الكبرى، وتوجد أيضا بعض المقاهي، وقد تحولت معظم أكواخها إلى منازل جميلة للعوانس والمتقاعدين والعجائز. وهناك العديد من المنازل التي شيدت على الطراز الفيكتوري، أي أنها تعتبر مركزا لتجمع المحالين على المعاش والمتقاعدين. ومن الطبيعي أن هؤلاء يتمتعون بفضول شديد دفعهم للذهاب إلى المنزل ومعرفة ما سوف يحدث. إنني أتمنى أن تكون إحدى النساء العجائز هنا في هذا الوقت، إذن لاستطعت أن تميط اللثام عن هذه الألغاز. ومن هي هذه المرأة؟ إنها أبرع امرأة عملت بالمباحث، فلديها مواهب عظيمة في التحري والاستنتاج، فإذا عجزت عن التوصل إلى كشف أسرار هذه الحادث فيمكنك استدعاؤها، وستدهش عندما تخبرك بكل التفاصيل التي لم تكن تتخيلها وتشرح لك الأسباب. إنها تدعى ميس ماربل. ولكن هل ترى، هل كان مع الذين حضروا إلى المنزل مبالغ كبيرة أو حلي ثمينة؟ كلا يا سيدي. هل كانت ميس بلاكلوك تحتفظ في منزلها بأموال كثيرة؟ كلا، ليس أكثر من 5 جنيهات. ربما فعل هذا الشاب ما فعل بدفع حب المغامرة، ولكن ترى كيف قتل نفسه؟ لم نستدل بعد على الطريقة التي مات بها، هل هي قتل أم انتحار؟ ولكن التقرير الطبي أثبت أن الرصاصة القاتلة انطلقت من مكان قريب جدا، فربما أطلقها شخص ما، وربما تعثر الشاب وسقط على الأرض فانطلقت الرصاصة وقتلته. عليك يا كرادوك أن تستجوب الشهود بكل دقة. قال كرادوك: ولكنني أخشى أن أجد اختلافا كبيرا في أقوالهم كما يحدث دائما. وماذا عن المسدس؟ إنه ليس إنجليزي الصنع، ولم نجد مع رودي كيرز ترخيصا بحمله، كما أنه لم يكن يحمله عندما جاء إلى إنجلترا، لقد كان شابا فاسدا سيء السمعة. ذهب المفتش كرادوك إلى مدير الفندق الذي قال: مرحبا بك يا سيد المفتش، في الحقيقة أن هذا الحادث عجيب ولم أكن أتخيل وقوعه. إن رودي كيرز كان شابا هادئا للغاية. منذ متى وهو يعمل بالفندق؟ منذ حوالي 3 شهور وهو يحمل شهادات طبية. ترى هل كان يؤدي عمله بكفاءة؟ أعتقد ذلك، ولكن ربما لجأ في مرات قليلة
إلى التلاعب في بعض الفواتير، فأخذ من النزلاء مبالغ كبيرة وسجل في الدفاتر مبالغ أقل. وعندما شعرت بالقلق عهدت إلى البعض بمراجعة الدفاتر، ولكنهم وجدوها صحيحة. لكنه قد يكون معتادا على الاقتراض من خزينة الفندق ورد المبالغ خفية دون أن يشعر أحد. ترى هل كان مرتبطا بعلاقة عاطفية مع فتاة ما؟ نعم، كان على علاقة مع فتاة تعمل بالمطبخ تدعى ميرنا هاريس. أرجو أن تسمح لي بمقابلتها. بعد قليل كان المفتش كرادوك يتحدث إلى ميرنا هاريس، وهي فتاة رائعة الجمال واسعة العينين، وقد لمح المفتش فيها دلائل الخوف والقلق، وقالت: صدقني يا سيدي، إنني لا أعرف عنه أي شيء ولا أتخيل أن يفعل كل هذا. يا إلهي، من كان يصدق أن يقوم رودي الهادئ الوديع بكل ذلك؟ كان من الواجب على مدير الفندق أن يدقق في اختيار موظفيه، فربما كان هذا الشاب عضوا في عصابة خطيرة. كلا، لقد كان يعمل بمفرده. إنني لا أكاد أصدق أن رودي كيرز مجرم محترف. فبعد أن علمنا بما فعل تذكرنا تلك الأشياء الصغيرة التي كانت تختفي دائما دون أن نعثر لها على أثر، مثل خاتم ذهب أو حلية مقلدة وبعض المبالغ المالية الصغيرة. لم يكن أحد يتخيل أن رودي هو السارق، ولكننا الآن قد أصبحنا واثقين من ذلك للأسف. ترى ما هي عمق الصداقة بينكما؟ كنا نخرج مع بعض إلى دور السينما وإلى حفلات الرقص حيث كان راقصا بارعا. كنا أصدقاء، وكنت أشعر بالميل إليه لرقته وخفة ظله. هل تحدث معك عن مس بلاكلوك؟ كلا، لم يحدثني عنها مطلقا، ولكنها كانت تأتي إلى هنا لتتناول طعام الغداء، ولا أعتقد أن رودي كان يعرفها. ترى هل تحدث عن بلدة شينغ كاليغورن أمامك؟ كلا، لكنه سأل في إحدى المرات عن مواعيد قيام بعض السيارات العامة التي تمر بهذه البلاد، ولم يستطع المفتش أن يحصل على أكثر من ذلك. الفصل الثالث. توجه المفتش كرادوك بعد ذلك إلى منزل ليتل بادوك، حيث وجد السيرجنت فيلتشر في انتظاره وقال له: لقد انتهينا يا سيدي من فحص مسرح الجريمة، ولم نجد أي بصمات لرودي كيرز، ولم نجد ما يدل على أنه دخل المنزل عنوة، فجميع الأبواب والنوافذ سليمة، وعرفنا من ناظر المحطة أن رودي وصل إلى هنا في حوالي الساعة 6، وأعتقد أنه دخل من الباب الرئيسي للمنزل، حيث ذكرت مس بلاكلوك أنهم لا يغلقون البوابة بالريتاج إلا في آخر الليل، ولكن رغم ذلك فالخادمة تقول إن الباب كان مغلقا من الداخل. إن هذه الخادمة متوترة الأعصاب للغاية ولا تريد أن تتعاون معنا، ولقد تحققنا من سلامة جهاز التدفئة المركزي، ولم نعثر على الوضع الذي كان السبب في عطل الكهرباء. ومن العجيب أن لوحة الكهرباء توجد في ممر يقع خلف دورة المياه، للوصول إليه لا بد من المرور على المطبخ، ويكون المرء بذلك عرضة لأن تراه هذه الخادمة الشرسة. هل كانت بالمطبخ عندما جاء؟ ربما كانت مشتركة معه. إنني أستبعد هذا، ولا يمكنني أن أشعر بالثقة فيها أبدا. وعندما قرع السيرجنت فليتشر الباب فتحت له جوليا، حيث رحبت به وبالمفتش وقالت: عمتي ليتي، إن هذا هو المفتش كرادوك، لقد رفضت ميتسي أن تفتح الباب وهي الآن تنتحب في المطبخ، إنها لا تحب رجال البوليس. أخذ كرادوك يتأمل لتيتا بلاكلوك بقامتها الطويلة وشعرها الرمادي وملابسها الأنيقة وملامحها التي لا تخلو من الجمال رغم بلوغها 60، وتدل على ذكائها وقوة إرادتها. كان هناك ضمادات على أذنها، كما كانت تحيط عنقها بعقد من اللؤلؤ المزيف الرخيص، كان عقدا ضخما من 3 أدوار. وتعجب المفتش عن هذا التناقض الصارخ بين أناقة الثياب ورخص العقد، وقال لنفسه: ربما كانت إذكارا من أيام شبابها. كانت تقف خلفها دورا بانر التي عرفها المفتش من خلال تقرير الشرطي ليغا. وبعد أن تبادل المفتش كرادوك معها التحية،
أخذ يدور بعينيه في أنحاء الغرفة، ولاحظ الفرق بين زهور الكريزنيتوم الناضرة الجميلة وزهور البنفسج الذابلة، وتعجب من ذلك. لماذا لم تتخلص مس بلاك لوك من هذه الزهور الذابلة التي تتناقض مع مظهر البيت الأنيق المنظم بعناية؟ قال: هل كانت هذه الغرفة هي مسرح الحادث؟ نعم. فقالت دورا: لقد كانت مقلوبة رأسا على عقب بعد الحادث، وقد أحرق أحد المدعوين منضدة بسيجارته كما تبعثرت قطع الأثاث. فقطعتها مس بلاك لوك بحدة: إن المفتش كرادوك لا يهتم بهذه التفاصيل التافهة يا دورا، فلا تضيعي وقته. أشكرك يا سيدتي. ترى متى رأيت هذا الشاب رودي كيرز أول مرة؟ هل كان اسمه رودي كيرز؟ لقد رأيته لأول مرة في مدينة ميدنهام، حيث ذهبت مع مس دورا بانر لشراء بعض المستلزمات، وفي طريقنا لمغادرة فندق رويال سبا بعد أن تناولنا طعام الغداء سمعنا صوتا ينادي مس بلاك لوك. إنني ربما لا أتذكره الآن، فهو ابن صاحب فندق دي ألب بمونتري، وهو الفندق الذي أقمت به لمدة عام أثناء الحرب، وكان معي شقيقتي. وهل تذكرته؟ كلا، وأعتقد أنه لم يذكر الحقيقة، وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها، ولكني رغم ذلك ترفقت به وسألته عن أحواله، فقال إنه سعيد هنا وإن أباه أرسله إلى إنجلترا لدراسة الفنادق. ومتى رأيته للمرة الثانية؟ كان ذلك منذ حوالي 10 أيام، حيث جاء لزيارتي بدون موعد سابق، وقال إنه لا يعرف أحدا غيري في إنجلترا، ولهذا فهو يطلب مبلغا من المال ليسافر إلى سويسرا لأن والدته مريضة وحالتها خطيرة. أرجو ألا تظن أنني إنسانة قاسية القلب. كلا، فلدي خبرة طويلة بالحياة من واقع عملي مع أحد كبار رجال الأعمال، وخلال هذه الفترة سمعت الكثير من هذه الحكايات المزعومة عن مرض الأم والأبي وغيرها من الحكايات الملفقة من أجل الحصول على المال. ومن الغريب حقا أن هذا الشاب لم يطلب المال إلا مرة واحدة فقط، وعندما رفضت لم يكرر الطلب كما لو كان على ثقة من أنه لن يحصل على شيء. ترى هل حضر من أجل دراسة ما داخل المنزل ومخارجه؟ إنني الآن واثقة من هذا، فقد أخذ يجوب بعينيه في غرفة المائدة ثم حرك الرتاج بيديه وهو يخرج من الباب الأمامي، وأعتقد أنه كان يختبر قوته. إننا لا نغلق الباب بالرتاج إلا في آخر الليل. والباب الجانبي الذي يؤدي إلى الحديقة الخلفية، لقد دخلت من هذا الباب لأعيد البط إلى حظيرته قبل وقوع الجريمة بقليل. وهل كان الباب مغلقا؟ لا أذكر، ولكنني أغلقته بالرتاج بعد أن انتهيت من إدخال البط إلى حظيرته. من الجائز أن يكون رودي قد دخل من الباب الخارجي قبل الموعد المحدد واختبأ في مكان ما بالمنزل، فإنكم لا تغلقون الباب الخارجي بالرتاج من الداخل. ولكن الذي يحيرني هو لماذا يفعل كل ذلك، ولماذا يقتحم منزلي بهذه الطريقة المسرحية العجيبة؟ إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء. ربما كان يعتزم السرقة. كلا، الجميع يعرفون أنني لا أحتفظ بمنزلي بأكثر من 5 جنيهات، كما لا توجد أي أشياء ثمينة بالمنزل. وهنا صاحت دورا بانر: لا أظن أن هذا الشاب كان يقصد السرقة. كلا، أعتقد أنه كان يريد أن ينتقم منك يا ليتي، فأطلق عليك النار مرتين. حسنا، سوف نحاول معرفة هدفه من الاقتحام بعد ذلك، ولكنني الآن أريد أن أعرف تفاصيل حادث الاقتحام. في تمام الساعة 6:30 انطفأت جميع الأنوار فجأة. ألم يصاحب ذلك حدوث بعض البريق أو الشرر الخاطف؟ نعم، لقد لمحنا شررا خاطفا في موضع ما بالغرفة، وسمعنا صوت فرقعة خفيفة مما يدل على احتراق أحد وصلات الكهرباء، ثم فتح الباب وهو الباب الثاني الذي يقع في نهاية الغرفة، وكان هذا الباب مغلقا منذ فترة طويلة ولا يستعمله أحد. ثم ظهر رجل يضع قناعا أسود على وجهه ويحمل على يده بطارية قوية،
وأمرنا أن نرفع أيدينا فوق رؤوسنا، وكان يحمل مسدسا في يده الأخرى، وتخيلنا جميعا أن الأمر مجرد دعابة. وهل رفعتم أيديكم جميعا؟ فقالت دورا بنار: نعم، لقد شعرت وقتها بالخوف الشديد. فقالت مس بلاكلوك: ولكنني لم أرفع يدي، حيث كنت أعتقد أن الأمر مجرد دعابة فقط، حتى وجدته يسلط ضوء بطاريته القوية في عيني، ثم شعرت بالطلقات النارية تدوي فوق رأسي، وشعرت بألم حاد في أذني. عقب ذلك صراخ إحدى السيدات. لا أذكر ما حدث بعد ذلك على وجه التحديد، حيث شعرت بآلام رهيبة، ولكنني رأيت هذا الشبح الأسود يدور حول نفسه، وفجأة انطلقت رصاصة ثالثة فسقط على الأرض، وسقط مسدسه بجانبه، وسادت حالة من الفزع والذعر بين الجميع. وعندما انطفأت الأنوار: أين كنت تقفين يا مس بلاكلوك؟ فقالت دورا بانر: كانت واقفة بجانب المنضدة التي تتوسط القاعة، وكانت تمسك في يدها بالوعاء الذي يحتوي على زهور البنفسج. فقالت مس بلاكلوك: لقد كنت واقف في وسط القاعة، وكنت أمسك بصندوق السجائر الفضي. ثم أخذ المفتش كرادوك يفحص الموضع الذي اخترقته الرصاصتان في الجدار، أما الرصاصتان فقد أرسلت إلى المعمل للفحص. فقال المفتش: من المؤكد أنك نجوت من الموت بمعجزة. فقالت دورا: نعم، كان من الواضح أنه يريد قتلها، فبعد أن تفحص وجوهنا جميعا ببطاريته توقف عند ليتي ثم أطلق الرصاص، ويبدو أنه قتل نفسه بعد أن عجز عن قتلها. عندما قرأت هذا الإعلان العجيب في الصباح يا مس بلاكلوك، ألم تشعري بالقلق؟ فقالت دورا: لقد حاولت أن تبدو أمامنا قوية متماسكة، ولكنني كنت واثقة أنها تشعر بالقلق الشديد، فقد لاحظت أمارات القلق على وجهها. إنني لا أعرف ماذا يكون الوضع إذا أصابتك الرصاصتان في مقتل. فقالت مس بلاكلوك تهدئ من روع صديقتها المخلصة: لا داعي للقلق يا دورا، لقد انتهى كل شيء على خير، ولا تنسي أنني أعتمد عليك في كل شؤون المنزل. أرجو ألا تنسي التخلص من هذه الزهور الذابلة معك، فإنني لا أحب رؤية الزهور الذابلة. إن هذا شيء عجيب يا ليتي، لقد اقتطفت هذه الزهور بالأمس فقط، ومن المعتاد أن تظل على نظارتها يومين أو ثلاثة، ولكن يبدو أنني نسيت أن أضع ماء في الإناء، هكذا أنا دائما أنسى كل شيء. وبعد أن انصرفت قالت ليتي: إن أعصابها متوترة دائما. ترى هل لديك أسئلة أخرى يا سيدي؟ من يقيم معك في المنزل؟ عدا أنا ودورا يقيم معي اثنان من أقاربي، وهما باتريك وجوليا سيمونز، وهما يقيمان بصورة مؤقتة، أمهما ابنة عم أبي، وهناك فيليبا هايمر، وهي لا تحضر إلا للمبيت فقط، حيث تعمل بستانية لدى آلي لوكاس، وليس لديهم مكان لإيوائها، هي فتاة على خلق قويم. أما عن الخدم فهناك بستاني يحضر يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وخادمة تدعى ميسز هيغنر تحضر للتنظيف في الصباح 5 أيام في الأسبوع، وأخيرا الطاهية الألمانية اللاجئة ميتسي، وهي متوترة الأعصاب دائما، ولا تقلق إذا واجهتك بعض المتاعب أثناء استجواب ميتسي، فهي تميل إلى الكذب والمبالغة في أحيان كثيرة. عقب ذلك حضرت جوليا وجلست أمام المفتش باتريك الذي سألها عن الحادث، فقالت: في تمام 6:30 مساء كنا نقف جميعا في هذه القاعة، وبمجرد أن دقت الساعة حتى انطفأت الأنوار فجأة، ثم دخل شبح يحمل في يده بطارية قوية، وكان وجهه مقنعا، طلب إلينا أن نرفع أيدينا عاليا، وحتى هذه اللحظة كنا نظن الأمر مجرد دعابة، ولكن عندما سمعنا طلقات الرصاص انتابنا الرعب. هل تذكرين أين كان الضيوف وقت الحادث؟ كنا جميعا نقف في الغرفة، ميسز هارمون كانت جالسة على الأريكة، وميس هانش كانت تقف بجوار المدفأة التي لم تكن تعمل، وأعتقد أن باتريك كان قد ذهب إلى الجزء الخلفي من الغرفة لإحضار بعض الشراب، وربما تبعه الكولونيل إستر بروك.
لكن القاعة هي عبارة عن غرفة واحدة حاليا، حيث كانت غرفتين منفصلتين قبل أن تزيل عمتي ليتي الجدار الفاصل بينهما وتحولهما إلى قاعة كبيرة للاستقبال كما ترى. وأنت أين كنت في هذه اللحظات؟ كنت أقف بجوار النافذة، أما عمتي ليتي فقد ذهبت لإحضار بعض السجائر من فوق المنضدة التي تتوسط الغرفة. ماذا كان الرجل يفعل بالبطارية التي كان يحملها؟ كان يسلطها في عيوننا جميعا حتى لم نكد نرى شيئا عقب ذلك. كيف كان يحرك الكشاف؟ كان يحركه كأنه كشاف يجوب السماء بحثا عن طائرات معادية، وعقب ذلك سمعنا صوت الرصاصتين، ثم سمعت صرخة ميتسي، وبعدها سقطت البطارية منه ودوى صوت طلقة ثالثة، فسقط الرجل على الأرض وأغلق الباب دون تدخل أحد، وساد الظلام وارتفعت الأصوات. هل تعتقدين أنه قتل نفسه عامدا أم بطريق الخطأ؟ لست أدري، لقد ظننت أن الأمر مجرد لعبة مثيرة. هل كان يقصد قتل عمتك؟ هل كان ضوء الكشاف على وجهها عندما أطلق الرصاصتين؟ إنني لم أكن أنظر إلى عمتي وقتها، ولا أعرف لماذا يقتلها بهذه الصورة العجيبة. فلماذا لا يكمن لها في المزرعة مثلا ويطلق عليها الرصاص؟ عقب ذلك ذهب المفتش كرادوك وسيرجن فيلتشر إلى المطبخ، حيث وجدا ميتسي مشغولة بإعداد الطعام، وما كادت تراهما حتى انقلبت سحنتها وأصبحت كالنمرة الشرسة، وقالت للمفتش: لا داعي لي أن تتعب نفسك، فلن أقول أي شيء. من الأفضل لك أن تجيبي على كل الأسئلة حتى لا نضطر إلى إلقائك في السجن. ليتني كنت تركت العمل هنا بعد أن طلعت هذا الإعلان. أعرف أنهم يخططون لقتلي، وطوال اليوم كنت أسمع أصواتا غريبة وأرى حركات مريبة. رأيت فيليبا هايمر تدخل من الباب الخلفي وقالت إنها لا تريد أن تلوث السلم الأمامي النظيف بحذائها الملوث بالطين. لست أثق في هذه الفتاة، إنها تشبه النازيين بعينيها الزرقاوين وشعرها الأصفر. كان الضيوف يتوافدون علينا وكنت أفتح لهم الباب، ثم ذهبت بعد ذلك إلى غرفة المائدة لتلميع الفضيات، وعندما سمعت صوت الطلقات النارية انتابني الرعب وأخذت أصرخ بكل قوتي. وعندما حاولت الخروج من غرفة المائدة وجدت الباب مغلقا من الخارج، فازداد خوفي وفزعي وكدت أجن، فلابد أنهم نجحوا أخيرا في اصطيادي. وأخيرا فتح الباب وأضيئت الشموع. شكرا، إن هذا يكفي تماما. وفي الصالة وجد شابا طويل القامة يتمتع بوجه وسيم، أدرك المفتش أنه باتريك، وبعد تبادل التحية والسؤال عن البيانات العادية وعن تفاصيل خدمة باتريك في القوات البحرية خلال الحرب، قال الشاب: طلبت مني عمتي أن أفتح زجاجة جديدة من الشراب، كان لدينا زجاجة أخرى مفتوحة ولم يكن بها إلا نصف الكمية. هل كانت عمتك تشعر بالقلق؟ كلا، كانت ميس دورا بانر هي التي تبدو في غاية القلق طوال اليوم. هل سبق أن رأيت رودي كارس؟ كلا، لم أره إلا بعد أن مات. وبخصوص الحادث فقد انطفأت الأنوار ودخل الغرفة شبح أسود مقنع، وأنا في الجزء الخلفي من الغرفة وكنت أهم بالتصدي له، ولكنه أطلق النار من مسدسه ثم سقط على الأرض وحدث هرج ومرج. ترى هل كان يقصد قتل عمتك؟ لا أعرف، ولكن هذا الشاب لا يبدو عليه أنه قاتل، إنه مجرد لص حقير. الفصل الرابع. عرف المفتش كرادوك من البستاني العجوز أن ميس بلاكلوك لا تحتفظ في منزلها بنقود أو حلي ثمينة، وأن جميع أهل البلدة يعرفون ذلك، وبالتالي فلا يمكن أن يفكر أحد في سرقتها. ثم ذهب بعد ذلك إلى فيليبا هايمر، وكانت تعمل في حدائق آلي لوكاس. وجدها تعمل في حدائق التفاح، رآها راح يتأملها. كانت زرقاء العينين ذهبية الشعر طويلة القامة في نحو 23 من عمرها، ولاحظ المفتش أن وجهها ينم عن الحزن الدفين. وبعد أن تم التعارف بينهما
سألها المفتش عن معلوماتها بخصوص الحادث، فقالت: لقد تركت عملي هنا في حوالي الساعة السادسة، ثم دخلت إلى منزلي مس بلاكلوك من الباب الخلفي حتى لا ألوث الدرج النظيف بالطين العالق بحذائي، وقد أغلقت الباب بالريتاج بعد دخولي. هل أنت واثقة من ذلك؟ نعم. ثم صعدت إلى الطابق الثاني فاغتسلت وبدلت ثيابي، وعندما هبطت إلى القاعة في حوالي السادسة والربع فوجئت بهذا الإعلان الغريب. وفي تمام السادسة والنصف كنت واقف بجوار المدفأة وأبحث عن قداحتي، ثم انطفأت الأنوار فجأة وظهر شخص يحمل بطارية قوية ومسدسا وأمرنا أن نرفع أيدينا، ولكنني لم أرفع يدي فقد كنت متعبة وأشعر بالملل ولا أميل إلى مثل هذه الدعابات السخيفة، ولكن عندما انطلق الرصاص شعرت بالخوف وسقط الرجل على الأرض، ثم سقطت منه البطارية وانطفأت، وعقب ذلك سمعت صرخات مروعة عرفت أنها صرخات ميتسي، ثم سقط هذا الشخص بعد أن انطلقت رصاصة ثالثة. هل سبق أن رأيت رودي كيرس؟ كلا، لم أره من قبل. هل تعتقدين أنه انتحر أم أن الرصاصة انطلقت من مسدسه بطريق الخطأ؟ لا أدري، ولست أدري لماذا فعل كل هذا، فلا يوجد بالمنزل أي شيء يستحق السرقة. قالت ميسيس سوتنهام: في الحقيقة كان الموقف رهيبا، كنا في البداية نشعر بالسعادة والإثارة، ولكن عندما انطلق الرصاص شعرنا بالخوف الرهيب. أين كنت في هذه اللحظة؟ كنت واقف في وسط الغرفة أتبادل الحديث مع الكولونيل إستر بروك، كنت واقف بالقرب من ساعة الحائط. هل سلط الرجل الضوء على وجهك؟ نعم، وفقدت الرؤية بعدها لعدة ثوان. هل كان يحرك الضوء في الغرفة؟ في الواقع إنني لا أتذكر. أدموند، هل كان الرجل يفعل ذلك؟ فقال أدموند: نعم، إنه كان يحركه ببطء، وأعتقد أنه كان يفعل ذلك حتى يرى ماذا يعمل كل منا حتى لا يهاجمه أحد. وماذا كنت تفعل يا مستر ستنهام؟ كنت أتبادل الحديث مع جوليا وكنا نقف في منتصف الغرفة. هل كنتم جميعا تقفون في الجزء الأمامي من الغرفة؟ أعتقد أن فيليبا هايمز كانت تقف في الجزء الخلفي بجوار المدفأة وكأنها تبحث عن شيء ما. هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد قتل نفسه؟ لا أدري، لقد استدار بسرعة بعد أن أطلق الرصاصة، وفجأة سمعنا صوت الطلقة الثالثة، ثم سقط على الأرض وبجانبه الكشاف والمسدس، وسمعنا صرخات مروعة مصدرها ميتسي. قال المفتش كرادوك: كنت أنت الذي فتحت لها باب غرفة المائدة، أليس كذلك؟ نعم، حيث كان الباب مغلقا من الخارج. لم يكن الحديث مع الكولونيل إستر بروك مفيدا على الإطلاق، حيث أخذ الرجل يثرثر طويلا بلا انقطاع ويتحدث عن العوامل النفسية التي دفعت رودي كيرس لفعل ذلك وعن تأثيرات الأفلام البوليسية عليه، بالإضافة إلى ضرورة وجود مركب نقص في شخصيته، ولذلك فإنه قام بهذه الجريمة بطريقة مسرحية حتى يلفت إليه الأنظار، ولكنه فقد أعصابه في اللحظات الحاسمة وأطلق النار على نفسه، فبعد أن أدرك أنه تورط في إصابة شخص ما أفاق على الحقيقة الأليمة وأدرك صعوبة موقفه فقتل نفسه. وأين كنت تقف في هذه الأثناء؟ كنت واقف مع زوجتي قريبا من المنضدة التي تتوسط الغرفة. فقالت الزوجة: عندما انطلق الرصاص تعلقت بزوجي. أما هانش فقد قالت إنها لم ترى هذا الشاب من قبل ولا تعرف أي شيء عن دوافعه لارتكاب الجريمة. فقال لها المفتش: ترى أين كنت عندما وقعت هذه الأحداث؟ كنت أقف في الجزء الأمامي من غرفة بجوار المدفأة. ترى هل كان الشاب يطلق النار جزافا أم كان يقصد شخصا بعينه؟ وكيف أعرف؟ لقد كنت أظن أن الأمر مجرد دعابة دبرها باتريك سيمونز. ولماذا باتريك؟ لأنه الشاب الوحيد في المنزل، وهذه الدعابات المثيرة لا تصدر إلا عن الشباب. وما رأي مارغا ترويد صاحبتك في ذلك؟ يمكنك أن تسألها. قالت مارغا:
كنت في هذا الوقت أتأمل بإعجاب زهور الكريزني توم، وشعرت بالقلق عندما انطفأت الأنوار، وتحول هذا القلق إلى رعب شديد عندما انطلق الرصاص. أما صوت ميتسي فقد أصابني بالفزع، لأنني تخيلت أن هناك من يحاول قتلها. فشكرهما المفتش وانصرف. وأخيرا ذهب إلى ميسيس هارمون زوجة القسي، التي قالت: عندما انطفأت الأنوار كنت أجلس على الأريكة وشعرت بالخوف، فوضعت يدي على عيناي، وعندما دوى صوت الرصاص شعرت بالرعب، وكدت أقع مخشيا علي عندما سمعت صرخات تلك المرأة. لم أفتح عيني إلا عندما أضيئت الأنوار مرة أخرى، حيث رأيت هذا الشاب جثة هامدة. يا له من مسكين، رأيت الدماء تنزف بغزارة من أذن مس بلاكلوك. إنني لا أجد تفسيرا لكل هذه الأحداث الغريبة. جمع المفتش كرادوك كل ما لديه من أوراق وتحقيقات، وذهب بها إلى رئيسه مستر ريدزدال، وكان قد فرغ للتو من مطالعة البرقيات التي وردت إليه من سويسرا بخصوص رودي كيرز. قال للمفتش: إن تقرير البوليس السويسري يؤكد أن للشاب عددا من السوابق في جرائم السرقة الصغيرة والاختلاس والتزوير في الأوراق الرسمية والشيكات، أي إنه كان يميل للإجرام بطبيعته. نعم، ولكنها جرائم صغيرة وليست سرقات بالإكراه أو قتل. إن الجرائم الصغيرة تؤدي إلى الجرائم الكبيرة، أليس كذلك؟ ربما. أخذ مستر ريدزدال يطالع أقوال الشهود بعناية، وبعد أن انتهى قال: من الواضح أنهم متفقون في أقوالهم رغم بعض الاختلافات البسيطة بينهم، لقد رسموا للحادث صورة واضحة، ولكنني أعتقد أنها واضحة بما يكفي لفهم كل شيء يا سيدي. هل تعتقد أن بعضهم قد أخفى معلومات هامة عنك؟ أعتقد ذلك. فعلى سبيل المثال، لا أظن أن هذه المرأة التي تدعى ميتسي قد ذكرت كل ما لديها. ترى هل اشتركت مع الشاب في تدبير هذا الحادث؟ فقامت بإدخاله إلى المنزل وإخفائه حين يعين موعد التنفيذ؟ إنني أفكر في هذا الاحتمال، كما أعتقد أيضا أن بالمنزل أشياء ثمينة تستحق السرقة رغم نفي مس بلاكلوك. ولفت نظري أيضا أن مس دورا بانر قالت إن رودي قد تعمد إطلاق النار على مس بلاكلوك ليقتلها. لا يمكننا أن نعتمد على أقوال دورا، فهي كما علمنا مضطربة الأعصاب دائما، ولعل السؤال الذي يلح على الأذهان هو: لماذا يقتلها هذا الشاب؟ ما هو الدافع لذلك؟ للوهلة الأولى لا أجد أي سبب لذلك، إلا إذا كانت مس بلاكلوك قد أخفت عنا بعض الحقائق. إنني أعلم أن القضية محيرة، ولكن لا داعي للقلق، سوف نذهب مع السير هنري لتناول طعام الغداء في فندق رويال سبا، وهناك ستجد مفاجأة في انتظارك، حيث تلقيت. وفي هذه اللحظة دخل السير هنري فقال ريدزدال: لقد كنا نتحدث عنك يا سير هنري، لقد تلقيت رسالة هامة من أجلك، هل تعرف من الذي أرسلها؟ إنها مرؤوستك القديمة التي تقيم حاليا في فندق رويال سبا. فهتف السير هنري: لابد أنك تعني مس ماربل، إنها كالكلب البوليسي الذي يشم رائحة الجريمة على بعد أميال، ولكن لماذا تحملت كل هذا العناء وتركت منزلها؟ كان المفتش كرادوك يتخيل مس ماربل امرأة طويلة القامة نحيفة صارمة الملامح، ولكنه وجدها في الحقيقة على عكس ذلك تماما، كانت قصيرة القامة نحيلة الجسد في نحو 55 من عمرها، تبدو علامات الطيبة والهدوء على وجهها. عندما دخل الثلاثة إلى قاعة الاستقبال في فندق رويال سبا، كانت مس ماربل تجلس في مقعدها وهي مشغولة بغزل الصوف كعادتها دائما، وعندما رأت المفتش أضاء وجهها بابتسامة رائعة، فصافحها الرجل بحرارة ثم عرفها بكل من المفتش كرادوك ورئيسه ريدزدال. فقال كرادوك في نفسه: هل هذه السيدة
هي التي يعتبرها السير هنري معجزة زمانها؟ وطلبت منه ميس ماربل التوجه إلى غرفة المدير لأن لديها مشكلة تتعلق بالفندق، حيث تم تزوير أحد الشيكات التي سلمتها إلى رودي كارز مقابل إقامتها في الفندق لمدة 3 أيام. فقال السير هنري: هذا يؤكد ما علمناه عن سوء سلوك هذا الشاب، لقد احترف السرقات والتزوير. فقال ريدزدال: لا شك أنه غادر موطنه الأصلي بعد أن ضاقت أمامه سبل العيش. نعم، وقد ثبت لدينا أنه دخل إنجلترا بوساطة أوراق ومستندات مزورة. قالت ميس ماربل للمفتش كرادوك: كان لهذا الشاب رودي كارز علاقة مع فتاة تعمل هنا تدعى ميرنا هاريس، ومن حسن حظها أن الأمور لم تتطور أكثر من ذلك، ولكنني وجدت الفتاة مضطربة وقد أخطأت في إحضار الطعام إلي وخلطت بين الأصناف. ترى هل ذكرت لك كل الحقائق المتعلقة بالحادث؟ إنني غير واثق من ذلك، أعتقد أنها تعرف أكثر مما ذكرت وأنها تخفي بعض الأمور الهامة، بل وربما تعرف من هو الشخص الذي دفع رودي كارز إلى القيام بهذا الدور العجيب. شخص دفع رودي إلى ذلك؟ نعم، إن هذا ما أعتقده، ولكن هذا شيء غريب حقا يا ميس ماربل، فلماذا يدفعه للقيام بهذه الجريمة؟ كلا يا سيدي، إنني واثق مما أقول، فعندما نجد أمامنا شخصا اعتاد طوال حياته أن يمارس تلك السرقات الصغيرة ويسرق أشياء تافهة، ثم نجده فجأة يتصرف بهذه الطريقة العجيبة، فإننا نشعر أن الأمور غير منطقية وأن ما فعله أخيرا لا يتفق أبدا مع شخصيته التي تميل إلى الجبن ولا تتميز بالشجاعة والمغامرة. وشعر كرادوك بالاحترام الشديد والتقدير لهذه المرأة، فلقد لفتت أنظارهم إلى نقطة في غاية الخطورة والأهمية بالفعل. فقدم لها مستر ريدزدال أوراق التحقيقات المتعلقة بالحادث وطلب منها أن تقرأها، وبعد أن انتهت قالت: إن الذي يطالع هذه الأقوال لا يملك نفسه من العجب والدهشة، فكيف عرفوا أنه كان يمسك بالبطارية في يده وبالمسدس في اليد الأخرى؟ وكيف عرفوا أنه كان رجلا؟ إن الأمور تختلف عن ذلك كثيرا في الواقع. لقد كان الرجل يقف في الظلام الدامس بينما سلط أضواء بطاريته القوية في عيونهم، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يروه بوضوح أبدا، فكيف عرفوا أنه رجل أو أنه يحمل مسدسا في يده؟ لقد قال كل منهم ذلك بناء على ما رآه بعد أن أضيئت الأنوار وليس في الظلام، ولكن العجيب أنهم جميعا كانوا مؤمنين بهذه الحقائق ولم يدركوا أن هذا الشاب كان ضحية لشخص ما. نعم، إنه كبش الفداء. قال كرادوك وريدزدال معا: كبش فداء؟ وبالتأكيد لقد كان غبيا، وقد دفعه سوء سلوكه وضيق أفقه للقيام بهذا الدور دون أن يفكر في العواقب. هل يمكن أن يكون هذا الشخص قد أغراه بأن يفعل ذلك ويطلق النار على المجتمعين بمنزل ميس بلاكلوك؟ أعتقد أن هذا ما حدث بالفعل، فقد تمكن شخص ما لا يزال مجهولا من إغراء رودي بالقيام بهذا العمل، وقد دفع مبلغا من المال بالإضافة إلى ثمن الإعلان على أن يدرس مداخل ومخارج البيت وأن يدخل في تمام 6:30 وهو يرتدي هذه الثياب العجيبة بالإضافة إلى القناع الأسود والقفازات، وأن يفتح قاعة الجلوس بمجرد انطفاء النور ثم يقول مهددا: ارفعوا أيديكم. فقطعها كرادوك قائلا بسخرية: ثم يقوم بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية. كلا، أعتقد أن إطلاق الرصاص لم يكن ضمن الاتفاق، بل إنني أعتقد أن رودي لم يكن يحمل مسدسا على الإطلاق، ولكن الجميع شهدوا بأن إن الجميع لم يروا شيئا واضحا، وإنني واثقة أن أحدا منهم لم تكن لديه القدرة على رؤية يده ذاتها في هذا الظلام الحالك. فقال ريدزدال بدهشة: فمن أين انطلقت هذه الرصاصات إذا لم يكن رودي يحمل مسدسا؟
التفسير المنطقي لذلك أن شخصا ما قد جاء في نفس اللحظة التي قال فيها رودي ارفعوا أيديكم، ثم أطلق الرصاصتين من فوق كتفه، وهذا يفسر فزع رودي واستدارته على الفور ليرى هذا الشخص الذي أطلق الرصاص، ولكن هذا الشخص أطلق عليه رصاصة قتلته على الفور، ثم ألقى المسدس بجوار الجثة وهرب. ترى من هو هذا الشخص الذي أراد اغتيال مس بلاكلوك؟ هذا ما يجب عليكم أن تبحثوا عنه. من الواضح أنك مقتنعة بأن الحادث قد تم تدبيره من أجل القضاء على مس بلاكلوك. إن أي شخص يطلع على ملابسات الحادث سوف يقول لك هذا، ولا شك أن هذا الشخص المجهول قد أوصى رودي بضرورة كتمان السر، وأعتقد أن الشاب قد أخبر ميرنا هارس بذلك، وفي هذه الحالة فإن حياتها تكون معرضة للخطر إذا عرف الشخص المجهول أن الفتاة تعرف سره. وعلى الفور ذهب المفتش كرادوك لاستجواب ميرنا مرة أخرى، وعندما واجهها بشكوكه قالت: إنني بالفعل قد أخفيت عنك بعض المعلومات، فقد خشيت أن تعلم أمي بعلاقتي مع هذا الشاب، كما كنت أعتقد أن هذه المعلومات لا تفيد التحقيق. وبعد أن طمأنها المفتش قالت: ليس لي دخل في ذلك على الإطلاق يا سيدي، كنت على موعد مع رودي للذهاب إلى السينما يوم الجمعة، ولكنه اعتذر لي عن ذلك الموعد يوم الأربعاء، وقال إن لديه مهمة مثيرة سوف يقوم بها في هذا الوقت، وسوف يكسب منها مبلغا كبيرا، وساورتني الهواجس فطلبت منه أن يصارحني بالحقيقة، ولكنه رفض، فهددته بقطع علاقتي به، فقال إنه سيقوم بالدور الرئيسي في لعبة الجريمة في إحدى الحفلات، ثم أطلعني على صيغة الإعلان الذي اعتزم أن ينشره في الجازيتيا، وأخذنا نضحك سويا، فلم أتخيل أنا ولا هو أن هناك مجرما يعلن عن مكان موعد جريمته، وهنا اطمأن قلبي، وأدركت أن الأمر مجرد دعابة كما لو كانت مسرحية هزلية، وصدمت صدمة مروعة عندما علمت بنبأ وفاة رودي من الصحف، وأدركت أن الأمر لم يكن دعابة على الإطلاق، وأقسم لك أن رودي لم يأخذ الأمر بصورة جدية، وكان يعتقد أنها دعابة مثيرة، ولم يذكر أبدا أنه سوف يستعمل المسدس. فقال لها كرادوك: ولماذا طلب منه هذا الشخص الذي كلفه بأن يقوم بهذا الدور؟ أي شخص؟ إن رودي لم يذكر لي أن هناك شخصا ما كلفه بذلك، وكنت أتخيل أنه هو نفسه الذي ابتكر هذا الموضوع من وحي خياله. إنه لم يتحدث عن أي شخص، رجل كان أو امرأة. وفي طريق العودة قال مستر ريدزدال لكرادوك: أرجو ألا تهتم بنظرية الشخص المجهول التي ذكرتها مس ماربل، فلا شيء على الإطلاق يؤكدها، ولكنني أميل إلى هذه النظرية، وأعتقد أنها ليست نظرية خيالية. ولكن من هو هذا الشخص؟ وكيف دخل؟ وكيف قتل رودي ثم اختفى؟ ربما دخل من الباب الجانبي، وربما وصل إلى رودها من خلال المطبخ، ولا تنسى أنه كان باستطاعة ميتسي أن تفعل ذلك، ثم تظاهرت بعد ذلك بالجنون، ولكن أدموند يؤكد أن الباب كان مغلقا عليها من الخارج بالمفتاح، وأنه هو الذي فتحه. ربما استطاعت أن تدخل الغرفة بوسيلة ما. أنا سوف أتحرى في هذا الأمر بدقة. يمكن أن تفحص ملف هذه المرأة بعناية، وإن كنت أعتقد أن مدبر هذه المهزلة هو الشاب الفاسد، ولكنه مات قبل أن يستمتع بثمرة هذه الخطة. فقال المفتش كرادوك: أرجو أن تتيح لي الفرصة لعدة أيام حتى أنتهي من أبحاثي قبل حفظ القضية، فقد أثار المسدس الذي وجدناه بجوار الجثة اهتمامي، ولم نعرف مصدره بعد. وما نوعه؟ إنه ألماني. ترى هل هو من النوع الذي يبيعه جنود الحلفاء للناس سرا خلال الحرب؟ إن السؤال الذي يهمني هو: هل كانت مس بلاكلوك مقصودة بالقتل أم لا؟ وإذا كانت هي المقصودة، فمن هو الذي يريد التخلص منها؟ إن كانت هي المقصودة فإنه طبقا لنظرية مس ماربل فسوف يحاول هذا الشخص المجهول قتلها مرة أخرى. أعتقد ذلك، وقد وضعت أحد رجالنا هناك لحراستها.
أرجو أن يوفر الحماية لمس ماربل أيضا، فسوف تقيم لدى ميسيس هارمون حيث يمت إليها الأب جوليان هارمون بصلة قرابة، وأظن أنها قدمت إلى هذه البلدة حتى تمارس هوايتها في إماطة اللثام عن لغز الجريمة، وربما أدرك القاتل غايتها وعمد إلى التخلص منها أيضا. الفصل الخامس. تأجلت جلسة التحقيق أسبوعا حتى يتاح للمفتش كرادوك فرصة القيام بمزيد من التحريات، فذهب إلى مس بلاكلوك وقال لها: معذرة يا سيدتي، سوف ألقي عليك بعض الأسئلة. لقد علمنا أن رودي كيرز كان كاذبا، وأنه لم يكن ابنا لأحد أصحاب الفنادق في سويسرا، ولكنه كان في البداية عاملا في إحدى المستشفيات، وقد أدين بسرقة بعض المرضى وحكم عليه بالسجن، وبعد أن أفرج عنه عمل نادلا في بعض المقاهي والمطاعم تحت اسم مستعار، وتخصص في تزوير الأوراق الرسمية والشيكات والفواتير، ثم عمل في أحد المخازن بزيورخ وأدين بتهمة السرقة من المخزن. فقالت ميسيس بلاكلوك: قد كنت على صواب إذن عندما رفضت أن أقرضه بعض المال، إنني لم أطمئن إليه، قد كنت واثقة أنني لم أره من قبل في هذا الفندق في سويسرا كما ادعى. معك حق يا ميس بلاكلوك، ولابد أنه عرف بعض المعلومات عنك من خلال أحد النزلاء في فندق رويال سابا، وقرر أن ينتهز الفرصة ويزعم أنه رآك من قبل في فندق والده بسويسرا، وقد دخل إلى إنجلترا بوساطة أوراق مزورة والتحق بالعمل في فندق رويال. لابد أنه زاول نشاطه الإجرامي في هذا الفندق واختلس الأموال من النزلاء دون أن يشعر أحد. إن هذا ما حدث بالفعل، ولكن ما يحيرني هو لماذا جاء إلى بلدة شينغ كاليغورن، ولماذا قرر أن يرتكب هذا الحادث الغريب في بيتي أنا دون سواي، وما الذي كان يتوقع وجوده لدي؟ هل يمكن أن يجد لدي من الأموال أكثر مما في الفندق الذي يعمل فيه؟ ولكن هل ما زلت عند أقوالك السابقة من أنه لا يوجد في منزلك شيء يستحق السرقة؟ وهل يمكن أن توجد لدي أشياء ثمينة دون أن أدري؟ في هذه الحالة أجد نفسي أوافق على قول مس دورا بانر بأن الشاب كان يريد قتلك أنت. فقالت دورا: ربما لم يكن يريد أن يقتلك، ولكن يريد أن يحذرك فقط، فبعد أن قرأت هذا الإعلان الغريب شعرت أن الأمر لم يكن مجرد دعابة، كلا، كنت أشعر بأنها خطة مرسومة، وقد شعرت ميتسي أيضا بالقلق الشديد عقب قراءة الإعلان. فقال كرادوك: إنني أريد أن أعرف المزيد عن ميتسي، إن جميع أوراقها سليمة، لقد كنا نعتقد أن أوراق رودي أيضا سليمة، ولكن ما هو الدافع لدى رودي لكي يقتلني يا سيدي؟ ربما كان ذلك بتحريض من شخص آخر مثلا. لم تختلج عضلة واحدة في وجه ميس بلاكلوك وهي تقول: ولماذا يحاول هو أو غيره قتلي؟ إنني أعيش هنا بلا أعداء وأحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع بلا استثناء، كما أنني لست ثرية وليست لدي معلومات خطيرة، ولم أنضم في أي وقت لمنظمات سرية أو شيء من هذا القبيل، كما أنني لا أعتقد أن لميتسي علاقة بهذا الحادث الغريب. لقد كانت المرأة تشعر بخوف شديد عقب قراءة الإعلان، وأعلنت أنها سوف تترك الخدمة هنا، ربما كانت تتظاهر بذلك. ولماذا تحاول أن تقتلني؟ وإذا فكرت في التخلص مني فلماذا تلجأ لهذه الطريقة المعقدة؟ أليس في مقدورها أن تدس لي السم في الطعام؟ إنني أعرف الدافع لقتلك يا سيدتي، وأريد منك المساعدة، إنني لا أعرف أكثر من ذلك. أما بخصوص ميتسي فإنها مسكينة، ولست أعرف لماذا تتحملون على الأجانب المقيمين هنا، يمكنك أن تذهب إليها وتسألها، ولكنني واثقة أنها ستصرخ في وجهك وسوف ينتهي الأمر بانهيارها، فلماذا لا تبحث عن شخص آخر غيرها؟ ما كاد المفتش كرادوك يدخل المطبخ حتى انقلبت سحنة ميتسي بطريقة مخيفة
وصرخت بعصبية شديدة: أنت؟ ماذا تريد مني؟ لقد قلت لك كل ما أعرف، هل تريد أن أذكر لك مجموعة من الأكاذيب حتى تستريح؟ وأدرك المفتش أنه لا فائدة الآن من استجوابها، فهي إما أن تكون صادقة وأنها لا تعرف أي شيء، أو أنها تعرف شيئا هاما ولن تبوح به في الوقت الحالي، ولا بد من الانتظار إلى فرصة أخرى لإعادة استجوابها. حاول المفتش أن يخرج من الصالة من خلال أحد الأبواب المغلقة، ولكن دورا بانر لحقت به وقالت: كلا يا سيدي، ليس هذا باب الخروج، إنه باب غير مستعمل. إن هذا البيت يشبه بيت جحا في كثرة أبوابه. نعم، ففي الصالة يوجد 6 أبواب كما ترى. الأول يؤدي إلى المطبخ، والثاني يؤدي إلى غرفة خلع الملابس، والثالث إلى غرفة الخزين، والرابع هو الذي حاولت أن تفتحه وهو لا يستعمل حاليا حيث يؤدي إلى الجزء الخلفي من غرفة الاستقبال، والخامس هو باب غرفة المائدة، والأخير هو باب قاعة الاستقبال. لقد أخطأ الكثيرون من قبلك عندما حاولوا فتح هذا الباب، ولذلك كنا نضع أمامه مائدة حتى يبتعد الناس عنه، ولست أعرف من الذي حرك هذه المائدة في الأيام الأخيرة. ولاحظ كرادوك آثار المائدة على الباب، ثم سأل دورا: هل تذكرين متى أزيحت هذه المائدة؟ منذ حوالي 10 أيام، ولا أذكر السبب. ألم يستعمل أحد هذا الباب منذ وقت قريب؟ كلا، فلا حاجة لنا به، حيث يوجد للقاعة باب رئيسي كما ترى. هل هو مغلق بالريتاج؟ إنه مغلق بالريتاج في أعلاه وبالمفتاح أيضا. هل تذكرين متى فتح هذا الباب؟ لا أذكر، إنه فتح منذ جئت إلى هذا المنزل. حرك المفتش كرادوك الريتاج فوجده يتحرك بسهولة، فطلب المفتاح من دورا التي بحثت عنه وسط عدد من المفاتيح، ثم أخرجته حيث كان شكله يختلف عن باقي المفاتيح. وعندما وضعه في الباب دار بكل سهولة بدون أن يحدث أي صوت، وكأنه فتح منذ وقت قريب. قال المفتش: من المؤكد أن هذا الباب فتح منذ وقت قريب جدا، وأن قفله قد شحم أيضا، فإنه لا يصدر أي صوت على الإطلاق، ولكن من الذي فعل هذا؟ وأيقن المفتش كرادوك أن هناك شخصا ما كان موجودا بالمنزل وقت الحادث، وأنه دخل إلى قاعة الاستقبال أيضا. ذهب المفتش كرادوك إلى مس بلاكلوك وأخبرها بكل ما يتعلق بهذا الباب الرابع، وأنه تم تشحيم قفله حديثا بحيث لا يحدث صوتا عند فتحه أو إغلاقه. فقالت مس بلاكلوك: إن هذا الأمر خطير للغاية. نعم، فلا بد أن شخصا ما كان يوجد في هذه الغرفة، وعندما انطفأت الأنوار تسلل من خلال هذا الباب إلى الصالة، ثم وقف وراء رودي وأطلق النار عليك، وبعد ذلك قتل رودي وانصرف دون أن يشعر به أحد. ولكن لماذا يحاول أحد من أقاربي أو ضيوفي قتلي؟ إنني أتمنى أن أجد الإجابة لديك. لقد قلت لك إنني لا أعرف أي شيء يا سيدي. حسنا، أريد أن أعرف من هم الذين سيرثون أموالك بعد وفاتك. باتريك وجوليا، وقد أوصيت لصديقة العمر دورا بانر بأثاث المنزل وبإيراد سنوي بسيط. إنني لا أملك الكثير، بعض الأوراق المالية والسندات تبلغ قيمتها حوالي 3000 جنيه فقط، وهي تدر دخلا سنويا يبلغ 400 جنيه، وأعتقد أن كل هذا لا يغري أحدا بقتلي، كما أعتقد أن الحالة المادية لباتريك وجوليا طيبة، لا يمكن أن يفكر أحد منهما في قتلي من أجل الحصول على هذه الثروة المتواضعة. هل أنت واثقة من هذا؟ نعم، ولكن قد يفكر أحد في قتلي فيما بعد وليس الآن. التمعت عينا المفتش كرادوك ككلب الصيد المتربص بفريسته وقال: ولماذا يفكر أحد في قتلك فيما بعد؟ لأنني سوف أصبح ثرية للغاية بعد فترة. لقد قضيت كما تعلم حوالي 20 عاما أعمل سكرتيرة للمليونير راندال جويدلر. وتذكر المفتش كرادوك على الفور هذا المليونير الشهير الذي توفي سنة 1937، وكان من أشهر المضاربين في البورصة، ثم قال: نعم،
إنني أتذكر هذا الرجل بالطبع. لقد ترك جويدلر ثروة طائلة لا تقل بحال من الأحوال عن 6 ملايين جنيه خالصة الضرائب، كما أنه توفي بلا وريث، فأوصى بثروته كلها لزوجته على أن تنتقل هذه الثروة إلي أنا بعد وفاة زوجته. وهنا تذكر المفتش ما ذكرته الصحف عن هذا المليونير الذي أوصى بكل ثروته لسكرتيرته المخلصة عقب وفاة زوجته. كان ذلك قبل الحرب، ولابد أن الناس قد نسوا كل ما يتعلق بهذا الموضوع الآن. قالت مس بلاكلوك: والآن يمكنك أن ترى أن من مصلحتي أنا قتل ميسيس جويدلر، ولكن ليس من مصلحة أحد قتلي، ولا علاقة لكل هذا بالحادث الذي وقع هنا. ولكن هل شعرت ميسيس جويدلر بالضيق بسبب هذه الوصية؟ أو بمعنى آخر، هل شعرت بالغيرة منك لهذه المنزلة الرفيعة التي وضعك فيها زوجها؟ هل تقصد أنني كنت عشيقة له؟ كلا، كما أن العلاقة بيني وبين مستر جويدلر كانت علاقة عمل فقط. وقد حدث منذ عدة سنوات أن تعرض مستر جويدلر لهزة مالية كبرى، وكاد مركزه المالي ينهار تماما. لولا أنني بعت كل ما أملك من أسهم وسندات وحلي أيضا، وقدمت له ثمنها ليغطي مضارباته، وأنقذته من الدمار حيث لم يكن بوسعه الاقتراض من البنوك حتى لا ينكشف سوء مركزه، وظل يعترف لي بهذا الجميل طيلة حياته. وقد تخطى هذه المحنة سريعا وحقق نجاحات ساحقة، وتضاعفت ثروته، وصار من أغنى الأغنياء في إنجلترا، وتغيرت نظرته لي من سكرتيرة إلى شريكة في أعماله، وكان يحرص كل الحرص على استشارتي في كل صفقاته، ويعلم أنني سوف أمده بالمشورة الصادقة وأجنبه هاوية السقوط في الشراك الخادعة التي سقط فيها الكثيرون من قبل. وفي خضم هذه الأحداث فوجئت بوفاة والدي، وقد ترك لي أختي مريضة، فاضطررت لترك العمل لدى مستر جويدلر للعناية بهذه المسكينة. بعد 2 توفي مستر جويدلر، وفوجئت بوصيته التي أثارت الرأي العام، ورغم أن زوجته تعاني منذ وقت طويل من الأمراض المختلفة إلا أنها ما زالت تعيش بسلام، وهي في الحقيقة سيدة هادئة دمثة الأخلاق، وقد أحبت زوجها بإخلاص وما زالت وفية لذكره. وأين تقيم حاليا؟ إنها تقيم في قصرها الفاخر بسكوتلندا، ورغم أننا لم نتقابل منذ سنوات طويلة إلا أننا نتبادل بطاقات التهنئة في أعياد رأس السنة. وعقب وفاة والدي كنت أعيش بجوار أختي المريضة في إحدى مصحات سويسرا، حيث كانت تعالج من مرض خطير بصدرها وهو مرض السل، وقد توفيت منذ وقت قريب. وبعد صمت يسير قالت: وبعد أن ماتت عدت إلى إنجلترا، كان ذلك منذ حوالي عام. لقد قلت إنك قد تصبحين مليونيرة قريبا جدا، فلماذا؟ لأنني علمت من الممرضة التي تشرف على علاج ميسيس جويدلر أن صحتها سيئة جدا في هذه الأيام، وأنها تقترب من النهاية المحتومة، وأن الأمر لن يتجاوز أسابيع معدودة. وظهر على وجهها الحزن وهي تقول: إنني وبعد أن تجاوزت 60 لا أجد متعة في الحصول على هذه الثروة الطائلة، فإن الإيراد الذي أحصل عليه يكفيني ويفيض عن احتياجاتي، فلو أنني حصلت على هذه الأموال قبل ذلك لكان بإمكاني النزول إلى أسواق المال والمضاربة في البورصة، ولكن الآن لم تعد لدي أي رغبة في ذلك، كما أن هذه الثروة المنتظرة تجعل كل من باتريك وجوليا في غاية الحرص على حياتي، فمن الجنون أن يفكر أحدهما في قتلي الآن. ولكن يوجد احتمال آخر، فإذا فرضنا أنك مت من قبل ميسيس جويدلر، فمن الذي يرث الثروة بعد وفاة الزوجة؟ إن هذا الاحتمال لم يخطر ببالي، ولكنني أعتقد أن الوارثين هما بيب وآيما. ومن هم بيب وآيما؟ إنهما توأمان، وهما ابن وابنة سونيا جويدلر، شقيقة مستر راندال جويدلر، وهي شقيقته الوحيدة. أي أنهما بالإضافة إلى والدتهما هما الورثة الطبيعيون لمستر جويدلر لولا تلك الوصية التي جعلتك أنت الوارثة للثروة عقب وفاة ميسيس جويدلر. نعم،
ولكن مستر جويدلر كان على خلاف شديد مع شقيقته سونيا التي أحبت رجلا رومانيا وسيما، ولكنه سيء الخلق. كان يدعى ديميتري ستانفورد، وقد أعلنت أنها تحبه وأنها سوف تتزوجه، ولكن مستر جويدلر عارض بشدة فسخرت منه وتزوجت من حبيبها رغم أنف أخيها الذي أعلن حرمانها من أمواله بعد وفاة زوجته. وهذا السبب هو الذي جعلني الوارثة للثروة بعد زوجته. وعندما طلب منه المحامي أن يذكر الوارث إذا توفيت أنا قبل زوجته، اضطر لأن يذكر أبناء أخته بيب وآيما، وكان قد علم أنها أنجبتهما من خلال الرسالة بعثت بها إلى زوجته. وأعتقد أن هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلتها سونيا جويدلر إلى ميسيس جويدلر، ويمكنك أن تذهب إليها وتستفسر منها عن كل شيء. قال المفتش كرادوك: إن هذه المعلومات على جانب كبير من الأهمية، فلو أنك قتلت في هذا الحادث لآلت الثروة الضخمة إلى بيب وآيما، خاصة وأن ميسيس جويدلر تسير نحو النهاية بخطى سريعة كما قلت. ترى كم عمرهما الآن؟ وبعد تفكير قليل قالت ميس بلاكلوك: لقد تزوجت سونيا حوالي عام 1922 أو 23، ونحن الآن في 1949، وبالتالي يكون عمرها حوالي 25 أو 26 سنة. ولكن ترى هل لأحدهما ضلع فيما حدث؟ لست أدري، ولكن الذي أثق فيه تماما أن هذا الشخص الذي حاول قتلك مرة وفشل لن يكف عن المحاولة حتى يحقق هدفه. جلس المفتش كرادوك في حديقة منزل القسي مستر هارمون، وكانت زوجته قد غادرت المنزل، بينما جلست ميس ماربل تغزل الصوف في دعة وسكون. قال لها: أعتقد أن وجودك هنا يلفت إليك الأنظار يا ميس ماربل. كلا يا سيدي، إنني أفهم وجهة نظرك جيدا، فإن إقامتي هنا مع مستر هارمون وزوجته تبدو طبيعية تماما، فأنا لست غريبة عنهما كما تعلم. إنني لست أقصد ذلك، ولكنني أخشى عليك من جراء تدخلك في هذه القضية. لا داعي للقلق، فإن تبادل الحديث بخصوص هذا الحادث هو شيء طبيعي، وإلا فما هي المواضيع التي تتحدث فيها العجائز من أمثالي؟ ومن خلال هذه الأحاديث يمكنني معرفة الكثير، خاصة في بلدة صغيرة كهذه. نظر إليها المفتش مستفهما فقالت: إن الأحوال قد تغيرت بعد الحرب كثيرا، ليس هنا فحسب بل في معظم أنحاء العالم. فقبل الحرب كانت هذه البلدة الصغيرة محدودة العدد، وكان الجميع يعرفون بعضهم معرفة وثيقة، ويعرفون تاريخ كل أسرة تعيش هنا. ولكن بعد الحرب تغيرت الصورة تماما. لقد جاء الكثيرون للإقامة هنا، ومعظمهم ضباط متقاعدون وموظفون على المعاش، ونساء عوانس قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في المستعمرات وعادوا إلى هنا لقضاء الأيام الباقية لهم في هدوء. ويمكن أن يدعي أي منهم أنه شخص آخر، وفي هذه الحالة لا يملك أحد أن يكذبه، خاصة إذا كان يحمل أوراقا رسمية تثبت ذلك. وكما تعلم فإن من أيسر الأمور في هذا الوقت أن يحصل المرء على أوراق كهذا. كان كرادوك يعلم أن ميس ماربل معها حق في كل ما تذكره، وكان هذا الأمر يسبب له قلقا شديدا في الأيام الماضية. فكيف يمكنه التحقق من صحة بيانات كل سكان البلدة؟ إنهم جميعا يحملون أوراقا رسمية ومستندات سليمة تماما، عليها صورهم وبصماتهم، ولكن من المؤكد أن أحدهم ينتحل شخصية مزيفة، وما يثبت ذلك هذا الباب الذي تم تشحيمه في منزل ميس بلاكلوك، بل وربما كان هناك أكثر من شخص ينتحل غير شخصيته. وعند هذا الحد من التفكير شعر المفتش بالقلق والخوف على ميس ماربل، فهي رغم ذكائها الحاد وقوة ملاحظاتها الخارقة إلا أنها عجوز ضعيفة لا تتحمل العنف، ومن الواضح أن المجرم شخص غير عادي على الإطلاق. قال المفتش كرادوك لميس ماربل: يمكننا بطرقنا الخاصة أن نتحقق من شخصية كل المقيمين في شينك كاليغورن، وكان يعلم أن هذا غير صحيح، فكيف يمكنه التحقق من شخصيات البعض الذين جاءوا من مستعمرات آسيا وأفريقيا
ألا يمكن أن يكونوا قد انتحلوا شخصيات آخرين؟ قد ماتوا ودفنوا في هذه المناطق النائية؟ ولا يوجد أي دليل على أنهم ماتوا؟ بالطبع هناك وسائل فعالة للتحقق من هذه الأمور، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا للغاية، وليس هذا في الصالح العام، حيث يمكن للقاتل أن يعيد الكرة ويحاول قتل ميس بلاكلوك أو غيرها ممن لديهم معلومات هامة. ثم أخبر المفتش ميس ماربل عن نتيجة لقائه الأخير مع ميس بلاكلوك، وعن وصية مستر جويدلان، وخلافه مع شقيقته سونيا، وعن التوأمين بيب وآيما. فقالت ميس ماربل: هل قلت بيب وآيما؟ إن اسمهما غير حقيقيين، من المحتمل أن يكونا شخصين وهميين، وقد يكونا في إحدى البلدان يعيشان في رغد وهناء كمواطنين صالحين، وهناك أيضا احتمال لأن يكونا هنا في هذه البلدة أو إحداهما على الأقل. إنهما الآن في حوالي 25 أو 26 من عمرهما، ترى هل يوجد من بين سكان البلدة من يماثلهما في العمر؟ فقالت ميس ماربل: إن أول من يخطر بالبال هما باتريك وجوليا، قريبا ميس بلاكلوك، يمكنني أن أتحرى عنهما بطريقتي، ولكنني أخشى. لا تخشى يا شيء يا سيدي، إن طريقتي لا تدع مجالا للشك، ولا أبالغ إذا قلت لك إن هذه الطريقة أفضل كثيرا من التحريات التي يقوم بها البوليس، فإنني أعمل بطريقة مستترة وغير مكشوفة، ولا تجعل الذين هم في موضع الشك يحاولون الفرار أو يلتزمون جانب الحذر. وبعد قليل قال المفتش: كلا يا مس ماربل، سوف أعرف كل شيء عنهما بطريقة أخرى، سوف أرحل إلى اسكتلندا لمقابلة ميسيس جويدلر، ومن خلالها سوف أعرف كل شيء عن بيب وآيما. الفصل السادس. وقررت ميس ماربل أن تتحرى الأمور بنفسها وأن تعالج المسائل بطريقتها الخاصة. ذهبت بصحبة زوجة القصي لزيارة ميس بلاكلوك، وبعد التعارف وتبادل كلمات المجاملة قالت دورا: لقد نسيت يا ليتي أن أخبرك بأن المفتش كرادوك كان شديد الاهتمام بالباب الرابع المغلق والذي يؤدي إلى الجزء الخلفي من القاعة، وقد اندهش كثيرا عندما وجده مشحما يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة، وعندما سألني عن السبب في تحريك المنضدة التي كانت بجواره قلت له أنني لا أتذكر، ولكنني تذكرت الآن. ولكن دورا بانر توقفت فجأة إثر نظرة صاعقة من ميس بلاكلوك، وعلى الفور قالت: آه إني آسفة يا ليتي، يجب أن أعرف ما يقال وما لا يقال، إنني هكذا دائما شديدة الغباء والحماقة. فقالت لتيتا بلاكلوك: إن كل ما يهمني هو ألا يشاع الأمر في البلدة ويأخذ المجرم حذره بعد أن يعلم بأننا توصلنا إلى أشياء هامة. ما رأيك يا ميسيس هارمون؟ نعم معك حق، ونحن من جانبنا أنا وميس ماربل لا نتحدث بأي كلمة عن هذا الموضوع. ثم غرقت في تفكير عميق بينما ظهرت علامات الارتباك على وجه دورا التي قالت: إني آسفة يا ليتي، فهكذا أنا دائما لا أعرف ما يجب أن يقال وما لا يجب، وأقع في كثير من الأخطاء خلال الحديث. كلا يا عزيزتي، فإنك شديدة الإخلاص، ولا يمكنني أن أجد من هو خير منك، وصاحت ميسيس هارمون: ومن المؤكد أن هذا الشخص المجهول قد فتح هذا الباب ودخل. نعم آه، ولكن لا، إن الذي دخل من الباب الرئيسي هو رودي كارز، إن الأمر محير للغاية. فقالت ميس ماربل: أرجو أن تحدثوني بتفاصيل ما حدث، إن الحادث يبدو مثيرا لدرجة كبيرة حقا. وتسابق الجميع في ذكر التفاصيل، ثم دخل باتريك سيمونز واشترك في الحديث وتقدم من الباب وراح يقلد ما فعله رودي، وقال: كانت عمتي ليتي تقف هناك في وسط الغرفة بجوار هذه المنضدة التي وضع عليها إناء الزهور والأباجورة، وما زالت أثار الرصاصتين في الحائط خلف المكان الذي كانت تقف فيه. فقالت ميسيس ماربل: لقد نجوت بمعجزة يا ميس بلاكلوك. فقالت ميس بلاكلوك: كنت أهم بتقديم السجائر للضيوف عندما انطفأت الأنوار فجأة،
فقالت دورا: للأسف لقد ترك أحدهم سيجارته المشتعلة فوق المنضدة، فتركت بها آثار الحرق التي ترونها. كانت هي نفس المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة، وعليها إناء الزهور والأباجورة، بالإضافة إلى علبة السجائر. فقالت مس ماربل بعد أن فحصت المنضدة والأباجورة: إن المنضدة رائعة حقا، كما أن هذه الأباجورة بديعة الصنع. فقالت دورا: نعم، إنها مصنوعة في درزدن بألمانيا، وهي من الخزف الفاخر، وتوجد مثلها أباجورة أخرى. في الواقع إن هذه الأشياء تحمل الكثير من الذكريات، إنها كالصورة تماما. إنني أحتفظ بالكثير من الصور للأهل والأقارب في مراحل العمر المختلفة. فقالت ميسيس هارمون: نعم، إنك تحتفظين لي بصورة طريفة وأنا في الثالثة من عمري يا مس ماربل. وعلى الفور نظرت مس ماربل إلى باتريك وقالت له: من المؤكد أن مس بلاكلوك تحتفظ لك بالعديد من الصور أنت وأختك. لا أعتقد ذلك، حيث أن الصلة بيننا بعيدة، فأمي هي ابنة عمي أمها تقريبا. قالت مس بلاكلوك: لقد أرسلت إلي والدتك صورة لك وأنت صغير، ولا أعلم أين هذه الصورة الآن، ولا أعلم أي شيء عنكم أنت وإخوتك. لقد نسيتكم تماما، حتى جاء في خطاب من والدتك منذ حوالي 3 أشهر تطلب فيه أن أسمح لك أنت وأختك بالإقامة هنا. إن هذه الأيام غريبة حقا، فلم أرى والدة باتريك وجوليا منذ 30 عاما، وكان هذا هو يوم زواجي أليونور، وأذكر أنها كانت رائعة الجمال. وكانت جوليا قد انضمت إليهم فقالت: إنك تحتفظين بألبوم رائع للصور يا عمتي. وفي طريق العودة قالت ميسيس هارمون لمس ماربل: من الواضح أنك كنت تتعمدين الحديث عن الصور. نعم، ومن العجيب أن مس بلاكلوك لم ترى باتريك وجوليا من قبل. من المؤكد أن المفتش كرادوك سوف يهتم بذلك كثيرا. في حديقة قصر آلي لوكاس جلس أدموند على جذع شجرة بجوار فيليبا هايمز التي كانت تبدو حزينة. قال لها أدموند: هل أنت واثقة أنك ما زلت تحبينني يا فيليبا؟ نعم، وهل يوجد لديك أي شك في ذلك؟ حسنا، فلماذا لا توافقين على الزواج؟ هل ذلك بسبب ابنك؟ كلا، لقد قلت لك مرارا أن هناك ظروفا خاصة. ترى هل أنت قلقة بشأن عملي؟ إنني أكاد أنتهي من تأليف أولى مسرحياتي، وأتمنى أن أصبح أديبا منوقا من خلال هذه المسرحية. كلا، إنني لا أفكر في كل ذلك، إنما يمنعني من الزواج ظروف خاصة أخرى. كم أشعر بالحزن من أجلك أيتها الحبيبة، وكم أتألم عندما أطالع وجهك الجميل الذي يبدو عليه الحزن دائما. ترى هل أنت خائفة من شيء؟ إن هذه الأشياء خاصة بي، لكن من حقي أن أعرف. ترى هل كنت تحبين زوجك الراحل؟ نعم، لقد عشنا في سعادة 4 سنوات، وأنجبنا ابننا هاري قبل أن يموت هايمز في إيطاليا خلال الحرب، وهو يحمل رتبة كابتن. وهل أنت حزينة على وفاته؟ لقد مرت 5 سنوات على ذلك، أعتقد أنها فترة كافية حتى يبرأ الجرح بقلبك. إن أملي الوحيد في الحياة هو حبي لك يا أدموند، ولكن لن نتزوج قبل أن تسمح الظروف بذلك. اتفق السيرجنت فيلتشر مع مس بلاكلوك على أن يذهب إلى منزلها للقيام بالمزيد من الفحص، لعله يتوصل إلى لغز تشحيم هذا الباب. وفي هذا الصباح كان المنزل خاليا تماما، حيث ذهبت ميتسي إلى السوق في مدينة ميدنهام، كما ذهبت مس بلاكلوك بصحبة دورا لزيارة الجيران. أما باتريك وجوليا فقد ذهبا إلى المعهد في ميلكستر، وفيليبا في عملها لدى آلي لوكاس. أخذ السيرجنت فيلتشر يفحص البيت بكل دقة ويفتش كل مكان، ولكن دون جدوى، فقد فشل في العثور على أي دليل. وبينما هو غارق في حيرته سمع صوت خطوات في الدور الأول، فأطل بسرعة ليرى ميسيس سوتنهام تدخل إلى الصالة الرئيسية وهي تحمل معها سلة. وبعد أن تلفتت حولها دخلت إلى غرفة المائدة، ثم خرجت بعد لحظات
بدون السلة. وعندما سمعت حركة في الطابق الثاني نظرت إلى أعلى وقالت: مس بلاكلوك؟ كلا، إنه السيرجن فيلتشر. لقد أخفتني يا سيدي، فقد ظننت أن هناك لصا في المنزل. هل يمكن أن يدخل أي شخص إلى المنزل بهذه السهولة في غيبة آله؟ لا تتعجب يا مستر فيلتشر، لقد تعودنا دائما أن ندخل إلى بيوت بعضنا البعض من الأبواب الجانبية، حيث لا يوجد خدم يفتحون لنا الأبواب الرئيسية. لقد أحضرت بعض السفرجل لمس بلاكلوك حتى تصنع مربى السفرجل، إن حديقتها لا يوجد بها شجرة من هذا النوع. إننا هنا نفعل هذا، نتبادل بعض السلع والمنتجات ونأخذ مقابلها ما نحتاج، وإذا لم نجد أحدا من أهل البيت فإننا نترك ما جئنا به في موضع ظاهر. هنا أدرك السيرجنت فيلتشر أن بإمكان أي شخص أن يدخل إلى المنزل ويقوم بتشحيم الباب بكل سهولة ثم يخرج بدون أن يشعر به أحد على الإطلاق، كما يمكنه الحضور إلى المنزل في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد حتى يعمل بدون إزعاج. كان الكولونيل إستر بروك يحملق في درج خزانة الملابس بدهشة، ثم صاح قائلا: ما هذا يا لورا؟ إن هذا شيء عجيب حقا. قال زوجته: ماذا حدث؟ أين اختفى المسدس الذي كنت أحتفظ به هنا كتذكار من الحرب؟ هل اختفى؟ نعم، ترى أين ذهب؟ إنني أخشى أن يكون هو المسدس الذي استعمله هذا الشاب المدعو رودي كيرز. إذا ثبت ذلك فسوف يكون موقفي حرجا للغاية، لأنني لم أستخرج رخصة له، وقد احتفظت به كتذكار ليس إلا. ولكن كيف يمكن أن يصل رودي إلى المسدس وهو غريب؟ إن هذا احتمال بعيد للغاية، وإنني أرجح أن تكون الخادمة هي التي أخذته. ولكن لماذا تفعل بات ذلك؟ ربما خافت بعد الحادث وخشيت أن يهاجمها أحد فأخذته لتدافع عن نفسها. يجب علينا أن نسألها حتى نعرف الحقيقة. كلا، لا يجب أن نجلب لأنفسنا المشاكل، إنها لن تعترف. بالإضافة إلى ذلك فسيعرف الجميع أن المسدس قد ضاع، وربما وصل الأمر إلى الشرطة. معك حق، فإنني لا أتحمل أن يستجوبني رجال الشرطة. وصلت مس ماربل سعيها الدائبة وتحرياتها غير المباشرة، فعلمت أن عددا كبيرا من نساء البلدة يجتمعون كل صباح في أحد المقاهي العامة، يشربن الشاي ويتبادلن الحديث. سارت في الشارع الرئيسي قليلا حتى لمحت دونا بانر تدخل إلى المقهى، وكانت هي بغيتها هذا الصباح، فانتظرت قليلا ثم دخلت، حيث وجدت الصالة مزدحمة بعدد كبير من السيدات التي كن يحملن حقائب مليئة بالمستلزمات. تعمدت مس ماربل أن تتجاهل دورا التي ما إن لمحتها حتى نادت عليها ثم دعتها للجلوس معها. وبعد تبادل التحية والحديث عن الأحوال العامة قالت مس ماربل: إنني معجبة للغاية بإخلاصك لصديقتك لتيتا بلاكلوك، وقد علمت أنها كانت زميلتك منذ أيام الدراسة. نعم، لقد كنا في فصل دراسي واحد، كما كانت ليتي جميلة للغاية، ولكن يد الزمن تركت بصماتها عليها. لم تفهم مس ماربل ما تعنيه دورا بذلك وقالت: نعم، فالكثير من الناس يتعرض لقسوة الأيام. تألقت الدموع في عيني دورا بانر وقالت: إنني أتذكر هذا البيت من الشعر دائما: ما أشجع الذين يتحملون قسوة الحياة بصبر. عندما أفكر في هذه المسكينة ليتي، إنها رمز للشجاعة وقوة التحمل، وأتمنى أن تعوضها الحياة خيرا في النهاية. أعتقد أن الثروة التي ستؤول إليها سوف تعوضها عن هذا الحرمان. ربما، فإن الحرمان من المال يعتبر لعنة، لقد حرمت منه طوال حياتي وفي النهاية لم يعد لدي منه شيء على الإطلاق، ولولا أن أمدت إلي ليتي يد المساعدة لمت جوعا. كنت أمر بظروف شديدة القسوة، وسمعت أن رفيقة الصبا لتيتا بلاكلوك قد حققت نجاحا كبيرا في عملها كسكرتيرة للمليونير راندال جويدلر، وقررت أن أكتب إليها وأخبرها بظروفي التعيسة لعل قلبها يرق وتساعدني بأية وسيلة. وكانت دهشتي عظيمة
عندما وجدتها تحضر إلي بنفسها كي تصطحبني معها للإقامة هنا في شبن كاليغورن. لقد عاهدت نفسي أن أظل مخلصة لها حتى آخر لحظة في عمري، ولكنني أشعر بالأسف الشديد عندما أرتكب تلك الأخطاء في إدارة البيت والأخطاء في الحديث، ورغم ذلك فهي تدعي دائما أنني ذات نفع كبير لها، وهذا عكس الواقع. إنها إنسانة كبيرة القلب حقا. نعم، وهذه الطيبة هي التي جعلتها تقبل بإقامة هذين الأخوين باتريك وجوليا، فإن هذا الشاب يستغل عطفها عليه أسوأ استغلال ويطلب منها دائما أن تمده بالمزيد من المال. إنني لست غبية كما تظن ليتي، لكنني ألاحظ أشياء كثيرة، كما أنني ألاحظ أن هذا الشاب يحب المزاح وتدبير المقالب. وهناك سر يتعلق بالحادث الذي حصل بالمنزل، سوف أخبرك به بشرط أن تحتفظ به، إنه سر خطير. وتألقت عينا مس ماربل واقتربت من دورة التي قالت: من المؤكد أن هناك علاقة ما لباتريك بهذا الحادث، وأعتقد أنه هو الذي دفع ذلك الشاب المسكين رودي للقيام بهذا الدور على سبيل الدعابة، ويبدو أن المسكين ارتبك وأصاب نفسه تلك الإصابة القاتلة، ولذلك تكتم باتريك الأمر حتى لا يعرض نفسه للمساءلة بعد أن انتهى الأمر بوفاة رودي. وكيف عرفتي؟ هل صارحك بذلك؟ كلا بالطبع، ولكنني أدركت ذلك بنفسي، كما أن موضوع الباب الذي تم تشحيمه جعلني أتذكر أمرا ما. فقد وجدت باتريك يوما في حظيرة الدواجن، وهو كان ذلك بعد الحادث بيوم أو يومين، وكان يحمل في يده وعاء به زيت تشحيم وريشة دجاج، وعندما رآني ظهر عليه الارتباك الشديد وقال: ما هذا؟ ما الذي أحضر هذه الأشياء وأخفاها هنا؟ كان يحاول خداعي، ولكنني كنت واثق أنه هو الذي فعل ذلك، وأنه هو الذي قام بتشحيم الباب. إنني لم أذكر أي شيء من هذا الموضوع لليتي، وأرجو يا مس ماربل ألا تبوحي بهذا السر أبدا، فإن ما فعله باتريك كان لمجرد اللهو البريء، إنني واثق من ذلك، كما أنه لن يستفيد شيئا من موت عمته. وبعد صمت قصير قالت دورا: وأعتقد أيضا أنه هو الذي عبث في الأباجورة التي كانت موضوعة على المنضدة الوسطى حتى يطفئ جميع الأنوار. كانت الأباجورة على شكل تمثال راعي، ولكن في اليوم التالي لاحظت أن... ثم توقفت دورا فجأة عن الكلام واحمر وجهها، فرأت مس ماربل لتيتا بلاكلوك تقف خلف دورا فقالت: ألا تكفين على الحديث يا دورا؟ صباح الخير يا مس ماربل. كلا يا لوتي، كنا نتحدث عن الأحوال العامة فقط. ثم جاءت مسز هارمون وجلست معهم، وبعد قليل قالت مس بلاكلوك لدورا: لقد حان موعد عودتنا، هل اشتريت كل شيء يا دورا؟ نعم، وبقي فقط أن أشتري لفافة قطن وأقراصا من الأسبرين. وبعد انصرافهما غمغمت مس ماربل قائلة: من الصعب على الإنسان أن يتحمل نظرات المجتمع إذا كان أحد أفراد أسرته أعدم شنقا. قالت مسز هارمون: ترى فيما كنتم تتحدثون؟ أعتقد أن مسز جويدلر اقتربت من الموت. ترى هل حاولت توأمان بيب وآيما قتل مس بلاكلوك حقا؟ وهل سيكرران المحاولة قبل رحيل مسز جويدلر؟ قالت مسز ماربل: من المؤكد أنهما سيكرران المحاولة، إذا كان هما اللذين فعلا ذلك في المرة الأولى، ولكن لا يوجد لدينا في البلدة من تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا باتريك وأخته جوليا. كلا يا عزيزتي، فهناك غيرهما، مثلا زوجة بيب أو زوج آيما، وكذلك أم آيما وأبوها، وهو رجل فاسد الأخلاق كما هو معروف. إن مس بلاكلوك قصيرة النظر، وقد لا تعرف أليانور والدة بيب وآيما إذا رأتها اليوم، فربما كانت هي أو زوجها يعيشان في البلدة تحت اسم مستعار، من يدري؟ الفصل السابع. أرسل المفتش كرادوك برقية إلى قصر مسز جويدلر يخبرهما فيه بموعد حضوره، وبعد أن وصل استقبلته مس ماكليلاند الوصيفة الخاصة لمسز جويدلر
ورحبت به، ثم قالت إن ميسيس جويدلر ترحب بك ويمكنك أن تبقى معنا فترة لا تتجاوز نصف ساعة. فهي في البداية تكون نشيطة ومستيقظة الذهن، ثم يصيبها الإرهاق فجأة لأنها تعيش بالحقن المخدرة التي تجعلها لا تشعر بالآلام الشديدة. سوف أحاول ألا أزعجها، ولكن ما هي حالتها على وجه التحديد؟ إنها تسير بخطى سريعة نحو الموت، ومن المتوقع أن تموت بعد أسابيع قليلة، حيث أجمع الأطباء على ذلك. رغم أنها تعاني من الأمراض منذ وقت طويل، إلا أنها عاشت حتى الآن بفضل حبها للحياة. إنها سيدة رقيقة للغاية كما ترى. وجد المفتش كرادوك وجه ميسيس جويدلر يعبر عن كل معاني النبل والرقة والحنان. كانت تبدو أكبر من سنها بتأثير الأمراض والحالة الصحية السيئة، وفي هذا الوقت كانت متهيئة لاستقباله، حيث قالت له: مرحبا بك يا مستر كرادوك، إنني سعيدة للغاية بنجاة ليتيتا بلاكلوك من هذا الحادث الغريب. إنها تهديك السلام وتتمنى لك السعادة والهناء. لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا لآخر مرة، وخلال الأعوام الأخيرة كنا نتبادل بطاقات التهنئة في رأس السنة، وقد طلبت منها أن تحضر للإقامة معي هنا بعد أن توفيت أختها شارلوت، ولكنها اعتذرت وقالت إن وجودها قد يثير الملل لدينا، وأدركت أنها على حق عندما جاءت إحدى صديقات الطفولة والصبا لتقيم معي فترة، وشعرت بعد قليل بالملل والضيق. من المؤكد يا سيدي أنك جئت إلى هنا لتعرف الحقيقة فيما يتعلق بثروة زوجي. لقد أوصى بأن ترث ليتي الثروة بعد وفاتي، ويبدو أنه لم يتوقع أن أعيش طويلا، ولكن أنا أعيش حتى الآن 12 سنة بعد رحيله. ولماذا قرر زوجك ذلك؟ إن الأمر لم يكن كما تخيل الكثيرون، فلم تكن هناك علاقة غرامية بينهما، حيث أن ليتي ليست من هذا الطراز الذي يعمل على الإيقاع بالرجال في حبالهم، وأعتقد أنها لم تكن تعرف معنى الحب طيلة حياتها، حيث كان العمل هو محور اهتمامها. من المؤكد أن راندال كان يثق فيها تماما ويعاملها كأخت صغرى له، وكان دائما يسترشد بآرائها الصحيحة ونظرتها الثاقبة، وقد أنقذته من مآزق كثيرة. هل صحيح أنها أنقذته من الدمار بكل أموالها؟ نعم، والأهم من ذلك أنها كانت بجانبه دائما تحدد له الطريق الصحيح حتى لا ينزلق إلى أي شيء قد يلوث اسمه. إن ليتي كانت دائما مثالا للشرف والاستقامة والنزاهة، ومن ناحيتي فإنني أكن لها كل تقدير واحترام. أعتقد أنها هي وأختها قد عانتا من ضيق أفق والدهما وعناده، حيث كان طبيبا تقليديا لا يؤمن بجدوى العمليات الجراحية في شفاء الأمراض والحالات المستعصية. وبعد أن بلغت ليتي مبلغ الشباب لم تتحمل الحياة معه، وعملت مع زوجي سكرتيرة. أما أختها شارلوت المسكينة فقد كانت تعاني من مرض مزمن شوه شكلها وأنهكها، ولذلك ظلت تقيم مع والدها المتزمت حتى مات. عند ذلك لم تجد ليتي بدا من الاستقالة والبقاء معها. أذكر أن زوجي راندال قد غضب بشدة وحاول كثيرا أن يبقيها معه، ولكنها رفضت تماما وقالت إن شعورها بالواجب نحو أختها هو أهم من كل شيء في العالم. ومتى تركت العمل مع زوجك؟ قبل حوالي 2 من وفاته، وقد كان قد كتب وصيته قبل ذلك ولم يفكر في تغييرها. وماذا عن أخته سونيا؟
كانت علاقته بها مقطوعة، وقد تزوجت من شاب أجنبي فاسد رغم رفض راندال له، ورغم ذلك فقد أوصى بالثروة لتوأميها بيب وآيما إذا ماتت ليتي قبلي. أليست لديك أي أخبار عنها؟ بعد أن تزوجت بحوالي عام ونصف كتبت إلي من بودابست تقول أنها أنجبت توأمين وهما بيب وآيما، وأنها سعيدة مع زوجها، ولكنها لم تذكر عنوانها. ألا توجد لديك أي معلومات أخرى عنها أو عن توأميها؟ كلا على الإطلاق، لقد ذكرت أنهم يعتزمون السفر إلى أمريكا، ولا أدري هل سافروا أم بقيوا في بودابست. ربما كانوا يقيمون في بلدة شبن كاليغورن. فقالت ميس جويدلر بصوت واهٍ: أرجو أن تحمي ليتي منهم، إنها إنسانة عظيمة، أرجو أن تحميها بكل الطرق الممكنة حتى أموت. أعدك بذلك يا سيدتي، سوف أنصرف الآن. وعندما التقى بوصيفتها في الردهة الخارجية قال لها: كنت أريد أن أسألها، هل يوجد أي صور أو خطابات قديمة؟ كلا يا سيدي، لقد كانت كل أوراقها وأثاث منزلها وصورها موضوعة في مخازن إحدى الشركات الخاصة حتى نعود من سويسرا، ولكن إحدى القنابل سقطت على المخزن ودمرت كل شيء. وبعد أن عاد المفتش كرادوك أخذ يتساءل: لقد كانت سونيا غنية قبل الحرب، ترى هل ضاعت ثروتها كما ضاعت ثروة الكثيرين غيرها؟ أما عن بيب وآيما فمن الجائز أنهما علما بوصية خالهما فقررا العودة إلى إنجلترا وفكرا في هذه المؤامرة. إنني واثق أن أحدهما أو كلاهما يعيش الآن في شبن كاليغورن تحت اسم مستعار. قالت ميس بلاكلوك للطاهية ميتسي: اليوم سنحتفل بعيد ميلاد صديقة العزيزة دورا بانر، فأرجو أن تعدي لنا كمية من الفطائر والحلوى، ولا تنسي فطيرتك الشهية الشهيرة باسم الموت اللذيذ. فقالت ميتسي: رغم أنني أمقت هذا الاسم فإنني أفخر بهذه الفطيرة الدسمة الشهية الغنية بالكريمة والزبد والكاكاو. وفي الصالة التقت ليتي بدورا التي قالت لها بلهجة تنم عن السرور: لقد اتصل بي مستر أدموند سوتنهام ووعدني بإحضار 5 أرطال من العسل هدية لي في عيد ميلادي، ولكن كيف عرف أن اليوم هو عيد ميلادي؟ إن عددا كبيرا من الأصدقاء يعرفون ذلك يا عزيزتي، ومس هانش قالت إنها ستحضر إلينا ومعها كمية كبيرة من البيض. إن الهدايا تتدفق عليك يا دورا، لقد أحضرت لك جوليا علبة شوكولاتة، لا أنسى أيضا المشبك الماسي الذي أحضرته لي ليتي. هل أعجبك؟ إنه رائع. وعندما رأى باتريك الكعكة الشهيرة تتوسط المائدة صاح قائلا: أخيرا الموت اللذيذ. فقالت له ليتي محذرة: لا ترفع صوتك هكذا حتى لا تسمعك ميتزي، إنك تعلم أنها تتشائم من هذه التسمية. إن هذا لا يهم، المهم أن أتناول هذه الفطيرة الرائعة الموت اللذيذ في عيد ميلادي ميس دورا بانر العزيزة. أشرق وجه دورا بانر بالسرور وهي تقول: إنني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن امتناني لك يا عزيزتي ليتي، إن هذه أول مرة في حياتي أشعر بكل هذا الاهتمام، إنه حقا عيد. ولقد حضر الكولونيل إستر بروك أيضا وأحضر معه علبة حلوى فاخرة، كما حضر عدد كبير من الجيران حيث أخذوا يأكلون ويشربون ويتبادلون الحديث. قالت ميس هانش: لكن لماذا قرر المفتش كرادوك تأجيل جلسة التحقيق لمدة أسبوع؟ فقال باتريك وهو يضحك: من المؤكد أنه يشك فينا جميعا. فصاحت ميسيس إستر بروك قائلة بضيق: ولماذا يشك فينا؟ حدج الكولونيل باتريك بنظرة شزراء وقال: لا تهتمي بذلك يا عزيزتي. ولكن باتريك تجاهل الكولونيل وقال: إن المفتش كرادوك يشك في وجود شخص ما
يتربص لعمة ليتي، ولذلك فقد ترك أحد رجاله هنا للحراسة. فقالت ميسيس سوتنهام: ما هذا يا باتريك؟ لقد انزعجت ميس بانر وها هي تبكي. كلا، فلا يوجد أحد هنا يريد قتل ليتي العزيزة. وتوتر جو الحفلة، فقال أدموند: كل ما في الأمر أن باتريك كان يمزح. ترى لماذا لم تحضر ميسيس هارمون ضيفتها ميس ماربل، تلك المرأة التي تدس أنفها في كل شيء؟ قالت جوليا: لو كانت ميسيس هارمون هنا لقالت: إنني أخشى أن يكون القاتل كامنا في مكان هنا حتى يقتلك يا ميس بلاكلوك. وبعد قليل بدأ الضيوف في الانصراف تباعا، وبعد أن انصرفوا قالت ميس بلاكلوك لدورا: كانت حفلة رائعة يا دورا، هل استمتعت بها؟ نعم، ولكنني الآن أشعر بصداع رهيب. قالت جوليا ضاحكة: من المؤكد أنه مفعول الفطيرة الموت اللذيذ. سوف أتناول قرصين من الأسبرين ثم آوي إلى فراشي. وبعد أن صعدت دورا إلى الطابق الثاني قال باتريك لمس بلاكلوك: هل أذهب لأدخل البط والدجاجة إلى الحظائر يا عمتي؟ حتى تترك الباب الجانبي مفتوحا كما حدث من قبل؟ كلا يا عمتي، وأكد لك أنني سأغلقه جيدا. وبعد أن انصرف قالت جوليا: هيا بنا نتناول كأسا من الشراب يا عمتي حتى نهضم هذا الطعام الدسم. لا بأس يا عزيزتي، إننا لم نعتد هذا اللون من الطعام. عادت دورا وهي بادية القلق والاضطراب، فقالت لها ليتي: ماذا بك يا دورا؟ إنني لا أجد أنبوب الأسبرين التي اشتريتها صباح اليوم، لقد وضعتها في مكان ما ولكنني نسيته الآن. لا تنزعجي يا عزيزتي، يمكنك أن تأخذي قرصين من العلبة الموضوعة بجوار فراشي. فقالت جوليا: سوف أستدعي ميدسي لتتناول معنا كأسا من الشراب، إنها تستحق التهنئة على هذه الفطيرة الرائعة. وبعد قليل حضرت بصحبة ميدسي، ثم حضر باتريك وقال: فلنشرب جميعا نخب أعظم طاهية في أوروبا. فقالت ميدسي باشمئزاز: إنني لست طاهية، لقد كنت سيدة محترمة في وطني. إننا لا نقصد إهانتك يا عزيزتي ميدزي، فلنشرب نخب الموت اللذيذ. الفصل الثامن. ذهب المفتش كرادوك بعد عودته من اسكتلندا إلى رئيسه مستر ريدستال ليقدم إليه تقريرا عن رحلته. وبعد أن أطلع الرجل على التقرير قال: يبدو أن باتريك وجوليا هما بيب وآيم التوأمان، ولكن يجب أن نتأكد أن ميس بلاكلوك لم ترهما منذ كانا صغيرين. لقد تأكدت ميس ماربل من هذه الحقيقة حيث أخبرتها ميس بلاكلوك بذلك صراحة، إذن فقد تأكد الشك. كلا يا سيدي، إن الأمر لا يزال معقدا للغاية، فقد تأكدنا أن أوراق باتريك سليمة وأنه التحق بالبحرية خلال الحرب، وقد أرسلت خطابا إلى ميسيس سيمونز التي تقيم في جنوب فرنسا، فقالت لنا إنها أرسلت ابنها وابنتها للإقامة مع ميس بلاكلوك. وكيف نعلم أنها هي ميسيس سيمونز؟ فربما كانت هي سونيا تنتحل شخصيتها. نعم، لقد خطر لي ذلك، وهذا ما دفعني لأن أقول لك إنها مسألة معقدة، فلا بد من القيام بالمزيد من التحريات. قدم المستر ريدستال مجموعة من الأوراق للمفتش وهو يقول: هذا تقرير عن نشاط ضيوف ميس بلاكلوك قبل وقوع الحادث. وبعد أن طالع كرادوك التقرير قال: أهم ما ورد في هذا التقرير هو أن بإمكان أي شخص من أهل البلدة أن يدخل إلى منازل الآخرين في أي وقت يشاء، ولذلك فقد كان في استطاعة هذا الشخص المجهول أن يدخل إلى منزل ميس بلاكلوك ويقوم بتشحيم الباب الرابع. نعم، هذا ما خطر ببالي بعد أن طالعت التقرير، ولكن الوقت يمر بسرعة يا كرادوك، وأخشى أن ينجح هذا المجرم في قتل ميس بلاكلوك قبل وفاة ميسيس جويدلر. نعم، فلا أعتقد أنه سيدع هذه الفرصة الثمينة تفلت من بين يديه، كما أن هذا المجرم يعلم أننا نعمل بسرعة على اكتشاف حقيقة كل شخص في البلدة وخاصة ضيوف الحفل.
ولذلك فإنه لن ينتظر حتى نعرف حقيقته، وأعتقد أنه سيعمل على أن يضرب ضربته في أسرع وقت ممكن. نعم، إن هذا يجعلنا نعمل بسرعة ونتخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع جريمة قتل أخرى. ولا تنسى أن هذه الثروة الضخمة. ولكن جرس التليفون قطع عبارته. كان المتحدث هو الشرطي ليك، وأخذ مستر ريدستال يستمع في صمت بينما كان كرادوك يراقب وجهه الذي ظهر عليه الاضطراب الشديد. وأخيرا قال المفتش: حسنا يا ليك، سوف يكون المفتش كرادوك عندك بعد قليل. وبعد أن وضع ريدستال السماعة قال له كرادوك: ماذا حدث يا سيدي؟ هل نجحوا في قتلها؟ ليست هي التي ماتت، لقد ماتت دورا بانر. تناولت قرصين من الأسبرين من علبة موضوعة بجوار فراش ميس بلاكلوك ثم نامت، وقد حصل الطبيب على قرص من العلبة وأرسله للتحليل وقال إنه لا يشبه أقراص الأسبرين. وهل ماتت؟ نعم، ماتت أثناء نومها، فمن الواضح أنها أقراص من المخدر السام. وبعد ساعات سوف نعرف كل شيء. يا له من مجرم شديد الدهاء، يبدو أن ميس بلاكلوك كانت خائفة من حدوث شيء كهذا ليلة الحفلة كما ذكر لي باتريك. لقد رفضت أن يشرب المدعوون من زجاجة مفتوحة وطلبت منه إحضار زجاجة جديدة. من المؤكد أن الذي وضع لها هذه الأقراص السامة من الذين يقيمون في المنزل. لماذا لا يكون هو أحد المدعوين؟ إن الجميع كانوا لديها ليلة أمس للاحتفال بعيد ميلاد دورا بانر. الكولونيل إستربروك وزوجته ومس هانشل ومس مارغريت رويد وفيليبا هايمز وجوليا وباتريك ومس سوتنهام وابنها آدموند والطاهية ميتزي أيضا، الجميع حضروا فيما عدا ميسيس هارمون. فقال المفتش: نعم، وقد كان بوسع أي شخص منهم أن يتسلل إلى غرفة ميس بلاكلوك ويضع هذه الأقراص السامة في الزجاجة، وكان ذلك أيضا في وسع أي شخص من الذين يقيمون في المنزل. إن هذا الأمر محير للغاية. قالت ميسيس هارمون لميس ماربل: أرجو أن تخبري ميس بلاكلوك أن مستر هارمون سوف يحضر من زيارته لأحد المرضى ويكون في خدمتها ابتداء من ظهر اليوم. جلست ميس ماربل في غرفة الاستقبال وهي تدير عينيها في الغرفة وتفحص كل شيء بدقة، وتذكرت ما قالته الراحلة دورا عن الأباجورة التي تلاعب باتريك في أسلاكها حتى يقطع التيار الكهربي عن المنزل. كانت الأباجورة الموضوعة على المنضدة على شكل تمثال الراعي المصنوع من الخزف. فقالت لنفسها: قالت دورا أن التمثال على شكل راعية غنم، ولكن هذه الأباجورة على شكل راع، فلابد أن هناك من استبدل الأباجورة وأخفاها حتى لا يتوصل المحققون إلى أن هناك من عبث بالأسلاك. ولكن أين الأباجورة الأخرى؟ لابد أن شخصا ما وضعها في غرفة المهملات أو في حظيرة الدواجن، حيث كان باتريك يقف وهو يحمل في يده ريشة ووعاء يحتوي على زيت التشحيم. ترى هل باتريك هو نفسه بيب؟ إنه شاب طويل القامة وسيم من النوع الذي يعجب النساء، ولكن التحريات أثبتت أنه كان ملتحقا بالبحرية خلال سنوات الحرب، كما أن أوراقه سليمة. دخلت ميس بلاكلوك إلى قاعة الاستقبال وما كادت ميس ماربل تراها حتى شعرت بالحزن الشديد، فقد بدا الحزن على وجه المرأة الذي ازداد شحوبا وامتلأ بالتجاعيد كما لو كانت كبرت سنوات في هذا اليوم. قالت ميس ماربل: لقد حضرت إليك لأسلمك هذه المذكرة من الأبي جوليان هارمون وبها ترتيبات الجنازة، وأبلغك أنه سوف يحضر بعد الظهر كما سوف تحضر ميسيس هارمون بعد أن تنتهي من زيارتها للمستشفى. أشكرك يا ميس ماربل، تفضلي بالجلوس. أخذت ميس بلاكلوك تبكي وهي تطالع ترتيبات الجنازة وتتذكر صديقتها الحبيبة. فقالت ميس ماربل: إننا نعلم مدى خسارتك في صديقتك المخلصة،
ولكن ليس أمامنا إلا الصبر. فقالت ميس بلاكلوك وهي تشهق بالبكاء: إنها الوحيدة التي تربطني بالماضي، وبفقدها فقدت كل شيء في الحياة. لا شيء يمكن أن يعوضني عنها وعن إخلاصها. لقد أصبحت وحيدة تماما. إنني أقدر حزنك عليها يا ميس بلاكلوك، فمن المحزن أن يفقد المرء آخر صديق يذكره بأيام الصبا. نهضت ميس بلاكلوك وقالت: سوف أكتب رسالة قصيرة للأبي هارمون. إن أصابعي تؤلمني بشدة بسبب الروماتيزم اللعين. وبعد أن انتهت من الرسالة سلمتها إلى ميس ماربل وطلبت منها أن تقوم بتسليمها إلى القس. وفي هذه اللحظة دخل المفتش كرادوك وما كاد يرى ميس ماربل حتى انقلبت سحنته ونظر إليها بامتعاض، بينما قالت هي: حسنا، سوف أنصرف يا ميس بلاكلوك حتى يتمكن مستر كرادوك. فقطعها المفتش قائلا بخشونة: هل حضرت حفلة عيد ميلاد ميس دورا مساء أمس؟ كلا، لم أحضرها أنا ولا ميسز هارمون. إذن فلن أكون بحاجة إليك. فانصرفت وهي تشعر بالخجل. فقال المفتش: إنني أشعر بالضيق من هؤلاء العجائز الذين يدسون أنوفهم في كل شيء، ولكنها جاءت لتسلمني رسالة من الأب هارمون. أعتقد أنها جاءت بدافع الفضول ولمعرفة تفاصيل حادث الأمس. إنني أعرف هذا الصنف جيدا. إنها سيدة رقيقة ومسالمة. أخشى أن تكون هي الضحية الثالثة لهذا المجرم الخفي. إنني حقا أشعر بالحزن لوفاة دورا بانر، لكن كان يجب أن أكون أكثر حذرا. وماذا كان بوسعنا أن نفعله؟ معك حق، لقد كان المجرم في غاية البراعة والدهاء عندما وضع هذه الحبوب السامة في زجاجة الإسبرين. ولكن من هو الذي فعل هذا؟ اضطربت ميس بلاكلوك وهي تقول: لست أدري، أقسم لك أنني لا أعرف شيئا. لقد ذهبت لمقابلة ميسيس جويتلر في قصرها بسكوتلندا، وتأكدت أن موتك لا يهم إلا شخصين، هما بيب وآيما، وأرجح أن يكونا هما باتريك وجوليا. ترى هل يمكنك أن تتعرفي على أمهما سونيا بعد كل هذه السنوات؟ إن هذا شيء لم أتخيله. لقد مرت 30 سنة منذ رأيتها لآخر مرة، ولابد أنها تركت آثارها عليها وجعلتها امرأة عجوز. هل تذكرين شكلها وصفاتها المميزة؟ نعم، كانت ضئيلة الجسم، بنية الشعر، شديدة المرح. من المؤكد أنها فقدت روح المرح الآن. ألا تحتفظين بصورة شخصية لها؟ فكرت لتيتا بلاكلوك قليلا ثم قالت: أعتقد أن لدي بعض الصور الصغيرة، وهي التي تم التقاطها لها في بعض المناسبات. على الأقل توجد لدي صورة واحدة في الألبوم. أرجو أن أطلع عليها، هذا إذا سمحت بالطبع. بالطبع، ولكن المشكلة هي أن أتذكر أين وضعت الألبوم. سوف أبحث عنه. أريد أن أسألك سؤالا هاما، ترى هل يمكن أن تكون ميسيس سوتنهام مثلا هي سونيا؟ كلا، إن زوجها كان موظفا في الهند ثم في هونغ كونغ. إنها تدعي ذلك، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة، فلم يرها أحد. في الحقيقة أنا أشعر بالحيرة. ويمكننا أن نفترض أن أي سيدة تبلغ 55 من عمرها هي سونيا جويدلر. ماذا عن ميس هانشلف؟ كلا، إنها طويلة للغاية. وميس مارغريت رويد؟ كلا، لا يمكن أن تكون مارغريت رويد هي سونيا جويدلر. أعتقد أن بصرك ضعيف يا ميس بلاكلوك، أليس كذلك؟ نعم، إنني أعاني من قصر النظر. حسنا، أرجو منك إحضار الألبوم حتى نطلع على صورة سونيا وهي صغيرة، ومن خلالها يمكننا بما لدينا من خبرة أن نعرفه إذا كانت هنا. ولكنني لا أتذكر أين وضعت الألبوم، ربما كانت جوليا تعرف. سوف أستدعيها حالا. وعلى الفور ذهب المفتش إلى المطبخ حيث وجد ميتزي التي ما كادت تراه، حتى قالت بعصبية: إنني لا أعرف أي شيء
فلا تحاول أن توجه إلي أي أسئلة. تركها المفتش وصعد إلى الطابق الثاني، وراح ينادي على جوليا التي خرجت من باب صغير أسفل السلم، فنظر إليها بدهشة فقالت له: لقد كنت في الكرار، هل تبحث عني؟ نعم، هل تعرفين أين ألبوم الصور؟ لقد وضعناها في الخزانة التي توجد بغرفة المكتبة، سوف أبحث عنه. ثم هبطت السلم بسرعة ودخلت إلى المكتبة وفتحت الخزانة وأخرجت منها ألبومين للصور، فتناول المفتش كرادوك أحدهما وراح يقلب صفحاته. بعد قليل جاءت ميس بلاكلوك وقالت: نعم، لقد وضعناهم هنا في المكتبة، كيف نسيت ذلك؟ سوف تجد صورا لسونيا في الألبوم الثاني في الصفحة الثالثة أو الرابعة. وعلى الفور فتح المفتش الألبوم على الصفحة الثالثة، ولكنه تلقى مفاجأة قاسية. كانت الصفحة خالية من الصور، بينما قرأ العبارات التالية: أنا وسونيا وراندال، بيلا وسونيا على الشاطئ، أنا وشارلوت وراندال. شعر المفتش بالغضب الشديد فقال بحدة: من المؤكد أن شخصا ما قام بانتزاع هذه الصور من الألبوم، وأعتقد أنه قام بذلك منذ وقت قريب. قالت ميس بلاكلوك بدهشة: نعم، لقد كانت الصور موجودة بالألبوم عندما شاهدته لأول مرة، أليس كذلك يا جوليا؟ نعم يا عمتي، كانت كل الصور موجودة. من المؤكد أن هناك شخصا عمد إلى نزع صور سونيا جويدلر من الألبوم. استولت الحيرة على المفتش كرادوك، فوقف في الصالة يفكر، ثم خطرت بباله فكرة طارئة: ترى ماذا كانت جوليا تفعل في الكرار؟ تلفت حوله ثم أسرع يرتقي السلم إلى غرفة الكرار، ثم دفع الباب برفق فانفتح على الفور، فدخل ثم أغلق الباب خلفه وأخذ ينظر حوله. وجد بعض الأثاث القديم والملابس والحقائب والأوراق والأواني، كما وجد حقيبة مغلقة، وعندما فتحها وجد بداخلها بعض الملابس القديمة، وأدرك أنها ملابس شارلوت شقيقة لتيتا بلاكلوك الراحلة، كما وجد حافظة أوراق فتحها فوجد بها عددا كبيرا من الرسائل، وأدرك أنها خاصة بشارلوت، فتح إحداها وطالع ما يلي: عزيزتي شارلوت، لقد تحسنت صحة بيلا جويدلر، أصطحبناها معنا في رحلة ترفيهية، وقد صاحبنا مستر راندال جويدلر في هذه الرحلة، وهو في غاية السعادة لارتفاع قيمة الأسهم. وأدرك أن رسالة موجهة من لتيتا إلى أختها شارلوت، ثم تناول رسالة أخرى من لتيتا إلى أختها أيضا وقرأ: أختي الحبيبة، كما أتمنى أن تخرجي من هذه العزلة التي تفرضينها على نفسك وأن تقابل الناس، إنك غير مشوهة إلى هذه الدرجة التي تتخيلينها، كما أن الناس لا يهتمون بهذه الأمور. وتذكر المفتش كرادوك حديث ميسيس جويدلر عن مرض شارلوت المزمن والذي شوه منظرها، وأدرك أن لتيتا كانت تحب أختها حبا صادقا وتتألم من أجلها وترسل إليها بتفاصيل حياتها حتى تخرجها من عزلتها وتحبب إليها الحياة، كما كانت ترسل إليها ببعض الصور. شعر كرادوك أنه يقترب من هدفه كثيرا، وأن كل ما عليه هو أن يطالع بعض الرسائل حتى تتكشف له الأمور. لابد أن هناك الكثير من الأحداث والتفاصيل التي ذكرتها لتيتا في هذه الخطابات، وقرر أن يحمل حافظة الرسائل كلها معه. غادر الكرار ومكد يغلق الباب حتى وجد أمامه ميس بلاكلوك التي نظرت إليه بحدة وقالت: أهذا أنت؟ لقد ظننت أن هناك لصا يختبئ في الكرار، هل تسمحين لي بالاطلاع على هذه المجموعة من الرسائل التي أرسلتها إلى أختك شارلوت؟ ولماذا؟ وما علاقة ذلك بالتحقيق في هذه الجرائم؟ أعتقد أنني سوف أجد فيها ما يلقي الضوء على هذه الألغاز المعقدة، إنها رسائل شخصية عادية ولن تجد فيها شيئا جديدا، أو ما يتعلق بسونيا التي عملت مع أخيها سنتين ثم انفصلت عنه وتزوجت، إنني لا أمانع من الاطلاع عليها،
ولكنني رغم ذلك واثق من وجود بعض المعلومات التي ستعينني في كشف غموض هذه القضية المعقدة. ولا تنسي أن المجرم قد يرتكب جريمة ثالثة. معك حق، لقد ماتت دهر العزيزة لأنها تناولت أقراصا سامة كانت موضوعة في علبتي، وكنت أنا المقصودة بالقتل. ومن يدري، فربما يحدث ذلك لباتريك أو جوليا أو فيليبا. فربما يدس القاتل السم في كأس من الشراب أو الطعام. حسنا، فلتأخذ الرسائل، وأتمنى لك التوفيق في مهمتك الشاقة. وبدا عليها التأثر العميق، ثم بحركة تلقائية وضعت يدها فوق العقد اللؤلؤي المقلد ذي الحبات الضخمة. ولفتت هذه الحركة نظر المفتش وتعجب، فلماذا تتزين هذه السيدة الأنيقة بهذا العقد الضخم القبيح المنظر؟ قالت ميس بلاكلوك: أرجو أن تحرق الرسائل بعد أن تقرأها، إنها لا تهم أحدا آخر غيري، وأنا قد انتهيت تماما. ذهب المفتش كرادوك إلى منزل القسي هارمون، حيث وجد ميس ماربل تجلس مع هارمون وزوجته وقد استغرقت في غزل الصوف، فحدثها عن الرسائل التي عثر عليها، ثم قدم إليها إحداها وقال: أرجو أن تقرأي هذا الخطاب. لقد كانت لتيتا بلاكلوك تذكر لأختها كل تفاصيل حياتها حتى تسليها وتبعدها عن الملل، ويبدو أن والدها كان رجلا غبيا عنيدا صلب الرأي، وأعتقد أنك قادرة على فهم هذه الرسالة أكثر مني. تناولت ميس ماربل الرسالة وطالعت ما يلي: عزيزتي شارلوت، لقد كنت مشغولة بإحدى المشاكل العائلية المعقدة، ولذلك فلم أكتب إليك منذ يومين. إن سونيا أخت راندال، هل تذكرينها؟ إنها هي التي خرجت معك للنزهة في إحدى المرات بسيارتها. قد أحبت شابا أجنبيا وسيما، ولكنه للأسف سيء الأخلاق، وبالطبع رفض راندال أن تقترن أخته بمثل هذا الشاب الفاسد، ولكنها تمسكت برأيها وثارت مشادة عنيفة بينها وبين أخيها. ولأول مرة أعرف أنها عصبية إلى هذه الدرجة، وقد كنت أظنها وديعة، وكلما نجحت في تهدئة الأمور تشاجرا مرة أخرى وهكذا. وقد ألقى راندال بعبء العمل كله علي، فهو ليس في حالة طيبة، كما منحني السلطات المطلقة لممارسة العمل، وهو شديد الثقة، في حيث قال لي بالأمس: إنني سعيد للغاية لوجود سكرتيرة عظيمة مثلك معي، ولا أعتقد أنك ستخدعين يوما كما خدعت أختي في هذا الشاب الفاسد. فقلت له: لا أعتقد أنني سأقع في الحب أبدا. أما بيلا زوجة راندال، فهي تقول إن من حق سونيا أن تتزوج ممن تحبه، وأن تبعة اختيارها تقع على عاتقها هي وحدها، فهي ثرية وليست في حاجة إلى أموال أخيها، ورغم ذلك فهي لا تريد أن تقاطع أخاها لأنها تحب المال حبا شديدا. ترى كيف حال أبي؟ أرجو أن تبلغيه سلامي، أرجو أن تخرجي من عزلتك قليلا وأن تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصة، كما أرجو أن تتحسن حالتك بتناول عقار الأيودين، فقد سمعت أنه يحقق نتائج فعالة. أختك المخلصة لتيتا. وبعد أن انتهت ميس ماربل من قراءة الرسالة أعادتها إلى كرادوك وهي تقول: من الواضح أن لتيتا كانت شديدة الاهتمام بأختها. وفجأة قالت: ترى هل عرفتم صاحب المسدس الذي قتل به الشاب رودي كيرز؟ كلا للأسف، إنني لا أعرف أحدا في شبن كاليغورن يمتلك مسدسا. فقالت زوجة القس: إن الكولينيل إستر بروك يمتلك مسدسا ويحتفظ به في درج خزانة الملابس. وكيف عرفت ذلك؟ من الخادمة الثرثارة بات، فهي تدخل كل البيوت، لقد ذكرت ذلك منذ نحو 6 أشهر. الكولونيل إستر بروك، إن الأمر محير للغاية. فقالت ميس ماربل: ميسيس هارمون، أرجو أن تطلعي المفتش كرادوك على الرسالة التي وردت من ميس لاتيتا. فتناول كرادوك الرسالة القصيرة وقرأ: إذا لم تجديني في البيت في يوم الخميس، فيمكنك أن تتركيه في المكان المتفق عليه في أي وقت بعد الساعة 3. قال المفتش: إنها تبدو رسالة غامضة، إنني لا أفهم شيئا.
إننا هنا نتبادل الطعام حتى نتحايل على نظام البطاقات التموينية، ففي يوم الخميس سوف أحصل على كمية من الزبد ثم أقوم بعد ذلك بتوزيعها سرا على الجيران. وفي هذه الرسالة تطلب مني مس بلاكلوك أن أترك لها نصيبا من الزبد في الموضع المتفق عليه في منزلها. فضحك المفتش وقال: إن هذا يجري تحت عيوننا نحن ورجال الشرطة، ولكن ما علاقة هذه الرسالة بالجريمة والمجرم المجهول؟ إننا الآن بصدد البحث عن سونيا، وقد وجدت صورتين في الرسائل ولكنهما لا تشبهان سونيا. لقد أخبرتني لتيتا أنها ضئيلة الجسم، بنية الشعر، ولكن ألم تجد شيئا هاما في الرسالة التي قدمتها لك يا مس ماربل؟ بل إنها توحي إلي بالكثير. اقرأ مثلا هذه العبارة: أرجو أن تهتمي بصحتك وبشؤونك الخاصة. نظر إليها كرادوك بدهشة، وهنا رن جرس التليفون، وكان المتحدث هو مستر ريدستال الذي سأل كرادوك عن التطورات، فأخبره عن موضوع الرسائل، ثم طلب منه الحضور ومعه هذه الرسائل. الفصل التاسع. وقعت حادثة صغيرة أضاءت الطريق أمام مس ماربل. كانت جالسة في منزل آلي هارمون تغزل الصوف عندما مرت القطة بجوار سلك الأباجورة وأخذت تقدمه بأسنانها. ورأت مس ماربل جزءا صغيرا مكشوفا من السلك، فقالت لمسز هارمون: إن القطة تحسب أن السلك شيء حي. ثم أبعدت القطة عن السلك فوثبت مبتعدة لتصطدم بإناء الزهور وينسكب بعض الماء على الجزء المكشوف من السلك، وعلى الفور انبعثت شرارة من الضوء، وسمعت مس ماربل صوت فرقعة خفيفة، ثم انطفأت الأنوار كلها. فقالت مسز بانش: لقد حدث ماس كهربائي واحترق جزء من سطح المائدة، لا تنزعجي يا عمتي. فقالت مس ماربل بهدوء: إنني لم أنزعج يا عزيزتي، بل سعيدة لهذه المصادفة الرائعة. لم تفهم مسز هارمون شيئا وقالت: سوف أذهب لإصلاح الكهرباء وإحضار أباجورة أخرى لك. كلا، لا داعي لذلك يا عزيزتي، يمكنك أن تذهبي إلى موعدك الآن، فأنا لست في حاجة إلى الضوء. وجلست مس ماربل وحدها تفكر بهدوء. تناولت ورقة وقلما وكتبت مصباح الأباجورة، ثم واصلت الكتابة بسرعة. جلست مس هانشليف مع صديقتها مارغريت رويد في هذا المساء، وكانتا تتناقشان في أمر هذه الجريمة المحيرة. قالت هانش: حاولي أن تتذكري جيدا يا مارغا. وما الذي أتذكره يا هانش؟ إن الجميع يعرفون موضوع الباب المغلق في قاعة الاستقبال، وكيف قام شخص مجهول بتشحيمه قبل الحادث، ولماذا فعل ذلك؟ حتى يتسلل منه إلى داخل القاعة ليطلق الرصاص من وراء رودي كارس، ثم يقتله ويلقي المسدس بجانبه، ثم يخرج من الغرفة من خلال هذا الباب. فقالت مارغا بدهشة: وهل هذا هو الذي حدث فعلا؟ نعم، لقد كان رودي يمسك البطارية بإحدى يديه ويمسك الباب باليد الأخرى حتى لا يغلق الباب من تلقاء نفسه كما يحدث دائما. ترى من هو هذا الشخص يا هانش؟ من المؤكد أنه شخص آخر غير رودي كارس، لا شك أنه كان أحد الضيوف، وهو أيضا الذي وضع الأقراص السامة في زجاجة الإسبرين. لماذا لا يكون شخصا من خارج الغرفة؟ لأنه لو كان كذلك لما احتاج لتشحيم الباب حتى يتحرك بسهولة. لا شك أنه أحد الذين كانوا بغرفة الاستقبال ليلة الحادث، كما كان هناك ليلة الاحتفال بعيد ميلاد دورا. وكيف فعل ذلك؟ يمكنه أن يذهب إلى غرفة مس بلاكلوك وهو في طريقه إلى دورة المياه. لقد ذهبت مسز سوتنهام إلى غرفة نوم مس بلاكلوك لإصلاح زينتها. وهل تعتقدين أنها هي؟ كلا، إنني لا أعرف شيئا، إنني أريدك الآن أن تتذكري كل شيء. إنني لم أرى أي شيء يا هانش، حتى ذلك الشخص المقنع لم أره وهو يقف حيث كنت خلف الباب تقريبا. لقد كنت أنظر إلى داخل الغرفة بينما كان هذا الشبح يحرك بطاريته فوق الوجوه. هذا رائع، فأنت الوحيدة التي كنت تنظرين إلى داخل الغرفة.
نعم، وأذكر أيضا أن الباب قد ارتطم برأسي عند فتحه. حسنا، أي أنك كنت واقفة خلف الباب الرئيسي للقاعة، بينما كنت أنا أقف بجوار المدفأة الأولى. أما باتريك فقد دخل إلى الجزء الخلفي من القاعة لإحضار بعض الشراب. نعم، إنني أتذكر ذلك، وأعتقد أن أحد الرجال تبع باتريك. هل تذكرين من هو يا مارغا؟ هل هو آدموند أم الكولونيل إستربروك؟ كلا، إنني لا أتذكر. من المؤكد أن هناك شخصا آخر في الجزء الخلفي لقاعة الاستقبال. نعم، أعتقد أنها فيليبا هايمز التي دخلت إلى القاعة قبل انطفاء النور بلحظات. نعم يا هانش، لقد رأيت فيليبا وهي تعبر إلى الجزء الخلفي للقاعة. يمكننا الآن أن نتصور الوضع في قاعة الاستقبال في لحظة انطفاء الأنوار. في الجزء الخلفي كان يوجد كل من باتريك وفيليبا هايمز وواحد من آدموند أو الكولينيل إستربروك. أما في الجزء الأمامي فكان يوجد ميسيس هارمون وميسيس سوتنهام وميس بلاكلوك وميس بانر وميسيس إستربروك وجوليا وأنت وأنا بالطبع. نعم، ولكن في موقفك لم يكن باستطاعتك رؤية الجزء الخلفي من القاعة، ولذلك فمن الجائز أن يكون أحدهم هو الذي تسلل عبر الباب المغلق وارتكب الجريمة ثم عاد. ربما، وهذا الاحتمال ينطبق أيضا على أولئك الذين كانوا في الجزء الأمامي للقاعة. بالطبع، فلا يوجد أي مانع. أرجو منك أن تستجمعي كل أفكارك وتحاولي تذكر كل ما رأيت في ضوء البطارية وهو يتحرك على الوجوه. أغلقت مارغا عينيها وقالت: إنني أتذكر المقعد الكبير والزهور فوق المنضدة، ولكن الضوء لم يصل إليك يا هانش. هانش، لقد تذكرت شيئا. فارتعدت ثم قالت: نعم، آنية الزهور، ثم وجه دورا بانر التي كانت ترتعد، ثم وجه ميسيس هارمون وكانت تجلس على الأريكة وتضع يدها على عينيها. وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون، فتناولت هانش السماعة ثم قالت بحدة: لماذا لم يتصل بي أحد منذ الصباح؟ كيف تترك هكذا بدون طعام أو شراب حتى الآن؟ سوف أحضر حالا. بينما كانت مارغا ما تزال تتذكر الوجوه في ليلة الحادث فقالت: وأتذكر تحرك الضوء على المنضدة الكبير ثم المنضدة ووسط الغرفة والطلقات النارية و... إن هذا شيء عجيب، كيف أفسر ذلك؟ ثم ألقت هانش السماعة بعنف وقالت: لقد كانت كلبة كلارا في المحطة منذ الصباح دون طعام أو شراب، وقد تذكر الناظر الآن أن يتصل بي. سوف أذهب للمحطة حالا. انتظري لحظة يا هانش، إن هذا الأمر غريب حقا، سوف نتحدث بعد عودتي، لن أتغيب طويلا. ثم انطلقت هانش بسيارتها إلى المحطة، فقالت مارغا: إن العجيب أنها لم تكن في القاعة. كانت الجنازة تسير مبتعدة عن منزل مارغا التي أخذت تراقبها بحزن، بينما تساقطت قطرات من المطر فأسرعت إلى الفناء لتجمع الملابس قبل أن تبتل. وبينما هي تفعل سمعت وقع أقدام من خلفها فالتفتت وقالت: مرحبا بك، سوف تبتل الملابس من هذه الأمطار، يمكنك الدخول إلى الغرفة وسوف ألحق بك حالما أنتهي من جمع الملابس. وهل يمكنني مساعدتك يا عزيزتي؟ إن هذا هو شالك الصوفي ملقا على الأرض، سوف أضعه حول عنقك. أشكرك. ولكن مارغا فزعت عندما وجدت الشال يضيق حول عنقها وهاتان اليدان تجذبان طرفيه بقوة. شعرت بأنها تختنق ثم سقطت على الأرض وقد جحظت عيناها. في الطريق رأت هانش ميس ماربل وهي تسير تحت المطر، فتوقفت بسيارتها وقالت لها: ميس ماربل، تفضلي بالركوب معي قبل أن تبتل ملابسك، من الواضح أن المطر سوف يزداد، لماذا لا تأتين معي إلى البيت؟ فإنني أنا ومارغا نناقش هذه القضية وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج هامة. وافقت ميس ماربل وركبت بجوار هانش.
وعندما توقفت السيارة في الفناء وجدت هانش أسراب البط والدجاج تمرح، فقالت: ما هذا؟ يبدو أن مارغ المهملة لم تدخل الدجاج والبط إلى الحظائر. آه، ما هذا أيضا؟ لقد سقطت الملابس كلها في الوحل. ترى ماذا حدث؟ إن كلبة كلارا تتشمم الملابس وتعوي عواء غريبا. اقتربت هانش من كومة الملابس فلمحت قدمي مارغا تبرزان من تحتها، فأطلقت صرخة فزعة وكادت تقع مخشيا عليها. أزاحت ميس ماربل كومة الملابس فوجدت مارغا ترويد جثة هامدة. تصلب جسد هانش وهي تقف أمام جثة صديقتها وقالت: أقسم أن أقتل هذه المجرمة التي قتلتك يا مارغا. ماذا تقولين؟ مجرمة؟ هل هي قاتلة؟ نعم، إنها إحدى النساء الثلاث، وإنني أشك في أمرها منذ وقت طويل. سوف أخطر البوليس ثم أعود إليك لأخبرك بما توصلنا إليه أنا ومارغا قبل أن أغادر البيت. إنني السبب في كل ما حدث، لأنني تدخلت فيما لا يعنيني. وبعد أن أبلغت هانش ما حدث إلى البوليس، عادت إلى ميس ماربل وأخذت تقص عليها كل ما دار بينها وبين مارغا، ثم قالت: وقد سمعتها تصرخ قائلة، ومن العجيب أنها لم تكن بالقاعة. أومأت ميس ماربل برأسها وقالت: هل أنت متأكدة من ذلك؟ نعم، لقد سمعتها بوضوح. حسنا، فهذا يؤكد كل ما توصلت إليه من خلال هذه الأحداث. كان المطر يهطل بغزارة بعد الظهر بينما أخذ ساعي البريد يوزع الخطابات. كان معه ثلاثة خطابات، اثنان لميس بلاكلوك والثالث لفيليبا هايمز. جلست فيليبا في غرفة الاستقبال وهي في غاية التعب والإرهاق، وأمامها قدح من الشاي الساخن. كان الخطاب من ابنها هاري، فطلعته بشغف. أما ميس بلاكلوك فقد تلقت مفاجأة قاسية. كان الخطاب الأول به فاتورة إصلاح السخان الكهربائي، أما الخطاب الثاني فورد به ما يلي: عمتي العزيزة ليتي، سوف أحضر إليك يوم الثلاثاء، وقد أخبرت باتريك بذلك منذ يومين ولكنه للأسف لم يرد، وأرجو أن يكون المانع خيرا. أما والدتي إليانور فسوف تعود إلى إنجلترا الشهر القادم، وهي تبعث إليك بتحياتها. سوف أصل إلى شبن كاليغورن في تمام الساعة 6:15 إذا سارت الأمور على ما يرام. المخلصة جوليا سيمونز. لم تصدق ميس بلاكلوك نفسها، فوضعت الخطاب على المائدة وأخذت تحملق فيه وتتساءل: إذا كانت جوليا هي التي أرسلت هذا الخطاب، فمن هي هذه الفتاة التي تقيم هنا في منزلي؟ وهل هذا الشاب الذي يقيم معها هو باتريك حقيقة، أم أنه بيب كما أعتقد؟ نظرت ميس بلاكلوك إلى فيليبا وقالت: هل باتريك وجوليا هنا؟ نعم، لقد رأيتهما يصعدان إلى الطابق الأعلى. أرجو أن تستدعيهما حالا، ولكن اقرأي هذا الخطاب أولا. قرأت فيليبا الخطاب وعلت وجهها علامات الدهشة وقالت: إن الأمر شديد الغموض، ما معنى كل هذا؟ ثم صعدت لاستدعاء باتريك وجوليا وعادت معهما، فقالت ميس بلاكلوك وهي تقدم الرسالة إلى باتريك: اقرأ هذه الرسالة وقل لي ما رأيك. وبعد أن قرأ الشاب الرسالة أطلق ضحكة عابثة وقال: لقد كنت أنوي مصارحتك بالحقيقة، ولكن لماذا لم أرسل إليها ببرقية؟ إنني غبي. لست أفهم، لماذا تضحك؟ هل هذه الرسالة من أختك جوليا حقيقة؟ نعم بالطبع. فقالت بحدة: إذن فمن تكون هذه الفتاة التي زعمت أنها أختك جوليا؟ إنها صديقتي، وقد التقيت بها عقب تسريحي من الخدمة، وعندما علمت بأنني سوف أحضر إلى هذه البلدة وأقيم معك طلبت مني أن أصطحبها على أن تنتحل شخصية أختي جوليا التي تهوى التمثيل، وكانت قد رحلت مع فرقة تمثيلية بدون علم أمي التي رفضت تماما هذه الفكرة. فزعمت أختي أنها سوف ترحل معي وتأتي للإقامة لديك يا عمتي لدراسة التمريض في المعهد العالي بملكستر، ثم التحقت بإحدى الفرق
التي لا أعرف مقرها. أي أن أختك رحلت للعمل مع فرقة تمثيلية، بينما أمك تعتقد أنها تقيم لدي هنا، وتعتقد أيضا أنها تدرس التمريض في مالكستر. من هذه الفتاة التي اصطحبتها معك؟ وطلقت ميس بلاكلوك الصدمة الثانية. دخلت جوليا المزيفة إلى الغرفة وقال باتريك: لقد انكشف كل شيء يا عزيزتي. لقد كنت أتوقع ذلك في كل لحظة. إنني في غاية الأسف يا ميس بلاكلوك، فقد خدعناك، ومن حقك أن تغضبي أشد الغضب. أريد أن أعرف من أنت. سوف أخبرك. أنا آيما التوأم، آيما أو جاكلين ستانفورد، ابنة سونيا جويدلر وديمتري ستانفورد. تجمدت ميس بلاكلوك في مكانها، بينما أخذت فيليبا تحملق في الفتاة بدهشة، بينما استطردت الفتاة. لقد انفصلت أمي عن أبي وأنا في الثالثة من عمري، فأخذت أمي بيب بينما كنت أنا من نصيب أبي الذي كان رجلا سيء الخلق. رغم وسامته وجاذبيته تركني في دير للراهبات عدة سنوات، ثم اختفى خلال سنوات الحرب ولم أعرف مكانه، وانضممت إلى قوات المقاومة الفرنسية ضد الألمان حتى تحررت فرنسا. وأخيرا عدت إلى إنجلترا، حيث علمت أن خالي جويدلر قد توفي وترك ثروة طائلة، وكنت أتمنى أن يكون قد أوصى لنا بشيء أنا وأخي. وعلمت أن الوصية تنص على حقنا في الوراثة إذا توفيت سكرتيرته ميس بلاكلوك قبل زوجته ميس جويدلر. وعلمت بعد ذلك أن زوجة خالي مريضة للغاية وأنها تقترب من الموت، فقررت أن أتصل بك بأي وسيلة حتى أثير عطفك علي وأجعلك توصين لي ببعض المال، فلا عائلة لي ولا أهل، أما ثروتنا فقد ضاعت في الحرب، قالت ميس بلاكلوك التي اكفهر وجهها. وماذا أيضا؟ كنت في حيرة شديدة، لا أعرف ماذا أفعل، عندما التقيت بباتريك سيمونز الذي أخبرني بأنه ذاهب إليك للإقامة معك ليلتحق بمعهد في مالكستر، والمفروض أن تكون أخته جوليا معه، وكان في أشد الحيرة ماذا يفعل. وكانت أمه قد أرسلت إليك خطابا تسأل عن باتريك وجوليا، وفي هذه الفترة كنا قد بدأنا نتبادل الحب أنا وباتريك، وكنت أنا التي اقترحت عليه أن أذهب معه للإقامة لديك منتحلة شخصية جوليا سيمونز، فأرجو أن تلتمس العذر لباتريك الذي أشفق علي لأنني يتيمة وفقيرة. ولكنكم ذكرتم الكثير من الأكاذيب لرجال الشرطة. إننا بالطبع لم نكن نعلم أن كل هذه الأحداث العجيبة سوف تقع، وأقسم يا ميس بلاكلوك أنني بريئة تماما من هذا الحادث ومن باقي الحوادث، فبرغم وجود دافع قوي لدي لقتلك إلا أنني من المستحيل أن أفكر في ذلك. وعندما أرسلت جوليا رسالة إلى أخيها باتريك تخبره فيها بأنها اختلفت مع مدير الفرقة وأنها ستحضر إلى هنا، طلبت منه أن يرسل إليها برقية عاجلة يطلب فيها أن تؤجل حضورها قليلا حتى تنتهي هذه المشاكل المعقدة، ولكنه لم يهتم بالأمر وانكشف كل شيء لنقع في هذا المأزق. ورغم ذلك فإنني لست حزينة، لقد شعرت بالراحة لأول مرة، حيث كنت أذهب كل يوم إلى مانشستر وأظل أتجول في الطرقات حتى تمر الساعات وأعود. فقالت ميس بلاكلوك: لقد كنت أعتقد أن بيب وآيما شخصيتان خياليتان، وأن سونيا كانت تكذب علي عندما ذكرت أنها أنجبت توأمين. إذا كنت أنت آيما فأين هو بيب؟ أقسم لك أنني لا أعرف عنه شيء، ولم أره منذ كنا في الثالثة من عمرنا، كذلك لم أرى والدتي سونيا منذ ذلك الوقت، ولا أعرف أي شيء عنهما. هل انتهيت من قولي كل ما تريدين؟ نعم، وأقسم لك مرة أخرى أنني بريئة تماما. لقد ذكرت أنك كنت عضوا في المقاومة الفرنسية، فمن المؤكد أنك تجيدين إطلاق النار. بالتأكيد، إنني بارعة للغاية في إصابة الهدف، ولو كنت أنا التي أطلقت النار لما كنت أخطأتك أبدا. وهنا سمع الجميع صوت سيارة تقف أمام الباب، فأطلت ميتسي برأسها ثم قالت: إنهم رجال البوليس، ترى متى سينتهي هذا الكابوس؟ ماذا يريدون؟
اندفع المفتش كرادوك في عنف إلى داخل القاعة وقال: لقد قتلت ميس مارغريت رويد، قام مجهول بخنقها. جوليا سيمونز، أين كنت اليوم؟ كنت في مالكستر ولم أعد إلا منذ فترة قصيرة. وأنت يا باتريك أين كنت؟ لقد عدت مع جوليا من مالكستر. كلا، لقد انكشف كل شيء يا باتريك. لقد عدت قبله يا سيدي، فوصلت في حوالي الساعة الرابعة وكنت أتمشى في طريق المزارع. أما في الطريق المؤدي إلى منزل ميس هانش وميس مارغا، لقد ذكرت لك الحقيقة. وفي هذه اللحظة رن جرس التليفون. كانت المتحدثة هي ميسيس هارمون التي طلبت أن تتحدث إلى المفتش كرادوك. قالت له: عندما عدت إلى هنا لم أجد ميس ماربل، ولكن هل حقا قتلت مارغريت رويد؟ نعم، كانت ميس ماربل مع هانش عندما اكتشف الجريمة. من المؤكد أنها ما تزال مع ميس هانش؟ كلا، لقد تركتها منذ حوالي نصف ساعة. ترى أين ذهبت؟ لقد اتصلت بالجيران كلهم ولم أجدها. أنني أشعر بالقلق الشديد عليها. سوف أحضر إليك حالا. أرجوك، لقد وجدت ورقة مكتوبة بخط ميس ماربل وبها بعض الكلمات الغامضة. قالت ميس بلاكلوك في لهجة تنم عن الجزع: ماذا حدث لميس ماربل أيضا؟ لقد اختفت. نظرت إليه ميس بلاكلوك في دهشة وأخذت تعبث بالعقد المزيف فوق جيدها بعصبية، وفجأة انفرطت حبات العقد ووقعت على الأرض. فصحت بجزع شديد وهي تضع يدها فوق صدرها: العقد، عقدي، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ وعلى الفور غادرت القاعة وهي في غاية الاضطراب. أخذت فيليبا تلتقط حبات العقد وهي تشعر بالدهشة البالغة، ثم قالت: إنها المرة الأولى التي أرى فيها ميس بلاكلوك مضطربة هكذا. هل يمكن أن يكون هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي؟ هل هو هدية قيمة من المليونير راندال جويدلر؟ أخذ المفتش يفحص حبات العقد ثم قال: ربما، فإذا كان هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي فلا شك أنه يساوي الكثير حقا، وربما كان هناك من يعرف القيمة الحقيقية له. ثم غادر الغرفة وهو يقول: إن مهمتنا الأولى هي العثور على ميس ماربل بسرعة قبل أن يحدث لها مكروه. قالت ميسيس هارمون: إننا في غاية القلق عليها، لقد شاهدتها جارتنا ميسيس جون وهي تتحدث مع السيرجنت فيلتشر منذ ربع ساعة. ربما كان فيلتشر يعرف مكانها. أين هي الورقة التي تركتها ميس ماربل؟ فأبرزت له ورقة صغيرة طالع فيها الكلمات التالية: الأباجورة، زهور البنفسج، أين هي زجاجة الإسبرين، الموت اللذيذ، شؤون، الصبر على قسوة الحياة، الأيودين، حبات اللؤلؤ، لوتي، مدينة بيرن، معاش الشيخوخة. فقال المفتش بعد أن فرغ من القراءة: أعتقد أنني بدأت أفهم كل شيء، ولكن ماذا تقصد بحبات اللؤلؤ؟ ترى هل كانت ميس بلاكلوك تضع حول عنقها هذا العقد دائما؟ نعم، وكنا نتعجب لذلك حيث أن شكله قبيح ولا يصلح للزينة. ربما كان هناك سبب آخر لتمسكها بالعقد. المهم الآن هو الوصول إلى ميس ماربل بسرعة. جلس الجميع بعد العشاء وقد استغرق كل منهم في أفكاره الخاصة، وكانت ميس بلاكلوك تبدو كئيبة لأول مرة ولم تحاول التظاهر بالمرح كعادتها، وكانت قد ارتدت العقد مرة أخرى. أما آيما فقد قالت: لم أتمكن من الرحيل اليوم يا ميس بلاكلوك، حيث رفض رجال البوليس ذلك، وأعتقد أن المفتش كرادوك سوف يصل بين لحظة وأخرى ليضع القيود الحديدية في يدي. أنا الآن مشغولة بالبحث عن ميس ماربل، فقال باتريك. هل قتلت هي أيضا؟ ولكن ما علاقتها بكل ذلك؟ ربما أخبرتها ميس مارغا بشيء ما. وراح الجميع يتحدثون عن هذه الجرائم، وفجأة صرخت ميس بلاكلوك بعصبية: أرجوكم، كفى،
كفى، فلنتحدث في أي شيء آخر، إنني أشعر بالخوف. وفي حوالي 8:30 رن جرس التليفون، وعندما رفعت مس بلاكلوك السماعة وجدته المفتش كرادوك الذي قال بلهجة حازمة: سوف أحضر إليك بعد حوالي ربع ساعة، ومعي الكولونيل إيستربروك وزوجته ميسيس سوتنهام وابنها آدموند. ولكن ظروف اليوم لا تسمح بمقابلة أحد. أعلم ذلك، ولكن الأمر على جانب عظيم من الخطورة. هل عثرتم على ميس ماربل؟ كلا. كانت ميتزي أعلنت أنها سترحل عن هذا البيت فورا، ولكن آيما دهشت عندما دخلت إلى المطبخ فوجدتها تغسل الصحون وهي في غاية الهدوء. وعندما عادت آيما إلى قاعة الاستقبال وجدت هانش تدخل عليها قائلة: إنني في غاية الأسف لهذه الزيارة المفاجئة، لقد اتصل المفتش كرادوك بكم كما أعتقد بشأن هذه الزيارة. لقد اتصلت به وقال إن بإمكاني الحضور إذا أردت. كانت ملامح ميس هانش ناطقة بالحزن الشديد والأسى العميق، ولذا فلم يحاول أحد منهم أن يقدم لها كلمات العزاء والمواساة. صاحت ميس بلاكلوك بعد قليل: أرجو أن تضيئوا جميع الأنوار وأن تلقوا بالمزيد من الفحم في المدفأة، إنني أشعر بالبرد وبالخوف. تعالي يا ميس هانش واجلسي هنا بجوار المدفأة، فسوف يحضر المفتش كرادوك بعد قليل. قالت آيما: هل تصدقي؟ لقد عادت ميتزي إلى عملها. من المؤكد أن هذه المرأة مجنونة، وربما كنا جميعا مجانين. فقالت ميس هانش بحدة: إنني لا أعتقد أن الذين يرتكبون هذه الجرائم مجانين، كلا، إنهم يتمتعون بذكاء خارق. وبعد قليل وصل المفتش ومعه الكولونيل إيستربروك وزوجته وميسيس سوتنهام وابنها آدموند. تطلع الجميع إلى المفتش وساد الصمت العميق قاعة الجلوس. أخذت ميسيس سوتنهام تتحدث عن اختفاء ميس ماربل وعن الجرائم الثلاث التي ارتكبها هذا القاتل الخفي وعن احتمالات الجريمة الرابعة، حتى طلب منها ابنها آدموند أن تلتزم الصمت. أما المفتش فقد أخذ يتطلع إلى القاعة، وأدهشه وجود ثلاثة من النساء متجاورات، وهن ميسيس إيستربروك وبجوارها آيما ثم ميسيس سوتنهام. أما ميس بلاكلوك وميس هانش فقد جلستا بجوار المدفأة، بينما كانت فيليبا تقف وحدها في نهاية الغرفة. قال المفتش: إنكم تعلمون جميعا أن ميس مارغريت رويد قتلت اليوم، وهناك احتمال كبير أن القاتلة هي امرأة، ولذلك فإن نطاق البحث أصبح محدودا، وأريد أن أعرف من بعض السيدات أين كنا فيما بين الساعات الرابعة والخامسة. لقد ألقيت هذا السؤال على ميس سيمونز، ولكنني أحب أن أسمع إجابتها مرة أخرى، ويمكنها أن ترفض الإجابة بالطبع، وسوف نكون أنا والشرطي إدوارد شاهدين على كل كلمة تقال. فقالت آيما بحدة: لقد قلت لك إنني كنت أتمشى في الطريق المؤدي إلى مزرعة كومبتون، ولم أصادف أحدا في الذهاب والإياب. حسنا، وأنت يا ميس سوتنهام أين كنت في هذه الساعة؟ لم تذكر ميس سوتنهام أين كانت مباشرة، بل انطلقت تثرثر عن حياتها قبل الحرب وكيف تغيرت الأحوال وكيف عانت كثيرا مع ابنها آدموند الذي يزاول عملا تافها لا يريد أن يكف عنه وهو كتابة المسرحيات. وأخيرا قالت: أما فيما بين الرابعة والخامسة فقد كنت أجلس في غرفتي أرف الجوارب، وعندما هطل المطر خرجت إلى الساحة الخارجية لإدخال الدواجن إلى الحظيرة. لقد هطل المطر حوالي الرابعة والثلث، وقد اعترفت أنك ارتديت ملابس المطر وخرجت، كما أن المسافة بين منزلك ومنزل هانش لا تزيد عن 3 دقائق سيرا على الأقدام. وأين كان ابنك في هذا الوقت؟ كان في غرفته. نعم كنت في غرفتي أطالع رسالة مدير أحد المسارح الكبرى التي أخبرني فيها بموافقته على قبول أول مسرحياتي ويدعوني لتوقيع العقد معه. قال المفتش لميسز إيستربروك: وأنت يا سيدتي؟ فقال زوجها غاضبا: وهل يمكن أن توضع زوجتي موضع الشك
كما ذكرت في البداية، من حق كل منكم أن يجيب أو يرفض الإجابة. حسنا، لقد كنا أنا وهي جالسين نستمع إلى برامج الإذاعة منذ 3:30 إلى ما بعد 5، أليس كذلك؟ نعم، فإننا لم نغادر المنزل أبدا خلال هذه الفترة. ولكن لماذا لم تسأل الباقين هنا؟ فعلى سبيل المثال، كيف تأكدت أن أدموند كان في غرفته حقا؟ قبل أن تقتل مارغريت رويد بقليل، ذكرت أن هناك سيدة ما لم تكن موجودة بقاعة الاستقبال عندما انطفأت الأنوار في حادث مقتل رودي كارز. فقالت آيما: ولكن كيف تقول ذلك رغم أن الرؤية كانت شبه منعدمة في الظلام الدامس؟ لأنها كانت تقف بجوار الباب الرئيسي بحيث تواجه الغرفة وترى كل ما فيها. وهنا اقتحمت ميتسي القاعة وقالت بعصبية: وأنا أيضا رأيت شيئا رهيبا في هذه الليلة، شيئا لم أكن أتصوره أبدا، ولكنني قررت أن أحتفظ به سرا. فقطعها المفتش قائلا: قررت أن تحتفظ به حتى يمكنك استغلاله لابتزاز المال من صاحبه، أليس كذلك؟ ولماذا لا أفعل ذلك؟ فهناك بعض الناس ينتظرون ثروة طائلة قريبا، وقد كنت أمينة في كتمان السر، فلا بد أن يكونوا كرماء من جانبهم. أكذا فكرت في البداية، ولكنني بعد مقتل 3 أشخاص أدركت أنني سوف ألحق بهم إذا احتفظت بهذا السر. ثم أشارت إلى جوليا وقالت: أعتقد أن هذه الفتاة إرهابية، وهي تنتمي إلى جماعة سرية تعمل على اغتيال أعداء النازي أمثالي. ولكن المفتش قاطعها قائلا: ميتزي، ما الذي حدث ليلة حادثة رودي كارز؟ لقد سمعت صوت طلقات الرصاص، وقد كنت في هذه الأثناء أقوم بتلميع الأواني الفضية في غرفة المائدة، فنظرت من ثقب الباب ورغم الظلام فقد رأيتها. نعم، لقد رأيتها عندما استدار رودي ببطاريته، كانت تحمل المسدس في يدها. إنها ميس بلاكلوك. فصرخت ميس بلاكلوك بدهشة: ماذا تقولين؟ هل رأيتني أنا؟ لا شك أنك مجنونة. صاح أدموند: إن هذا مستحيل، مستحيل أن ترى ميتزي ميس بلاكلوك. نعم، مستحيل يا مستر أدموند سوتنهام. هل تعلم لماذا؟ لأنك أنت الذي كنت تحمل المسدس وتقف خلف رودي. ماذا تقول؟ أنا؟ نعم، فأنت الذي سرقت المسدس من درج خزانة الكولونيل إستربروك، وأنت الذي دبرت هذه الخطة مع رودي كارز، وادعيت أن الأمر مجرد دعابة ليس إلا، وعند انطفاء الأنوار كنت أنت في الجزء الخلفي من القاعة وتسللت عبر الباب الآخر وأطلقت النار على ميس بلاكلوك، ثم قتلت رودي المسكين حتى لا يعترف بالحقيقة، ثم عدت بسرعة من نفس الباب وأشعلت الثقاب. فقال أدموند بحدة: إنك تهذي بلا شك يا سيد المفتش، ولماذا أقتل ميس بلاكلوك؟ إن لديك دافعا قويا لقتلها، فإذا ماتت ميس بلاكلوك قبل ميسيس جويدلر فسوف تنتقل ثروة المليونير راندال جويدلر إلى التوأمين بيب وآيما، وقد عرفنا آيما وهي هذه الفتاة التي انتحلت شخصية جوليا. أتظن أنني بيب وأن والدتي هي سونيا جويدلر؟ إنك تهذي بلا شك، ففي استطاعتي أن أثبت لك بالدليل القاطع أنني أدموند سوتنهام، وأن والدي كان يعمل موظفا في الحكومة في الهند ثم في هونغ كونغ. إن لدي كل الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك. وهنا تقدمت فيليبا هايمز وواجهت الجميع بوجهها الشاحب وقالت: سيد المفتش، إنك تبحث عن بيب. أنا بيب، شقيقة آيما. لقد كنتم تعتقدون أن بيب ولد، بينما هو في الحقيقة فتاة، وأعتقد أن آيما قد عرفتني ولكنها لم تذكر الحقيقة. فقالت آيما: بالفعل لقد عرفتك، ولكنني قررت الانتظار حتى تذكري الحقيقة بنفسك. لقد عرفتك يا آيما، وكنت بدوري أنتظر. بعد وفاة زوجي في الحرب شعرت بالحيرة وبالضياع، أين أذهب بعد وفاة أمي مفلسة؟ واكتشفت أنني قريبة للمستر جويدلر، وعلمت بوصيته وقررت الحضور إلى هنا،
لكي أستدر عطف مس بلاكلوك، لتترك لي جزءا ضئيلا من الثروة لتربية ابن هاري. ولكنني شعرت بالخوف الرهيب عقب وفاة رودي كارس، فأنا الوحيدة التي يوجد لديها دافع قوي لقتل مس بلاكلوك، ولم أكن قد عرفت حقيقة جوليا حتى ذلك الوقت، ويبدو أننا توأمان غير متشابهتين. والحقيقة أن مس بلاكلوك كانت دائما سيدة رقيقة، شملتني دائما بعطفها، ولا يمكن أبدا أن أفكر في قتلها مهما حدث ومهما كان مقدار المال الذي سوف أحصل عليه. وأؤكد لكم أن أدموند ليس هو بيب، وبذلك فلا دافع لديه للقتل. فقال المفتش ببرود: بل إن لديه دافعا قويا للغاية، فقد عرفنا أنكما تتبادلان الحب، وبالطبع هو يعرف حقيقتك ويعرف ما تنص عليه وصية خالك راندال جويدلر. فإذا ماتت ميسيس جويدلر قبل مس بلاكلوك فسوف تضيع الثروة، ولكن إذا حدث العكس فسوف تصبح زوجته غنية، ولذلك فقد دبر كل هذه الأحداث. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صرخة مروعة فصاحت آيمة: إنها ميتزي. فقال المفتش: كلا، إنها القاتلة التي قتلت 3 أشخاص حتى الآن. الفصل العاشر. كانت ميتزي قد تسللت من قاعة الاستقبال عائدة إلى المطبخ لتواصل غسل الأطباق، وبينما هي تفعل وجدت مس بلاكلوك خلفها، حيث قالت بصوت رقيق: كيف تكذبين هكذا يا ميتزي؟ ألا تعرفين كيف تغسل الأطباق؟ يجب أولا أن يمتلئ الحوض عن آخره. ثم أخذت ميتزي تملأ الحوض وقالت: آسفة يا مس بلاكلوك، أرجو ألا تغضبي مني. وكيف أغضب، فهذه طبيعتك دائما. هل أعود إلى المفتش كرادوك وأعترف له أنني كنت كاذبة وأنني لم أقصد ذلك؟ ما رأيك، هل أعود إليه؟ كلا، لا داعي، فلابد أنه يعرف الآن أنك كاذبة. عندما تحولت ميتزي إلى الصنبور لإغلاقه بعد امتلاء الحوض، شعرت بيدين قويتين تقبض على عنقها بقوة هائلة ثم تضغطان على رأسها حتى يغرق في الماء، وسمعت صوت مس بلاكلوك وهي تقول: إنني أعلم جيدا أنك لم تكذبي هذه المرة، لقد قلت الحقيقة. راحت محاولات ميتزي للمقاومة عبثا، وأخذت مس بلاكلوك تضغط رأسها بقوة داخل الحوض. ولكن في هذه اللحظة انبعث صوت دورا بانر وهي تقول: كلا، كلا يا لوتي، لا ترتكبي جريمة قتل أخرى، كلا يا لوتي. فأطلقت ليتيتا بلاكلوك تلك الصرخة المروعة التي سمعها الجميع، وتراجعت إلى الوراء خائفة. لقد سمعت بالفعل صوت دورا بانر، فأخذت تسعل وتقول بصوت مرتجف: كلا دورا، أرجو أن تسامحيني، لقد كنت مضطرة لذلك، سامحيني أيتها العزيزة، لقد دفعتني الظروف لأن أفعل ذلك. ثم اندفعت تحاول الخروج من باب المطبخ، ولكنها وجدت السيرجنت فليتشر يعترض طريقها. ثم فوجئت بالمس ماربل تخرج من خزانة المطبخ وهي تقول: لقد كنت دائما بارعة في تقليد الأصوات، ومن المؤكد أنني قد أحسنت تقليد صوت صديقتك الراحلة دورا بانر. وقال السيرجن فيلتشر: أرجو أن تصحبيني بهدوء يا مس ليتيتا بلاكلوك، لقد رأيتك بعيني وأنت تحاولين قتل الطاهية ميتزي كما سمعنا اعترافاتك. فقالت مس ماربل: إنها ليست ليتيتا بلاكلوك، إنها شارلوت بلاكلوك يا سيدي المفتش، وسوف تجد آثار العملية الجراحية أسفل هذا العقد الضخم الذي لا تخلعه أبدا. قال المفتش كرادوك: عملية جراحية؟ نعم، إنها عملية في الغدة الدرقية. نظرت إليها مس بلاكلوك باستسلام ثم قالت: يبدو أنك عرفت الحقيقة بالكامل. نعم، لقد عرفتها منذ عدة أيام. أخذت مس بلاكلوك تنتحب، ثم تهالكت على أحد المقاعد وقالت: ولكن
ولكن لماذا قمت بتقليدي صوت دورا بانر الحبيبة؟ لقد كنت أحبها فعلا، كانت مخلصة لي حتى آخر لحظة. وبعد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لميتزي، قالت بفرح: لقد قمت بدور عظيم وأثبتت لكم أنني شجاعة، لقد كادت تقتلني. واندفعت ميس هانش نحو ميس بلاكلوك وهي تحاول أن تطبق على عنقها بيديها، ولكن المفتش كرادوك والسيرجنت فيلتشر حالا بينهما فقالت: لقد أقسمت أن أطبق بيدي هاتين على عنق قاتلة صديقة الحبيبة مارغريت رويد، أرجوكم أرجوكم دعوني أنتقم منها. قالت شارلوت بلاكلوك: صدقوني أني لم أقصد قتلها، ولم أكن أفكر أبدا في قتل أحد، إن الظروف القاسية هي التي دفعتني إلى ذلك دفعة. يا إلهي، إنني نادمة أشد الندم على ذلك، وخاصة على قتل دورا، كانت هي صديقتي الوحيدة. جلس الجميع في منزل القس جوليان هارمون، ميس ماربل بجوار المدفأة، ثم ميسيس هارمون وجوليان هارمون الذي جلس على الأرض متلهفا على سماع ميس ماربل، وكان المفتش كرادوك جالسا في استرخاء وهو يدخن البايب وقد انتهى من هذه القضية الصعبة. وجلس أيضا إدموند سوتنهام وأمه ميسيس سوتنهام وفيليبا أو بيب وجوليا أو آيما وباتريك والكولونيل إستر بروك وزوجته. فقال المفتش مخاطبا ميس ماربل: إنني أقر لك بالفضل في التوصل إلى حل كل هذه الألغاز المعقدة، ولولا جهودك لكنا الآن نتخبط في الظلام، فأرجو أن توضحي لنا كيف عرفت حقيقة شخصية ميس بلاكلوك وأنها هي شارلوت وليست لتيتا. ماذا تقول يا عزيزي المفتش؟ إن الفضل كله يعود إليك، إنك تعرف كل أسرار القضية، أما أنا فلا أعرف إلا قدرا ضئيلا. قالت ميس هانش: في الواقع نحن نريد أن نسمع أقوال كل منكما، ولنبدأ بميس ماربل، كيف كشفت حقيقة ميس بلاكلوك؟ قالت ميس ماربل: من أول وهلة بدا لي أن التي دبرت كل ذلك هي ميس بلاكلوك، فقد كانت هي الوحيدة التي أثبتت التحريات التي كانت تعرف رودي كارز من قبل، وكان من السهل عليها أن تتفق معه على أن يقوم بهذا الدور، وكلنا نعلم أنه زارها قبل الحادث بقليل، ولا شك أن الاتفاق تم في هذه الزيارة، وأدعت بعد ذلك أنه كان يطلب مساعدة مالية، وهناك ملحوظة هامة، فلو كان شخص آخر اتفق مع رودي على أن يقوم بهذا الدور، فإنه لم يكن ليوافق أبدا على القيام به في منزل ميس بلاكلوك، أما أن تتفق معه صاحبة المنزل فهذا أمر مختلف تماما ويدعو للاطمئنان، أليس كذلك؟ وعبر الجميع عن موافقتهم وإعجابهم بذكائها، فاستطردت قائلة: والملحوظة التي لفتت نظري كثيرا أنها استعملت جهاز التدفئة المركزي قبل أوانه، وذلك حتى لا تنبعث من المدفأة النيران التي قد تكشف عنها حين تختفي وتقتل رودي كارز ثم تعود مرة أخرى، وهي الوحيدة التي كان لديها سلطة الأمر بتشغيل جهاز التدفئة المركزي. لقد كنت في حيرة من أمري مثل الجميع تماما، وظننت مثلكم تماما أن ميس بلاكلوك هي المقصودة بالقتل. قالت ميسيس إستر بروك: ولكننا نريد أن نعرف حقيقة ما حدث في هذه الليلة، فهل كان شاب رودي كارز يعرف ميس بلاكلوك حقا؟ نظرت ميس ماربل إلى المفتش كرادوك نظرة خاصة فقال: كان رودي يعمل ممرضا في مستشفى دكتور شهير في سويسرا، هو أشهر دكتور لعلاج الأورام للغدة الدرقية، كانت هذه المستشفى في مدينة بيرن، وقد ذهبت شارلوت وكانت تدعى لوتي إلى هذه العيادة، وهناك تعرفت على رودي عندما رأها بالصدفة في فندق رويال سابا. فقال الكولونيل: أي أنه لم يتحدث إليها عن الفندق الذي كان والده يملكه؟ كلا، لقد زعمت ذلك لكي تبرر موقفها عندما تحدثت معه أمام عدد من الناس،
ثم استأنفت ميس ماربل الحديث وقالت: من المؤكد أنها شعرت بصدمة هائلة عندما تعرف عليها رودي كيرز في فندق رويال، فقد كانت موقنة أن لا أحد في العالم يمكن أن يعرفها بعد أن انتحلت شخصية أختها الراحلة لتيتا، بل إن هذا الشاب يعرف موضوع العملية الجراحية التي أجريت لها أيضا، وهذا أمر خطير للغاية. إن الغدة الدرقية إذا اختلت فإنها قد تصيب العنق بالأورام التي تشوه شكله، وقد حولت هذه الأورام حياة شارلوت التي كانت فتاة راقية جميلة للغاية وهي ما تزال في سن المراهقة، وقد شعرت أن جمالها قد أصبح مشوها، ومن سوء حظها أن والدها كان رجلا متزمتا ضيق الأفق، ورغم أنه كان طبيبا فقد رفض تماما إجراء جراحة لشارلوت، وكان لا يؤمن بالعلاج الجراحي رغم أن الأمر كان سهلا للغاية إذا أجريت جراحة مبكرة للفتاة لإزالة هذه الأورام. وهكذا أصبحت المسكينة تعيش في عزلة تامة عن الناس، وأدركت أن حالتها ميؤوس منها فاعتزلت الناس وعاشت في وحدة أليمة لم تتناول إلا جرعات من دواء الأيدين. وأعتقد أن أختها لتيتا التي كانت تعمل سكرتيرة لدى مستري راندال جويدلر كانت مؤمنة برأي أبيها في عدم جدوى الجراحة، وهكذا كانت تلك الفتاة الرقيقة المرهفة الشعور تعيش في مأساة حقيقية. كيف تكون رقيقة ومرهفة الشعور ثم ترتكب كل هذه الجرائم؟ في الكثير من الأحيان ينقلب الإنسان الرقيق حيوانا مفترسا بفضل الظروف القاسية، وفي حالة شارلوت كانت تلك الظروف هي حقدها على المجتمع من جراء معاناتها الطويلة. أما أختها لتيتا فقد كانت فتاة حسنة الخلق تتمتع بمزايا رائعة ويحترمها الجميع، كما كانت تكن لأختها المريضة شارلوت كل الحب والتقدير والعطف وترسل إليها دائما الخطابات الطويلة. وبعد وفاة والدهما استقالت من عملها وبقيت بجوارها، وتلك تضحية كبرى حقا. وبعد ذلك سافرت معها إلى سويسرا لإجراء الجراحة التي نجحت، وتمكن الدكتور كوخ ببراعته من إزالة الأورام من عنقها وعادت إلى حالتها الطبيعية، ولم تترك تلك العملية إلا هذا الأثر البسيط في عنقها والذي حرصت على إخفائه بالعقد اللؤلؤي الضخم. وعندما نشبت الحرب بقيتا هناك في سويسرا وعملتا في خدمة الصليب الأحمر، أليس كذلك يا مستر كرادوك؟ نعم، لقد عرفنا كل هذه الحقائق من خلال تحرياتنا. وكانت أخبار تدهور صحة ميسس جويدلر تصل إليهما، وبدأ حلم الثروة يداعب خيالهما، خاصة شارلوت التي عانت أشد المعاناة طوال حياتها وحرمت من كل متع الحياة، وكان من الطبيعي أن تتطلع لكل ذلك بعد شفائها. ولكنها صدمت عندما وجدت أختها لتيتا تموت فجأة بعد مرض قصير للغاية لم يمهلها أكثر من أسبوع. كانت الصدمة مروعة، فهي لم تفقد أختها الحبيبة فقط، بل فقدت تلك الثروة التي ظلت تداعب خيالها طويلا، وكادت أحلامها أن تتحطم، وكان عليها أن تواجه الحياة وحيدة فقيرة، فازداد سخطها على الحياة. وأيضا كانت أختها التي ماتت قبل أن يتحقق الحلم، ولا سيما أن ميسيس جويدلر تقترب من الموت. كانت لتيتا تختلف عن أختها شارلوت كثيرا في هذه النقطة، فلو أنها واجهت هذا الموقف لما حزنت على المال أبدا، ولبدأت من الصفر وهي راضية حيث كانت تتمتع بالأخلاق السامية. أما شارلوت فقد تصرفت بدافع حرمانها الطويل وحقدها الشديد على الحياة، وقررت أن تنتحل شخصية أختها لتيتا. كان الأمر سهلا حيث كانت كل منهما تدعى ميس بلاكلوك، فقامت باستخراج تصريح لدفن شارلوت بلاكلوك من السلطات السويسرية، ولم يكن هناك أحد يعرفهما، وبذلك دفنت شخصية شارلوت وعادت إلى إنجلترا على أنها لتيتا بلاكلوك حتى لا تضيع منها تلك الثروة الطائلة. ولذلك فقد قررت الإقامة في تلك البلدة البعيدة شيبينغ كاليغورن حتى لا يعرفها أحد من الأصدقاء القدامى، وأرسلت إلى ميسيس جويدلر
تخبرها بأن شارلوت قد ماتت وأنها هي لتيتا سوف تعود إلى إنجلترا للإقامة الدائمة، ولذلك لم تقم بزيارة ميسيس جويدلر حتى لا تتعرف عليها، فهي تعرفها معرفة وثيقة. وهكذا أقامت في هذه البلدة تحت اسم لتيتا ولم يتعرف عليها أحد. قالت ميسيس سوتنهام: ولكن كان هناك احتمال أن يتعرف عليها أي شخص من معارفها القديمة بطريق الصدفة. قالت ميس ماربل وهي تبتسم: لو حدث ذلك لكذب هذا الشخص نفسه. وقال: يا إلهي، كم تغيرت لتيتا بفعل السنين. لقد عاشت بصورة طبيعية تماما على أنها لتيتا، وتعامل الجميع معها على هذا الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت شارلوت تعرف أدق التفاصيل عن حياة أختها لتيتا وعن عملها مع مستر راندال جويدلر من خلال تلك الرسائل الطويلة والمتعاقبة التي كانت ترسلها إليها أختها بانتظام. كما كانت تدعي ضعف نظرها إذا ما أخطأت في التعرف على شخص ما، وقد تدعي أيضا ضعف الذاكرة. وعندما وصلها خطاب من قريبة لها تطلب فيها السماح بإقامة ابنها وابنتها لديها لمواصلة الدراسة، وافقت على الفور، فهي لم ترى هذه القريبة من 30 عاما، وهي تخاطبها باسم لتيتا، وسوف يخاطبها الأبناء باسم العمة ليتي، وهذا ما تسعى إليه، حيث تؤكد شخصيتها المزيفة أمام الجميع، أي إن قدوم جوليا وباتريك كان صدفة طيبة رحبت بها شارلوت. وهكذا سارت الأمور بطريقة طبيعية تماما مع شارلوت. وعندما تسلمت رسالة دورا بانر ارتكبت أول غلطة. لقد شعرت بالعطف والشفقة على هذه المرأة التعسة، وقررت أن تصطحب دورا وتدعوها للإقامة معها لإنقاذها. وقد كانت تحب دورا حبا عظيما، فهي صديقة الطفولة والصبا، وهي تذكرها بأجمل الأيام وأسعدها. ولم تحاول أن تزعم لها أنها لتيتا، بل صارحتها بالحقيقة، فقد كانت دورا تعرف الأختين جيدا، وكتمت دورا الأمر لمصلحتهما معا. ومن المؤكد أنها وافقت شارلوت على القيام بهذا الدور حتى لا تضيع الثروة هباء بعد وفاة لتيتا. ومن المؤكد أن دورا قد أكدت لشارلوت أنها ستكتم هذا السر الرهيب، ولكن سذاجة دورا وضحالة تفكيرها كانت تفسد كل شيء، مما جعل شارلوت تندم أشد الندم على استدعائها لها. كانت دورا تخلط بين اسمي لوتي وليتي، فالأولى هي تدليل شارلوت والثاني هو تدليل لتيتا، وقد لفتت شارلوت نظرها مرارا إلى ذلك، ولكن المسكينة كانت تنسى في لحظات التوتر والقلق، ولذلك كانت شارلوت تشعر بالقلق من انكشاف أمرها. ورغم أن رودي كيرز كان شابا فاسدا ارتكب العديد من الجرائم، إلا أنه لم يكن يدري شيئا عن خدعة شارلوت. لقد كان يعرفها كما يعرفها الجميع باسم ميس بلاكلوك، ولكنها كانت تشعر بالخوف الشديد من انكشاف خدعتها. وعندما كان الشاب يلجأ إليها لبعض القروض الصغيرة، كانت تمنحها له كمنح لا ترد بدفع الخوف، وهي متوهمة أنه يحصل عليها على سبيل الابتزاز حتى لا يفشي سرها. وتخيلت سوء الوضع عندما انتقلت إليها تلك الثروة الطائلة، ومن هنا دبرت تلك التمثيلية المبتكرة في الإعلان عن الجريمة، واستطاعت أن تقنع رودي بالقيام بالدور الرئيسي على سبيل الدعابة، ووعدته بالحصول على مبلغ طيب من المال مقابل ذلك. قال المفتش كرادوك: وقد اعترفت لنا شارلوت بأنها سرقت المسدس من درج الكولونيل إيستر بروك، حيث يدخل الجيران بسهولة إلى منازل بعضهم البعض. استطردت ميس ماربل: وقد أحسنت شارلوت الإعداد لهذه الجريمة بطريقة رائعة، فشحمت الباب الذي كان مغلقا بصفة دائمة حتى تستخدمه في الدخول والخروج بدون أن يشعر أحد، كما كشفت جزءا من سلك الأفاجورة حتى تسكب عليه الماء فيحدث ماسا كهربائيا لينقطع التيار في المنزل كله. وكانت الأفاجورة على شكل راعية،
وقد سكبت الماء من الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسجي على السلك. قال المفتش: ولكن كيف لم ألحظ هذه الحقيقة؟ ففي التحقيق قالت دورا بانر أن هناك بعض الحروق على المنضدة من جراء سيجارة تركها أحد المدعوين مشتعلة، ولم يذكر أحد أنه أشعل سيجارة خلال هذا الوقت. وفي صباح اليوم التالي كانت أزهار البنفسج ذابلة تماما، كان ذلك بسبب سكب الماء في الليلة السابقة. إنني في الحقيقة كنت غبيا في هذه النقطة، قالت ميس ماربل. وبعد أن انطفأت الأنوار تسللت شارلوت عبر الباب وأطلقت النار، ثم قتلت رودي وجرحت أذنها بوساطة مقص صغير، وعادت بسرعة إلى غرفة الاستقبال قبل أن يشعل أحد ولعته. وأن الذي أثبت لنا أن الأمر لم يكن حادث انتحار هو هذا الباب الذي تم تشحيمه، والذي اكتشف المفتش كرادوك أمره. فقال المفتش: لولا هذا الاكتشاف لما واصلت جهودي في هذه القضية ولتم حفظ التحقيق، ولكنني أدركت أن هناك جريمة تم تدبيرها بعناية فائقة. قالت ميس ماربل: ومن المؤكد أنها كانت هي التي انتزعت الصور من الألبوم حتى لا يلاحظ أحد الاختلاف بينها وبين أختها، وكانت دورا ما تزال تخلط اسمها واسم أختها، مما يمثل ضغطا متواصلا على أعصابها. ورغم أن الاختلاف ليس كبيرا بين لوتي وليتي، إلا أنها كانت تشعر بالقلق الشديد. ولا أنسى تلك النظرة التي وجهتها إلى دورا المسكينة عندما كنا في المقهى ونادتها بلوتي، ولذلك لم تجد أمامها بدا من قتلها، فقد بدأت بقتل رودي ولم يكن هناك مانع من قتل المزيد. وتصادف أن كانت تمر أسفل نافذة مارغا وهانش وسمعت حديثهما الذي كان يتبادلانه بصوت عال، وأدركت أن مارغا سوف تتوصل إلى الحقيقة، وأنها عرفت أنها هي شارلوت التي لم تكن في الغرفة عند انطفاء الأنوار. وعلى الفور عادت إلى مارغا وقتلتها بهذه الطريقة البشعة. وقد كانت ذكية للغاية عندما اختارت لوفاة دورا يوما احتفل بها الجميع فيه، وهو يوم عيد ميلادها. ولأنها كانت تحبها فقد اختارت لها طريقة غير مؤلمة للموت، وقد حققت بذلك فائدة مزدوجة، حيث تخلصت من دورا وأوهمت الجميع أنها هي التي كانت مقصودة بالقتل وليست دورا. وبعد صمت قصير قالت ميس ماربل: لقد كانت إنسانة مسكينة بائسة، عانت الكثير وفعلت كل ذلك بسبب إغراء تلك الثروة الطائلة. إنها لم تفكر أبدا في قتل أحد، ولكنها الظروف الصعبة لقد حرمتها من متع الحياة كثيرا، وكانت تطلعاتها وأحلامها تموت تماما، ولكنها استيقظت مرة أخرى بعد شفائها. ولا تنسى أنها تعرضت لصدمة هائلة بموت أختها المخلصة. قالت ميسيس هارمون: ولكن لماذا كتبت مثل هذه الكلمات، مثل كلمة شؤون؟ أعتقد أن مستر كرادوك فطن إلى المعنى الذي أقصده. لقد كانت لتيتا تخطئ في كتابة هذه الكلمة، أما شارلوت فقد كتبتها بطريقة صحيحة، وقد عرفت ذلك من خلال تلك الرسالة الصغيرة التي أرسلتها شارلوت إلى ميسيس هارمون، وقارنت ذلك بما طالعته من خطابات لتيتا. عرفت من كلمة الصبر على قسوة الحياة التي سمعتها من دورا إن صاحبتها عانت كثيرا، ولكن من المعروف أن لتيتا لم تعاني، أي أن العبارة كان مقصود بها مخاطبة شارلوت. بالإضافة إلى ذلك فقد أثار عقد اللؤلؤ انتباهي، وأدركت أنها تخفي آثار تلك العملية التي أجريت في الغدة الدرقية، ولذلك فقد غادرت الغرفة بسرعة قبل أن نلاحظ هذه الأثار عندما انفرطت حبات العقد. أما بيرن فهي المدينة السويسرية التي كانت المصحة التي كان يعمل بها رودي. أما عن معاش الشيخوخة فهي حادثة تذكرتها انتحلت فيها سيدة شخصية أختها عقب وفاتها، وظلت تصرف معاشها طيلة 20 عاما. كنت أشعر بالقلق الشديد بعد أن بدأت الحقيقة تتبلج أمام عيني عندما التقيت بهانش
واكتشفنا مصرع مارغا، وقررت أن أقوم بهذه التمثيلية للإيقاع بالقاتلة. كان ينقصنا الدليل للقبض على شارلوت، وهكذا اتصلت بالسيرجنت فيلتشر ونجحنا في إقناع الطاهية ميتسي بتمثيل هذا الدور حتى تعترف شارلوت بالحقيقة في هذه اللحظات من الرعب. وقد نجحت ميتسي في دورها ببراعة، وربما دفعها لذلك خوفها من الموت، فقد رأت بالفعل مس بلاكلوك وهي تقتل رودي، وخشيت أن تقتلها أيضا إذا أدركت أنها تعرف الحقيقة. وهكذا نجحنا في نصب الفخ لمس بلاكلوك في المطبخ، فانهارت واعترفت بكل شيء. لقد كانت في حالة انهيار تام، ولم تفكر في شيء إلا إنقاذ نفسها والنجاة بأي ثمن. وقد رأيت أنه من الأفضل أن يكون هناك شاهدان عليها، فاختبأت أنا والسيرجنت فيلتشر في المطبخ، وقد أحسنت تقليد صوت دورا بانر. قال المفتش كرادوك: لقد علمت أن ميسيس جويدلر قد ماتت أخيرا. واتجهت الأنظار على الفور إلى كل من فيليبا، بيب، وأختها جوليا، آيما. قال أدموند لفيليبا: لقد عرفت الآن لماذا رفضت الزواج مني. كان من المتوقع أن تصبحي مليونيرة بينما أنا مفلس فقير. كلا، إنك لست مفلسا، أنت شاب موهوب، ولكنني كنت قلقة على مصيري ولا أدري ماذا أفعل. أما الآن فلا حرج علينا إذا تزوجنا، فجميع أهل البلدة يعرفون أنك كنت تبادلني الحب وأنا عاملة فقيرة ولا تعلم شيئا عن حقيقتي. أما باتريك فقال لآيما: ليت شارلوت المسكينة عرفت طعم الحب. لو حدث ذلك لما فكرت في قتل إنسان من أجل الحصول على كل هذه الثروة.